بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس اليوم قرر أن يصطحب الحكومة عشان نروح فين؟ عزبة الهجانة. في ناس عارفها كتير وفي ناس ما تعرفهاش. عزبة الهجانة اللي موجودة بجوار مدينة نصر أو امتداد لمدينة نصر، اللي موجودة عند الكيلو 4.5 اللي على طريق السويس. الرئيس النهاردة أخذ دكتور مصطفى مدبولي وسبع وزراء عشان إيه الرسالة؟ قبل ما أروح أوريكم الحكاية أخبارها إيه، عايزين نعرف على الأرض. تعالوا شوفوا هذه المنطقة على الأرض، مش مجرد مكاتبات، لا، احنا كلنا هننزل عشان نعاين ايه؟ واحدة من اكثر المناطق العشوائية في مصر، والنموذج ده موجود زيه عشرات، ولكن هي تقريبا اكبر منطقة بيسكنها ما بين 600 ل 700 الف مواطن. الدولة هتعمل ايه؟ والرئيس قال ايه النهاردة؟ قال كلام مهم جدا للسادة الوزراء، والتشاور تاني، التشاور مش رأي واحد، رأي الجميع. هقول لحضراتكم، رئيس النهاردة الظهر كده لقينا خبر عاجل، الحقوا ايه الرئيس في عزبة الهجانة، وكانت الزيارة رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير البترول، وزير الإسكان، وزيرة التخطيط، وزيرة التضامن، محافظ القاهرة، سبع وزراء كانوا، أو 11 وزير بالمعنى الدقيق، وزير الزراعة، وزير الري، يعني وزير التربية والتعليم، وزير الكهرباء، بحاول قدام حضراتكم ده المشهد. واللواء إيهاب الفار طبعا رئيس الهيئة الهندسية، واللواء دكتور أمير سيد أحمد مستشار السيد الرئيس للتخطيط العمراني، اللي قدام حضراتكم آدي اللقطة اللي قدامكم دي النهاردة الظهر في عزبة الهجانة. تقريبا وحد يصحح لي، مفيش رئيس نزل عزبة الهجانة قبل هذا اليوم. انت عزبة الهجانة هنا مش نازل مصر الجديدة، لا، ولا نازل المنيل ولا المسك ولا نازل الزمالك، نازل عزبة الهجانة قدامك اهو. ادي الرئيس بيتمشى فين؟ في عزبة الهجانة، هذه المنطقة اللي هي قدام حضرتك، وهوريك كمان الشارع اللي الرئيس واقف قدامه. الرئيس واقف قدام شارع مساحته تقريبا متر ونص او مترين او ثلاث امتار تقريبا يعني. لما بقول لحضرتك طبعا المنطقة دي اللي هي شارع الورشة، في شارع الورشة ده محور ممتد من محور الوفاء والامل، او اللي سيادة الرئيس اطلق عليه شينزو ابي رئيس وزراء اليابان السابق، ده المحور اللي هو ممتد لهذا المكان اللي هو شارع الورشة، موجود في امتداد. بصوا المنطقة العشوائية دي، ده جزء من عزبة الهجانة، احد الشوارع اللي بيتعمل. طبعا عزبة الهجانة غير مخططة زي ما حضرتك شايفين كده، ممكن تشوفوا الشارع اللي هناك ده في ناس ساكنة تحت، يعني الشارع فوق هو فين يا يوسف اللقطة دي؟ ارجع معلش اللقطة اللي فاتت ايوه اللقطة اللي شايفين قدام البلدوزر ده اللي ماشي تحت هناك، في شارع هو المفروض انه شارع، زي ما انتم شايفين كده في ناس ساكنة تحت الارض، يعني بينزلوا له بسلم. الشارع ده شارع اهو وفي ناس تحت زي ما حضرتك شايف كده، ده منظر العمارات، وكل واحد باني زي ما هو عايز، دورين 5 17 20، لان المنطقه دي زي ما بقول لحضراتكم من اكتر مناطق عشوائيه في مصر. الدوله الرئيس راح النهارده عشان يعمل ايه على الطبيعه؟ اولا في طريق اللي هناك، طريق المساق من طريق السويس، واللي بيصل لهذه المنطقة فيها كثافة كبيرة جدا من المواطنين مصريين، وحتى يمكن ناس سكان هناك من غير المصريين بياخدوا شقق بالإيجار، بيقعدوا هناك شقة إيجارها 800 ألف جنيه تقريبا. فالرئيس النهاردة قرر، بيستمع طبعا لشرح لواء أمير دكتور سيد أحمد مستشار السيد الرئيس للتخطيط العمراني، والرئيس عايز أقول لحضراتكم النهاردة استمع تقريبا معظم الوزراء. طيب خلينا
اوريكم. وخلي بال حضراتكم الحوار المهم جدا ما بين الرئيس والوزراء. الرئيس النهارده بيسال رئيس الوزراء ايه الموقف. طيب رئيس وزير التنميه المحليه بيشرح، مستشار الرئيس التخطيط العمراني بيشرح، اللواء ايهاب الفار بيشرح، وزير التنميه المحليه بيشرح، محافظ القاهره بيشرح، كل واحد بيشرح. الرئيس قرر بصوا الشارع ادي، اقف هنا يوسف اللقطه دي، اقف هنا ادي الشارع اللي الرئيس يقف قدامه. الشارع ده لا قدر الله لو في حريقه تدخل عربيه مطافي هنا، عربيه اسعاف تدخل هنا، توك توك فقط لا غير اللي يدخل هنا، توك توك زي ما بقول لحضرتك. بصوا طبعا وجود الرئيس النهارده رايح يعمل ايه حضراتكم؟ رايح اغير يعني حال الناس اللي موجوده دي، عايزين نشوف نعمل ايه، نعمل لهم حاجه كويسه. مش هنمشي حد ولا هنشيل حد ولا نعمل، لا لا خالص، مش هنعمل ازالات ولا بتاع، لا احنا رايحين الناس اللي قاعده دي ازاي اوفر له طريق كويس، ازاي ما عندهم مدارس، اللي عندهم مدارس مش كافيه. وهتسمعوا الرئيس دلوقتي بيتكلم على المدارس بيقول لهم يعني الواحد ياخد ابنه عشان يمشي قد ايه عشان يروح مدرسه وما عندوش طريق كويس. طب انتوا حال المدارس هنا كام مدرسه؟ ما يكفوش الناس، والناس هنا تعبانه، وعايز انا احل موضوع الناس ده؟ يعني الرئيس بيقول لهم احنا جايين عشان نشوف على الطبيعه الوضع، على الطبيعه مش في الاعلام، يعني مش مجرد ان احنا بنتكلم في التلفزيون، لا احنا نشوف ونبص ونقترح مع بعض ازاي نحل هذا الموضوع. الموضوع ده محتاج فلوس كتير جدا، مليارات هتتعمل، هيتعمل خلاص، لان هما دلوقتي في لجنه على طول التخطيط هنشتغل ازاي الطرق، لانه في طريق الرئيس شافه النهارده ثلاث حارات، الرئيس قرر انه يبقى خمسه وخمسه، يعني هو ثلاثه وثلاثه، قرر الرئيس النهارده في الجوله انه يبقى خمسه وخمسه، احد المحاور اللي موجوده. بوريك المنطقه دي عشان تعرف الرئيس عندما انتقل ومعه الحكومه، رئيس الوزراء و11 وزيرا موجودين مع السيد الرئيس، وبيسال السادة الوزراء ومستشار السيد الرئيس اللي هو محمد امين للشؤون الماليه، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيد الرئيس، يعني كل القيادات موجوده. ليه موجودين؟ عايزين نعرف ايه اللي ممكن نعمله للناس. يعني زي ما حضرتك شايف كده، ده موكب الرئيس لما وصل الظهر النهارده، وزي ما حضرتك شايف كده الدنيا ايه، يعني طبيعي جدا، يعني حاجة بسيطة جدا، اللي هو يعني تعالوا يلا الوزراء سبقوا سيادة الرئيس بحوالي 10 دقائق، والرئيس وصل بعدهم مباشرة وبدأ اللقاء وبدأت الجولة وبدأ كلام الرئيس من هذا المكان على الطبيعة. احنا هنا الموضوع، لان الرئيس خلي بال حضراتكم راح اماكن كتيرة، راح اماكن كتيرة، وانا بشكرهم كمان النهارده الرئاسه انهم اخذوا مجموعه كاميرات، يعني مش تلفزيون الرسمي كمان، لا احنا كاميرتنا كانت موجوده، كاميرات اخرى. ومهم جدا انه في نوع جولات من النوع ده، انه باخد الكاميرات على الاقل بتديني صوره تانية، صوره اضافيه، وبالتالي بنقدم خدمه. احنا الهدف هنا ايه؟ نخدم الناس كلنا. الرئيس النهارده نازل اهو، بص هنا، اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا، اقف اهو. الرئيس موجود هنا فين؟ موجود في عزبه الهجانه. تاني عزبة الهجانة، اللي عايز يعرف فين عزبة الهجانة، بص المناطق المساكن هناك، كل ده عايز الرئيس، عايز يطور هذه المناطق، وعايز السكان الابراج، بص العمارات اللي مبنية دي كله عشوائي، بتلاقي واحدة 10 ادوار، واحدة 3، واحدة 6، واحدة 8، ما هنا اتعمل تخطيط بلا تخطيط، بلا اي تخطيط. فالرئيس قال لك لا تعالوا معانا، وسأل وزير الاسكان نعمل ايه، طيب التنميه المحليه هنعمل ايه، رئيس الوزراء هنعمل ايه، البناء العشوائي ده هنتعامل ازاي مع ده، هنتعامل معاه بالطريقه الادميه اللي الدوله بتشتغل عليها. مفيش احنا النهارده حتى رئيس بندي ناس سكن محترم مفروش، ما بياخدش معاه غير هدومه، يعني حتى الفرش بتاعه يسيبه اللي هو ليه هنا. في بعض الناس هنا سكنوا 1000 وشوية قبل كده، وفي 1000 تانيين موجودين، وبالتالي كل التجهيزات بتاعتهم زي ما الرئيس قال النهارده، كل واحد ان احنا بنعمل حياة كريمة للناس. تعالوا اسمع حضراتكم وركزوا كويس قوي، اسمعوا وركزوا وركزوا كويس قوي في الحوار ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والوزراء، عايزكم تركزوا قوي. انا قعدت اسمع المرة واثنين وثلاثة، ليه اسمع؟ الرسائل مهمة قوي، تعرفوا بس الدولة بتعمل ايه للناس. المنطقة دي احنا موجودين عشان يا جماعة عندي زي كده كتير كتير قوي، احنا بنصرف عشرات المليارات، يعني يمكن اكتر من 30 مليار جنيه بنصرفهم على مناطق زي المنطقة اللي هتشوفوا الرئيس فيها النهاردة.
اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء الحكومة من السادة الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجها سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها. خلي بالكم ان كان هنا في سور اللي هو سور اهو ده. ايوه بالظبط، السور ده اول ما اتعمل الطريق ده هم كسروه. كسروه ليه؟ لانه عايزين يعيشوا. عايشين بالظبط، هم عايزين يعيشوا هنا، في فرصه ليهم كده. كل الشوارع اللي احنا جايين عليها دلوقتي هذا يمكن ده اكتر شارع اعرض شارع فيهم، ما يدخلش عربيه اسعاف كبيره، عربيه مطاف لا قدر الله كده. وزي ما انتم شايفين حياه الناس ازاي. يعني احنا هنسيبهم كده. انا بسال سؤال، احنا رفعنا مساحي ان شاء الله من يوم السبت الجاي نازلين فيه تطوير كامل تقريبا يا فندم، هو من 15 ل 20 متر هناخده على العرض بتاعه عشان ما نهدش بيوت، وهنطوره. واحنا نسقنا مع المحافظه الصرف الصحي والمرافق بتاعته بالكامل والكهرباء بحيث ان احنا نعيد الوضع اللي ما كان عليه، وهنرفع الطريق شويه لان الطريق واطي وغرقان ميه باستمرار. ان شاء الله فندم في خلال شهر يعني ربنا يسهل نكون. انتوا بتتكلموا كده على طريق واحد؟ على طريق واحد اللي ده مرحله الاول. انا بتكلم لو انتم عايزين تفتحوا مجرد يعني مجموعه طرق مناسبه يعني للناس، يعني مش هنشيل، لكن هنفتح نفتح محل مساحي زي ما سيادتك امرت للمنطقه بالكامل، ونعمل لها مخطط ونعرض على سيادتك، ونراجعه مع وزاره الاسكان ونعرضه على سيادتك. لكن احنا ما عندناش حصر بعدد الوحدات السكنيه قد ايه؟ ما عندناش. لا بنحصر على عندناش. على كل حال انا بطرح ده علينا كدوله وكمان للراي العام، بقول له ده الحال. لو ما انتبهناش لنفسنا ونظمنا نفسينا، والحكومة سبقت الناس في الطلب يعني تلبي طلبهم في الإسكان، صدقوني الدولة كلها هتبقى كده. احنا بنتكلم في 50% من مساحة الدولة كده بالظبط. يعني حد صور الخصوص يا دكتور مصطفى؟ بالظبط يا فندم، مش كده؟ نفس كده العملية. حد صور الخصوص؟ نفس المنظر ده تقريبا، نفس الشكل. الناس عايشة ازاي؟ الناس هتبقى عايشة. طب الناس اللي هتطلع من هنا كأطفال صغيرين هيطلع مين ازاي؟ هيروحوا مدارس فين؟ هيتعلموا سلوكهم هيلعبوا؟ لا ده تكلفة التعليم هنا عندهم أكتر من أي حتة تانية، لأن هو ما عندوش هيمشي بابنه ده أو بنته مسافة كبيرة جدا لأقرب ما فيش مدارس جوه كتير تحل المسألة. ما حدش عمل عشان يعني الموضوع مش مترتب. ولو الدولة ما انتبهتش، ودي الرسالة، أنا جيت هنا وجينا كلنا هنا عشان نوصل للناس الحكاية. الكلام في التلفزيون مش كفاية، إنما نيجي نبص نشوف الناس عايشة زي، ونزلوا امشي وسط الناس شوف عايشة تحت، امشي كده تحت، هو مش بني آدمين؟ فننزل نشوف الناس دي عايشة ازاي، وتاكل ايه وبتشرب ايه وبتتعالج ازاي. ولا يا دكتور مصطفى؟ طبعا يا فندم احنا يعني النهارده يعني زي ما حضرتك دايما كنا بنتكلم وعهدنا مع حضرتك دايما الصراحه، المناطق دي يعني تركت يعني عشرات السنين، الدوله كانت في فترات معينه ما نقدرش نتكلم ولا نلوم، ظروفها ما كانتش قادره انها تلبي طلب الناس، فكان البديل اللي ظهر ان الناس بنت بنفسها، وللاسف بنت اماكن النهارده يعني غير لائقه، يعني ده الحاجه الوحيده للوصف اللي ممكن نتكلم فيه.
والنهاردة علشان نطور الكلام ده مجرد اي تطوير هيبقى هيكلفنا عشرات اضعاف اللي كنا لو كنا بنينا المناطق زي دي من البداية وعملناها بطريقة مخططة. النهاردة مجرد عشان ادخل مجرد زي ما حضرتك كنت بتقول افتح شارع لمجرد اعمل شارع وشارع صغير هضطر اشيل صف كامل من البيوت مثلا لو انا خدت قرار زي ده. طب صف البيوت ده بيبقى الاف من الوحدات بالاسر اللي موجودة فيها، يبقى لازم ابني لهم الاول سكن بديل عشان مجرد افتح شارع يخدم بقية سكان المنطقة. فتكلفة باهظة جدا الدولة النهاردة بتتحملها وعن بقدر يعني كل امكانياتنا اللي بنحاول نقدر نعملها طبقا لتوجيهات حضرتك، لكن الموضوع طبعا صعب جدا لان دي حياة ناس ومعيشة ناس وظروفهم مش مناطق فاضية بنتحرك فيها، وتمن هندفعه لو الظاهرة دي ما تتوقفش هندفع هنفضل في هذا النزيف الى الابد. فعشان كده كان توجيه حضرتك احنا اللي نبادر، احنا اللي ننشئ وحدات، واحنا اللي نحاول نسبق الناس، لكن برضو في نفس الوقت لازم الكلام ده يقف. يعني ما ينفعش يبقى في حاجة زي كده ولسه عمارة هي كانت بتطلع ادي اشاير اعمدة، معنى كده ان كان المالك بتاع هذا العقار عايز يطلع لسه ادوار تانية. طب لازم كلنا كمواطنين مع الدولة نبقى فاهمين حجم العبء الكبير جدا اللي واقع علينا فنن في هذا الموضوع. هو احنا مش هنقدر غير ان احنا لا اقصى حاجه ممكن نعملها لهم اذا كنت متصور ان احنا نفتح مجموعه شوارع توسع على الناس وتخلينا نقدر نوصل لهم جوه خدمات اكتر كده. يعني فانتوا لو انتوا جيتوا النهارده وجيت قلت لي الكتله دي الكتله المبنيه دي هنعمل فيها مجموعه الشوارع ديت في اقل الاماكن ارتفاعا، تمام بالظبط كده، وطبعا هنكون جهزنا لهم بديل الناس تقعد فيه ومفيش حل تاني. لكن اذا كان العدد حتى 200,000 شقه طب ما ده ضخم جدا. انا حبيت يعني ان احنا نعيش مع الناس حجم المشكله عشان احنا دايما بنتكلم عليها وبنقول فيها عشوائيات والناس ايه يعني مش عارفه ان اللي احنا بنتكلم فيه هو ازاي اولا نوقف ده ثم نعالجه. نوقف الاول يبقى احنا لازم احنا كحكومه نوفر طلب الناس، مش بس طلب الناس بقدراتهم الاقتصاديه. يعني هنا ايجار 800,000 بالظبط يا فندم، هنا ايجار من 800,000. طيب انت عايز توفر حاجه يبقى ده القسط بتاعها، يبقى ده القسط بتاعها مش كده؟ ايوه تمام. ولا ايهاب؟ ايوه تمام يا فندم. مش انتم متعايشين مع الناس اكتر؟ ايوه فندم. واحنا يعني هنا في العزبة بالذات احنا شغالين بقى لنا شهرين معاهم في الخط بتاع السلك المسار الجديد والخط لسيادة القمر الكبير. ان شاء الله فنم طبق التوجيهات سيادتك هنبدأ نشتغل فورا في التخطيط، وزي ما سيادتك قلت هناخد الطرق اللي هي اقل خسائر في اعداد الوحدات بحيث ان احنا نلافي الموضوع. وبعدين سيادتك مصدق على 500,000 وحدة سكنية في عواصم المدن دي، اكيد ان شاء الله في القاهرة عدد كبير منها، واحنا نسقنا مع الدكتور مصطفى وخدنا الاراضي وبالفعل بدأنا نشتغل فيها. دي هتسد العجز اللي موجود عندنا في الشقق، بالرغم ان احنا عندنا شقق والمحافظة معاها في الاسمرات وفي المحروسة 1 و2 والاسمرات 1 و2، وبنعمل كمان يا فندم اهالينا نعمل اهالينا 3. يعني الخطة شغالة والاعداد الوحدات بتتزايد يوم عن التاني يا فندم. ان شاء الله يعني بعد ما نخطط الكلام ده ويتعرض على سيادتك هنشوف الوحدات اللي موجودة عندنا تكفي قد ايه ونبدأ مراحل ونبدأ نشتغل في تعويض الاهالي للشقق. ويمكن محافظ القاهرة فندم مع السيدة وزيرة التضامن بيسلموا الشقق المسار اللي احنا شغالين مفروش، ان شاء الله قدامها اسبوعين ان شاء الله تكمل فرش بحيث ان اللي يتنقل بفرش جديد ما يخش الفرش القديم بتاعه. ان شاء الله في خلال الاسبوعين الجايين دول الشقه دي هتستكمل فرش وهنكمل باقي اعمال الازالات للشقه اللي هي للألف مش كده؟ للألف الثاني ان شاء الله، انما ال 1400 الاولانيين احنا سكنناهم بالفعل. انا عايز اقول لحضرتك يعني حضرتك دلوقتي وجهت برنامج جديد ده اللي حضرتك بنبداه. احنا في الاول كنا شغالين على المناطق الغير امنه اللي كانت فعلا في خطوره شديده على حياه وارواح المواطنين، حضرتك وجهته وخلصناها. دلوقتي احنا داخلين على مرحله جديده وبرنامج جديد ان ندخل على المناطق الغير مخططه عشان نخلي نحاول نرفع بس من جوده الحياه للمواطنين بصوره نسبيه. فطبعا ده تكلفه تانية هتبقى اضعاف اضعاف الجزء الخاص بالغير امن، لان فعلا زي ما حضرتك مثال زي ده
لمجرد ان انا افتح بس بعض الشوارع بنتكلم لوحدها ممكن تبقى مليارات فقط عشان اعمل بس 3 4 شوارع في كل منطقه يعني. وطبعا ده برنامج كبير جدا سيادتك، لان برضو توجيهات دايما حضرتك مش عايزين نسيب الناس برضو في الظروف اللي هم فيها دي. دكتوره هلا، رايك ايه؟ طبعا يا فندم يعني لابد ان احنا نحسن جوده الحياه بالنسبه للناس، ما ينفعش يفضلوا بهذا الشكل يعني، فلازم يبقى في سكن بديل. طب انتوا يا دكتور مصطفى انتوا لازم تحطوا في الموازنه احتياطي مناسب. حاضر. احتياطي مناسب يا دكتوره. حاضر. لصالح المشروع يعني مشروع. عشان مشكله ولا ايه؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. تكلفه المشروع ده يا فندم 500,000، بنتكلم على الاقل في مع الخدمات 250 مليار جنيه. انا بس عايز اخلي الحياه مناسبه. مناسبه بالظبط يا فندم. شوارع نمشي فيها ما امكن. نوعيه الحياه، انت لو مشيت جنب السور ده هتجد نفسك على ارتفاع حوالي 8 9 متر من الناس تحت، اللي هو الشارع اللي تحت. شارع. مش ممكن. ثم الشارع عرضه ايه، مترين ثلاثه دارين. يعني هو الشارع اللي احنا اللي وقفنا قدام منه كان اكتر حاجه 4 متر او 5 متر اكتر حاجه، والباقي كده. فانا عشان اشيل اعمل افتح محور واثنين او ثلاثه، احنا عايزين نفرق ما بين ان احنا نوفر طلب وان احنا نحل مساله. احنا بنحل مساله مش كده؟ صحيح. حاضر كده. هنوفر كل الامكانيات بتاع بند المحور ده ان شاء الله. المهم ان احنا بس نيجي نبص نشوف نفسنا. زي ما تابعنا جولة الرئيس اليوم وتفقد الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من السادة الوزراء عزبة الهجانة، هذه المنطقة اللي أهليها زمان ويمكن لحد دلوقتي بيزعلوا بجد إنهم ساكنين في هذا المكان أو هذه المنطقة، لما حتى يدخلوا مدرسة أو حد فين أنا من عزبة الهجانة. وأتمنى وإحنا بنعمل هذا التطوير نغير الاسم، والله أنا بتكلم جد، أتمنى أن احنا نغير اسم عزبة الهجانة. احنا غيرنا أسماء كل المناطق الصعبة في مصر، خليناها بأسماء مختلفة. أهالي عزبة الهجانة بيزعلوا، وأنا بقول بيزعلوا بمعنى الكلمة، أنه لما بيروح مكان بطاقته مكتوب فيها عزبة الهجانة فيعني أنه جاي. لا، أتمنى أن احنا نغير اسم عزبة الهجانة تماما ونغيره باسم جديد، اسم مختلف غير اللي هو موجود النهاردة، لأنه بعض الناس طبعا بيسيئوا، وهم طبعا أهالينا كلهم يعني كل أهالينا الموجودين في عزبة الهجانة. فوجود الرئيس النهاردة معاهم ووسطيهم ورايع عشانهم، عشان على الأقل يوفر لهم حياة كريمة، بيوفر ليهم اللي هي بعض المساكن اللي هتتشال، بيوفر ليهم مساكن أخرى أفضل طبعا من هنا. هنا طبعا زي ما حكوا شايفين كده منطقة رهيبة، فاكرين الخصوص سيادة الرئيس كان بيسأل عليها أو بيتكلم عليها، اللي رحناها في الأليوبية، شفناها في الأليوبية هذه المنطقة الصعبة دي، واحدة زيها بالظبط كده. شايفين من التصوير من الجو، الدرون بيوري حضراتكم المنطقة، شوارع مفيش شوارع، يعني الشوارع يمكن عندنا في بلدي في شطورة أوسع، والله عندنا في شطورة أوسع وأنا بحلف بالله، اوسع من الشوارع بتاعت عزبة الهجانة اللي قدام حضراتكم دي. عندنا شوارع واسعة غير ده اللي احنا في قلب القاهرة في العاصمة، بنلاقي هذه المنطقة. طيب المنطقة دي كان ممكن تتحل، كان ممكن من زمان، بس ما كانش حد فيه حلول ليها، ما كانش ليها حلول. كان المنطقة طبعا بقالها اكتر من 50 سنة 60 سنة كمان يمكن، وكل شوية بتزيد. بدأوا بكام ألف؟ 5 10 39 ألف. 2006 2007 عددهم حوالي كان 40 50 ألف تقريبا، وبعد كده 2011 زاد عدد البناء العشوائي، العدد زاد أكتر من 500,000 على مر الكام سنة اللي فاتوا، تجاوز 500,000 واحد موجودين النهاردة في عزبة الهجانة، وربما أكتر من 500,000 كمان موجودين. طبعا أسر كتير وجايين من محافظات مختلفة، وطبعا يعني الناس هنا
في المنطقة دي كلها تقريبا فيها ثلاث مدارس، تقريبا ثلاث مدارس ما فيهاش نقطة، فيها نقطة اطفاء، يعني لو بتاع مطاف عايز يدخل ما يعرفش، فيها وحدة اسعاف ومكان الاسعاف، بس يعمل ايه وسط العشوائية اللي حضرتك بتشوفها. بص المباني، بص المباني مبنية ازاي، ركز في اللقطات اللي هي متصورة عشان يبين لك حجم المشكلة اللي فيها مصر. مش عزبة الهجانة بس، زي عزبة الهجانة كتير قوي عندنا، غيرنا وغيرنا كتير، والبلد من اول رئيس ما جاء من 2014 وهو بيغير في هذه المنظومة، المساكن العشوائية والمناطق الخطرة والمناطق الاقل خطورة، منهم هذه المنطقة اللي هي محتاجة مليارات. ولكن هل هتتوقف؟ الرئيس قال لهم لا، احنا مش جايين عشان نمشي، لا احنا جايين عشان نحل مشكله، مشكله الناس دي. لان الرئيس كان هناك يوم الجمعه، وكان هناك قبل اسبوعين، وكان هناك في شهر نوفمبر، يعني كل شويه بيعدي على هذه المنطقه عشان يشوف حال المنطقه والتطوير اللي بيتم حواليها. فلازم يدخل التطوير النهارده داخل عزبه الهجانه، مش هتشيل بيوت ولا تهد ولا تعمل ولا تعمل ازالات كتير الا للاماكن اللي عايز تعمل فيها توسيع للشوارع زي اللي قدامك ده، المحور اللي قدامك ده، ادي جزء من الشوارع اللي هي، بص الشارع مساحته قد ايه، الناس قدام بعض. اقف هنا يوسف اللقطه دي، اقف دي هنا، البلكونات اللي قدام بعض دول مش قاعدين مع بعض، يعني عايشين مع بعض اهو، مساحه قد ايه بين بلكونه والتانيه. الناس دي يا جماعه عايشه حياتها كده، يعني اللي اتكلم كلمة هنا او اللي اتكلم كلمة هنا التاني مع بعض عايشين مع بعض مترين تلاتة مثلا، ما تجيش مترين تلاتة. ده مشهد بوريه لك اهو، ده شارع بيفصل بين برجين وبين عمارتين في عزبة الهجانة. اتفضل يا يوسف، بوريك عشان تعرف حجم الخطورة اللي فيها البلد، والمساكن اللي اتبنت في اوقات محدش واجه. حتى لو عملت مساكن زي كده، ان انت كمان تروح توصل لهم خدماتهم، خدمات تبقى موجود، بتواجه هذه المشكلة ازاي من بدري، محدش قدر يواجه. انت بتيجي كان ايام انتخابات وصل لهم مية، وصل لهم كهرباء، وصل لهم صرف، واعمل لهم مش عارف ايه، سيبوا الناس سيب، بس في الاخر بتوصل ان تكون منطقة صعبة جدا على اهليها، انه ما عندكش، مش قادر توصل لهم كخدمات توصلها لهم، مش قادر تعمل حياة ليهم محترمة. فانت النهاردة عايز تعمل لهم ده، وريتكم، والسيد الرئيس اكد على هذا الامر. الناس اللي عايشين تحت الشارع ب 7 8 متر تحت، يعني مساكنهم كلها تحت الارض، ده عايش ازاي حياته ازاي؟ انت متخيل صيف شتاء حياته ازاي وهو تحت الارض، تحت الطريق اللي ماشي ده هو تحتيه ب 6 7 8 متر، عايش ازاي والناس عايشه ازاي وحياتهم ايه؟ ادي برج زي الابراج اللي قدامك دي، الابراج دي كلها خلي بالك ما فيش ترخيص، محدش بنى برخصة هنا اهو، بص حجم العشوائية قد ايه. هنا زي اماكن في مصر كثيرة ونفضل نتكلم عليها كتير، بتحاول تغير، مش عايز انت هنا، مش جاي عشان تهد ومش جاي تزيل، لا انا جاي يعني اقدر اعمل يعني اسهل حياة الناس. المدارس قليلة ممكن يزود عدد المدارس مثلا، طيب مفيش طرق، هنعمل محور واثنين وتلاتة عشان الناس تعرف تتحرك، ويبقى في محور بيدخل من جسر السويس الى مدينه نصر والعكس ومن هذه المنطقه. وكنا يمكن امبارح بنتكلم على ده، وانا بستعرض امبارح تفقد الرئيس ايضا لمحطه الحافلات، لانه كان جزء من الخريطه هنا بيتكلم على هنا، وكنت بتكلم على ده امبارح، بنشرح ده تحديدا، انه هذه المنطقه النهارده حجم التطوير اللي حواليها. طب انت عايز تدخل جوه، هتقدر تعمل ايه في الشوارع؟ هتقدر تعمل حاجه هنا في الشوارع ديت؟ هتتعامل معاها ازاي؟ ما انت مش هتزيل كل العمارات دي؟ لا مش هتزيل، ولا هتنقل بس الاماكن، العدد اللي اتكلموا عليه دلوقتي اللي هو عشان توسع طريق، تعمل محور، بتزود عدد حاراته عشان الكام سنه اللي جايه، الكام عشرات الكام سنه. انتوا عارفين احنا من شهر اكتوبر الماضي لحد بكره عدد سكاننا هيكون 101 مليون و500 الف، بكره سنصل 101 مليون و500 الف. انتوا عارفين ال 500 الف دول زدناهم امتى؟ من اكتوبر لحد النهارده، زايدين نص مليون من شهر اكتوبر 2020 لحد النهارده. النهارده بكره هيتم الاعلان الرقم 8/8، نص مليون مواطن. طيب اللي زدناهم دول، شوف كل كام اربع خمس شهور بيزيد نص مليون، شوف العدد بقى اللي بيوصل لك بيدخل عليك، ده محتاج قد ايه؟
واللي بيجي ناس لما تيجي هنا ما عندوش سكن بيلاقي سكن هنا او بيلاقي شقه هنا. فالرئيس حتى الشقق اللي هم قال لهم ياخدوا التعويض اللي هو قيمه السكن هنا كام، الايجار 800-1000 جنيه بياخد الرقم ده، وبتديله كمان يعني في ناس بتديهم شقق مفروشه بالكامل، تتولى وزاره التضامن الفرش كاملا لهذه المساكن زي ما عملوا في اهالينا وزي ما عملوا في غط العنب وزي ما بيعملوا في كل حاجه، والاسمرات واحد واثنين وثلاثه وغيره، كل ده بيتم. النهارده الرساله انه الدوله الرئيس ورئيس الوزراء واعضاء من الحكومه موجودين فين؟ في عزمه الهجانه عشان نشوف بعينينا، نشوف احنا بعينينا هي المشكله دي نحلها ازاي. وزي ما حضراتكم شفتوا كده الرئيس استمع، يعني بيسال دكتوره هاله رايك، سيد وزير الاسكان رايك، سيد رئيس الوزراء رايك، مستشار الرئيس رايك، ساده الوزراء اخرين، وزير التربيه والتعليم، يعني وزير التنميه المحليه سال الرئيس، محافظ القاهره، كلهم الرئيس سالهم واحد واحد، يعني رايحين عشان كل واحد يقول رايه كمان عشان ما ناخد قرار ونفكر يبقى ايه الفكره، ايه اللي احنا نعمله النهارده، يتعمل خطه مخطط يتعمل ويتم عرضه والتنفيذ على طول عشان تلحق الناس. ادي في موقع هنا بنتكلم على ناس تحت في خط الحد الادنى من العيشه، هنا الحد الادنى من العيشه، عارف اللي عندنا في القرى بعضهم اكثر حظا من اللي في عزبه الهجانه، في القرى على الاقل القريه عنده بيت لوحده مفيش حد ساكن مع حد الا الاسره يعني، فكل واحد عنده بيته او العيله عندها بيتها او بيتهم جنب بعض، لكن هنا زي ما حضرتك شايف كده منطقه صعبه جدا، وفي وقت من الاوقات ما كانش حد يعرف هنا تعرف تدخل من عدم انه ما فيش، يعني وضع كان صعب في عزبه الهجانه اللي بتحاول النهارده على الاقل تيسر لهم حالتهم وتوفر لهم حاجات كتيره هم كانوا محتاجينها. والاكتر من اللي انا بقول لحضراتكم محتاجينه، محتاجين النهارده انا شخصيا بطلب انه تغيير اسمها، اسم عزبه الهجانه دي كانت معسكر او سكنات الجمال او الهجن، كانت سكنه عسكريه في الماضي عشان كده اطلق عليها اسم الهجانة نسبة الاسم اللي كان موجود هنا، لأن هذه المنطقة بالمناسبة منطقة عسكرية اللي حواليها يمين وشمال، والمنطقة دي كلها منطقة عسكرية فيها منشآت عسكرية كثيرة في هذه المنطقة في كل حتة، والطريق ده ودي زي ما حضرتك شايف كده. فلما انت بتشوف ده بتقول ياه احنا هنقدر نعمل ده، الرئيس خد النهاردة الحكومة عشان يعملوا ده، يعملوا للأهالي كانوا يتمنوه في يوم من الأيام انه يلاقي طريق بينقله او يلاقي عربيه تدخل عنده او يلاقي يعني وسيله ادميه تدخل هذه المنطقه، وهذه المنطقه يتعمل فيها، لانه تاني هيتعمل فيها بالفعل اللي انا عرفته النهارده بعد زياره سياده الرئيس انه هيتعمل مجمع خدمات متكامله، هيتعمل منطقه خدمات متكامله لخدمه اهالي عزبه الهجانه. النهارده الرئيس قال لهم جهزوا رتبوا يجهزوا، هيتعمل منطقه كامله لخدمه الاهالي، الاهالي النهارده عشان يعني عايزين يجيبوا اي حاجه، شوفوا بينزل فين، ينزل ممكن ينزل حي التامن مصطفى النحاس، ينزل حي ناحيه النادي الاهلي كده، المنطقه اللي هناك عماره المساكن التوفيقيه، يعني العدد اللي حواليهم المناطق اللي حواليهم جاردينيا الناحيه الثانيه في ظهرهم الناحيه الثانيه ناحيه طريق السويس، والناس قال لك هيعملوا ايه؟ بيعملوا النهارده هيغيروا حياه الناس اللي موجوده، هيغيروا بمعنى انك بتعمل بنيه، ما انت لما بتعمل محور بتعمل محور تنميه مش بتعمل طريق، انت بتعمل محور وبالتالي المحور ده بيبقى حاجه مختلفه تماما عن طريق عشان تسهل حاجات الناس، وبتغير حتى جزء من الشكل اللي احنا بنشوفه قدامنا ده اللي هو يعني زي ما بقول لحضراتكم عشرات السنين الناس متحمله الظروف الصعبة اللي عاشوا فيها. فالرئيس اللي هو بيشوف القرى النهاردة بشوف عزبة الهجانة كمان،
اللي بيشوف القرى النهارده بشوف الـ 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 المنشآت الاخرى، بشوف شبكه الطرق، بشوف شبكه المواصلات، اللي بيشوف النهارده عزبه الهجانه انا بعمل في كل حته، يعني بنعمل في كل المجالات، مش في مجال واحد، مش في مجال اللي انا بعمل ده بس، لا كل حاجه ماشيه زي كده، كل حاجه فيها شغل زي ده. لكن اللي بيتم كل شويه الاعلان عنه او تحديده او الكشف عنه، ولكن هو النهارده الاهتمام كبير جدا بالناس، الاهتمام كبير جدا بالبشر. الحجر بعمل وببني، ما انا ببني عشان الانسان، عشان البشر. البشر ده الاقي له بيت، الاقي له شقه. هو تكليف الرئيس النهارده سياده الوقت ايهاب الفار انه في تكليف من الرئيس بنص مليون شقه، هاي الهندسه تعملها، بالاضافه لمليون لوزاره الاسكان، عملوا مليون وشويه وبيكملوا كمان مشروعات ضخمه في الاسكان. فانت بتعمل ده وبتعمل ده. عندك كام منطقه النهارده جديده، كام منطقه جديده، مدن، مدينه جديده. فالناس اللي ساكنين هنا لما بيسمع الكلام، طب احنا فين؟ طب انت هو موجود، ده انت رئيس الجمهوريه النهارده عندك، مش لوحده، مع الحكومه، الناس اللي بتنفذ. ويتعمل حاجه لاهالي عزبه الهجانه، على الاقل يقدروا يعني بيشوفوا البلد شايفاهم وبصلهم. هم مش ذنبهم، مش ذنبهم، وانا بمعنى الكلمه انه مش ذنب الناس، ذنب الناس انه جه ما لقاش مكان، لقى المكان ده بس، جاي من الصعيد ولا جاي من بحر ولا جاي من اي حته ما لقاش مكان. فناس قالوا له تعال احنا عندنا اماكن في عزبه الهجانه، راح عزبه الهجانه وبقت عيشه وبقت حياه وبقت زي مشيت ناصر او مشيت ناصر، مش كده؟ طب مشيت ناصر كانت حاجه كده برضو زمان، شوفوا النهارده بقت قد ايه. ما انا بكلمك على مناطق احنا عارفين حكايتها ووصلنا لده ازاي النهارده. بس انت هتفضل سايب الناس زي ما تسابوا؟ لا، انت النهارده رايح هنا اهو على الارض، مش مجرد كلام او شرح، لا ده انا رايح عشان اصب بنفسي. وخلي بال حضراتكم الرئيس جه المنطقه دي بدل المره اتنين، والرئيس مشي، يعني مش بقول كلام، يعني مشي، ما هو جه في نوفمبر اللي فات، واعتقد بعدها مرتين ثلاثه كمان، راح هذه المنطقة أكتر مرة، عشان كده عارف بيتكلم على الشوارع وبيتكلم على المناطق، إنه هو شاف المناطق ديت، مش أول مرة، لا جاء قبل كده، بس قبل كده كان الرئيس بيجي لوحده، المرة دي الحكومة، تعالوا نروح، تعالوا نشوف، تعالوا نشوف الناس عايشين إزاي، تعالوا نبص على الوضع، على الطبيعة، الوضع على الطبيعة بيبقى عشان تاخد قرار يبقى أنت شايف قدامك أهو. ده رئيس الوزراء شاف إنه في حد قال لك واحد مش عارف سايب ايه، معناه انه عايز يكمل، عايز يبني، يعني رغم ان انت بتواجه هذا الامر في ناس لسه عايزه تكمل مباني. طب ازاي يا جماعه عايز اكمل مباني في هذه المنطقه اللي انت تحولت لمنطقه زي ما احنا شايفين كده عشوائيه؟ دوله بتبذل جهد كبير في هذا، مش المنطقه دي بس او المكان ده بس، لا، في المناطق الخطره والمناطق غير الادميه والمناطق العشوائيه اللي زي ديت. كام أسرة النهاردة استفادت من الأماكن الخطرة والغير آمنة والعشوائيات؟ كام أسرة؟ كام مليار؟ 30 40 مليار اتصرفوا لحد النهاردة؟ اتصرفوا لحد النهاردة، وتخلص هذه المناطق تقريبا مارس الجاي، يعني يبقى عندك المفترض حسب الخطة المحددة انه مارس القادم تكون مخلصة. صرفت عليها قد ايه؟ نقلت كام واحد؟ كام بيت؟ كام أسرة؟ كام شقة اتعملت؟ كل ده نتيجة البلد بص على المواطن، مش مجرد انك النهاردة بتقول كلام، لا، هو كلام بتعمله على الارض والمستفيد منه المواطن. وقف هنا اللقطة دي يوسف لو سمحت، وقف هنا، ارجع معلش، ارجع التجمع، ارجع سيادة الرئيس والسادة الوزراء في هذه المنطقة، ارجع لي بعد اذنك لو سمحت، لانه المكان ادي قدام حضرتك، ووريت حضرتك الشارع اللي الرئيس وقف قدامه عشان ايضا شايف الشارع ما بين العمارتين اللي قدامك واللي تحت، تحت 7-8 متر من المكان اللي فوق ده، تحت كده ناس ساكنه، يعني بيوت اسر ساكنه تحت. الرئيس قال لهم طب الاطفال دول يعني حياته يعمل حياته ايه؟ ولما يروح مدرسه هنوفر له ازاي؟ هنعمل له ايه؟ ما احنا عايزين نسهل حياتهم. طب ما هم عدد المدارس اللي موجود هنا قليل، اللي هنا قليل، احنا هنسيب الناس كده؟ الرئيس قال لهم كده، هو احنا هنسيب الناس كده؟ لا، مش هنسيب الناس كده،
يعني ايضا الحرص على المواطنين. سايبينهم كده يا جماعة؟ لا، مش هنسيبهم يا جماعة. طيب هنتحرك ازاي؟ ادي اهالي، عدد كبير من اهالي عزمة الهجانة زي ما حضراتكم شايفين، وكانوا طبعا بيرحبوا بالسيد الرئيس، وانه طبعا الرئيس قعد في حوالي يمكن اكتر من نص ساعة، كانت يمكن اكتر حوالي 40 دقيقة استمر الرئيس النهاردة في الهجانة ومع السادة المسؤولين عشان يقدر يعني يقوموا بحل المشاكل الضخمة اللي موجودة في عزبة الهجانة. وطبعا من خلال التقييم اللي تم النهاردة على الطبيعة، تقييم على الأرض وليس تقييم على ورق، على الأرض، وبالتالي يكون عرض يتعمل بسرعة، عرض وعلى الرئيس دراسة عاجلة إيه اللي يتعمل لهذه المنطقة ولأهالي عزبة الهجانة، اللي أنا بقول لحضراتكم لحد أقل عدد نص مليون، وممكن يصل عدد إلى 600-700 ألف واحد مقيمين في هذه المنطقة. وطبعا تحتاج لجزء كبير جدا من العمل خلال الفترة القادمة. والرئيس النهاردة بيتكلم على المدارس اللي موجودة غير كافية. الوزراء قال للسادة الوزراء إيه؟ قال لهم إيه؟ قال لهم انزلوا وسط الناس، يعني انزل روح للناس، امشي وسط الناس، انزلوا لو سمحتوا، انا عايزكم تنزلوا مع الناس وانزلوا اسمعوا الناس وبصوا على الناس وشوفوا الناس. قال كده النهاردة الرئيس، قال الجملة دي واضحة للسادة الوزراء، عايزكم تنزلوا، عايزكم تروحوا تشوفوا الناس، تتمشوا كده وتبصوا على الناس عشان تعرفوا مشاكلهم. كلام الرئيس كان واضح النهاردة، اللي هو شوف حال المشاكل الحقيقية من خلال انك تمشي وسط الناس او تنزل تبص على الحاجة بعينيك، تنزل بعينيك وتبص بعينيك، بلاش يجيلك تقرير ورقي. تقرير ورقية النهاردة ما بقتش ليها، يعني لا تؤدي الحقيقة، هي جزء بسيط جدا جدا من الحقيقة. يعني لما اي مسؤول ينزل الرئيس النهاردة، حد هيجي يقول له المنطقة دي لا، ليه؟ لانه نزل وشاف وعارف، وبالتالي قادر هنعمل ايه في هذا المكان. عشان كده بتعمل حاجة تعمل بناء على مخطط ودراسة، مش يلا هنعمل هنا ونهد هنا، مش هنهد هنا ومش هنعمل هنا، هنعمل ايه؟ يعني الحاجة بتعملها دراسة اولا، زي ما حضراتكم شايفين كده. ما هو انت كان ممكن تاخد قرار رئاسي وانت قاعد في المكتب، خلاص السادة المسؤولين يجوا، ايه الموضوع في عزبة الهجانة؟ 1 2 3 4 تمام، طيب يلا على بركة الله. الرئيس ما عملش كده، اختار الاصعب. ايه هو الاصعب؟ ان انا انزل، ان انا انزل ومعايا المسؤولين، بدل ما نقعد في المكتب هننزل الشارع، نبقى نروح نشوف، عشان لما نيجي نقعد هنا نبقى شفنا كل حاجة، شفنا الشارع اللي عرضه مترين ثلاثة، شفنا العمارات اللي هي ابراج بقت ايه، شفنا الحاجات اللي ناقصة، شفنا ممكن نعمل المحاور ممكن تعمل ازاي. الناس بتوع التخطيط العمران والهيئه الهندسيه اداري وعمولي، ده هم اللي عندهم هذه الخطط والافكار، ايه اللي ممكن نسهل حياه الناس بسرعه ازاي. محتاجين مدرسه نعمل، محتاجين مستشفى نعمل، محتاجين ايه الخدمات اللي مطلوبه تتعمل هنا تعملها. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم في مجمع خدمات متكامل هيتعمل، ده من الحاجات اللي اتعملت النهاردة، او من الحاجات اللي هيتم في المخطط اللي هيتم تحديده، مجمع للخدمات المتكاملة لخدمة اهالي عزبة الهجانة. تاني بقى اطالب، اتمنى تغيير هذا الاسم تماما، يكون من الماضي، ان احنا بنغير حياة الناس وبنعمل لهم حاجة مختلفة، وبالتالي يبقى مع جديد كمان، زي ما عملنا لغط العنب، وزي ما عملنا لتل العقارب، وزي ما عملنا لأماكن كثيرة، فنعمل لدول كمان، نعمل لهم ودينا بنعمل لهم، وبالتالي نغير الاسم يكون اسم تاني خالص، واهالي عزبة الهجانة ينسوا بقى التاريخ القديم ويبدأوا من اول وجديد مع اسم جديد، مع تطوير بيتم ليهم بشكل كبير جدا. كان اي تطوير زمان ما كانش حد بيدخل في المشكلة، ما هو انت لما بتشوف النهاردة وبيتعمل الحجم التطوير اللي بيتم او المحاور اللي بيتم النهاردة، ما هي عزبة الهجانة موجودة مش موجودة النهاردة ولا من 10 سنين ولا من 20 ولا من 30، موجودة 50 سنة على الأقل، من 50 سنة على الأقل وبتزيد. يعني قلت لحضرتك بدأت الأول بمجموعات بسيطة ثم وصلت النهاردة لمئات الألوف. هتقدر تقول المنطقة دي؟ لا، أنت خلاص
امر واقع هتتعامل معاه، بس ما تسيبوش كده، ما تسيبش الاهالي متبهدلين، لا احنا عايزين نريحهم، حتى لو خلاص ما احنا عايزين نريح الناس، ما احنا بنريح الناس، فنعمل ايه للناس؟ نعمل مخطط جديد ونعمل حاجة جديدة بالنسبة لهم او تساعدهم. خلاص انت مش هتدخل جوه الشوارع ولا هتعمل ده ولا هتعمل ده، هتوفر لهم حياة تانية او يعني على الاقل تقدر تسهل مشاكلهم اللي هم بيشتكوا منها، يقدروا النهاردة مع الشغل اللي هتعمله الدولة خلال الفترة القادمة مع بدء التنفيذ هيقدروا يعرفوا ايه اللي بيتغير، وهم شايفين حواليهم بيتغير ازاي، هم نفسهم عارفين ايه اللي بيتم حواليهم، يعني عارفين البلد انها عاملة هذا المخطط، شافوا جنبهم الطريق السويس اقربها طريق السويس اتعمل ازاي، الشوارع اللي داخله ناحيه عزبه الهجانه، طيب ناحيه خلف النادي الاهلي عماره التوفيقيه اللي هناك والمنطقه اللي هناك دي كلها، كل ده ما كل ده بيتم فيه تطوير، جزء من هذه المنطقه بيتم النهارده، فهم شايفين انه في شغل بيحصل، فالشغل ده بيصلهم هم كمان، بيبقوش هم داخل هذا المربع، هيبقى شمال ويمينه وكل اتجاهات حواليه فيها شغل تخطيط، فيها شغل تنمية بتتعمل، سواء كباري سواء توسعات سواء انشاءات، وهو قاعد زي ما هو، ما انا لازم كمان هيبص هيبقى متضايق مني، هيبقى زعلان، والولاد اللي هم يشوفوا على الاقل البلد بصت لهم، يعني حان الوقت النهاردة ان انت بتبص لكل الناس في كل مكان، ما بتسيبش حتة، بتروح تتكلم مع الناس، بتشوف الناس، بتغير حياتهم. الرئيس بيشاور على الشارع، كان بيشاور على السور، السور الناس قالك كسروه عشان عايزين يعيشوا، عايزين حياتهم، ما هو ما عندوش طريق، ما عندوش حاجة، هو كان في سور هنا الناس كسرته عشان تعمل ايه، ما لو كانت عمل لهم حاجة ما كانوش عملوا وكسروا السور اللي معمول، طب هو عايز يمشي، عايز يعدي من حتة لحتة، عايز يلاقي مكان يعدي منه، ولكن هي جولة مهمة. ادي واحد من الشوارع، ادي واحد من الشوارع في النهاردة المنطقة، منطقة عزبة الهجانة، ادي الحاجات اللي هي سيادة الرئيس كان بيتكلم عليها، بصوا الناس ساكنة فين وقاعدة فين ومستوى الخدمات هناك، هل عندهم خدمات كافية ولا لا؟ اكيد لا طبعا، كان عندهم مشاكل ضخمة طول السنين الماضية في الخدمات، ولكن وصل لهم كهرباء وعندهم مية، وصل لهم يمكن جزء من الصرف كمان معمول عندهم، وحاجات كتيرة كان بتتعمل، ان انت كنت عايز فترة من فترات كده زي ما بقول لحضراتكم بيبقى تقريبا وقت الانتخابات، وقت الانتخابات الناس تلاقي يعني يهتموا بالاماكن اللي زي كده، لان هي تاني كتله كبيره جدا، كتله ناس كبيره ومعظمهم يعني من محافظاتنا، يعني معظمهم من محافظاتنا كلهم، يعني محافظاتنا مش حد يعني، فجايين زي ما حضرتك شايف كده بالمنظر اللي قدامنا، اليوم حان العمل بشكل واضح لتحسين حياه اهالي عزبه الهجانه ب هذا النزول الرئاسي مع الحكومة، السيد الرئيس مع الحكومة، مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع كبار المسؤولين، عشان تعالوا نعمل ايه بقى لأهالي عزبة الهجانة، مش هنسيبهم كده يا جماعة، يلا عايزين نتحرك وعايزين كمان نشوف حال الناس. سيادة الرئيس طبعا والأهالي وهم موجودين زي ما حكوا شايفين كده، أهالي عزبة الهجانة وهم بيرحبوا بيه السيد الرئيس في طبعا هذه اللقطة، وأطفال كل جزء كبير جدا من أهالي عزبة الهجانة في استقبال الرئيس وترحيب الرئيس وهو يقوم بهذه الجولة اليوم إلى عزبة الهجانة للتيسير عليهم وتسهيل حياة أهالي عزبة الهجانة. أنا عايز أسمع لحضراتكم مرة تانية الرئيس عمل ايه النهاردة في عزبة الهجانة، لان انا بس عايز مرة تانية الرسائل المهمة قوي اللي تنطلق من هذه الزيارة المهمة، زيارة الرئيس الى عزبة الهجانة، وطبعا توجيهاته، وزي ما بقول كده ان احنا عايزين الناس هنعمل ايه لأهالي الهجانة، مش هنسيبهم، لا يلا نبدأ نعمل مخطط سريع عشان على الأقل
يعني نسهل حياتهم، نشوف مطالب الناس وهنقدر نغير حاجات. المنطقة دي كلها بتتغير بالكامل النهاردة، بيتعمل فيها شغل كبير جدا. الهدف طبعا الناس، انت بتبحث الآن عن المواطن عايز ايه، ايه اللي ناقص الناس، ايه اللي ناقصهم، هم بيشتكوا من ايه، عايزين ايه. اتنسوا اتنسوا، خلينا نتكلم بصراحة، اتنسوا 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 سنوات اتنسوا سنوات. تفتكرهم في بعض الأوقات؟ البعض بيفتكرهم بعض الأوقات. النهاردة لا، النهاردة انت موجود عشان تعالج هذه المشكلة، تحل هذه المشكلة. مش رايحين، لا رايحين بنحل، حل مشكلة أهالي العشوائي الموجودين في هذه المنطقة. عايزين نوسع شوارع زي ما سيادة الرئيس قال، نوسعوا شوارع عشان نوفر مزيد من الخدمات للأهالي. عايزين احنا عايزين نوفر متطلبات الناس حسب الامكانيات، امكانيات واللي موجوده امكانياتهم. وطبعا الدوله وقال لك ان احنا طبعا 200 الف شقه محتاجه فلوس كتير جدا، نشتغل يعني على ان احنا يعني نقدر نشوف. والرئيس قال تصريح مهم جدا من التصريحات المهمه، انه 50% من مساحه مصر زي كده، 50% زي كده، انت بتتكلم على نص سكانك، سكان مصر عايشين في اماكن او مساحات بالظبط زي المنطقة اللي قدام حضرتك كده، اللي هي مناطق بتدفع النهاردة مليارات، مئات المليارات عشان تحسن جودة وجودة السكن، او بتحسن جودة الخدمات، مش اقول سكن، الخدمات، تعمل خدمات للناس. محتاج حاجات كتيرة، ويتعمل تقسيم في المنطقة دي ازاي. اتنقل قبل كده كان الف اسرة تقريبا، في الف تانية، ويتعمل لهم حاجات بديلة في اماكن بديلة في تقريبا مدينة السلام. فيها يتم يعني عمل مجموعة من المحاور الطولية والعرضية في هذه المنطقة، من بعد تقريبا مدرسة، في مدرسة هناك، مدرسة منارة تقريبا، لحد ناحية شارع الطاقة والثانوية الجوية. الثانوية الجوية في ظهر عزبة الهجانة، في ظهر عزبة الهجانة، أمام قدام النادي الأهلي، يعني ظهرها عزبة الهجانة اللي هي قدام حضراتكم في هذه المنطقة. تحت إنه تعمل المحاور ديت وتدخل على الحلول العاجلة اللي الدولة النهاردة بتشتغل عليها. من طبعا العزبة جاي من ناحية اسم ثالث مدينة نصر ومنطقة الزهور، مساكن الزهراء، مساكن الزهراء الناحية الثانية، ممكن بعد شوية ممكن نبقى نشوفها، إلى هذه العزبة، عزبة الهجانة. شوفوا المناطق اللي هي محيطة بهذه العزبة، عدد كبير جدا من المحاور اللي النهاردة يتم العمل عليه. آدي البناء العشوائي، آدي السكن العشوائي، آدي غير أماكن غير مخططة. وزي ما وريت لحضرتك، بص المساكن من فوق شكلها ازاي. طبعا كل واحد بيقدر يعمل زي ما حضرتك شايف كده اهو. طبعا هناك ناس تاخد أرض وابني، يلا ابني، خد أرض وابني، ابني من غير أي تخطيط، من غير أي إجراء، من غير أي تأمين. يعني في لقطة قبل دي يا يوسف لو سمحت، قبل اللقطة دي، اللقطة اللي فاتت كان في شارع كده، مش شارع ده بالظبط، يا دوب يعني يا دوب حاجه كده، معرفش اتعملت ازاي دي. لا قبل ديت، قبل اللقطه دي، قبل اللقطه دي لو رجعتها هشوفها، لو رجعتها ممكن ابقى ابص عليها وانت بتمشي كده الفيديو. حاول تمشي واحنا بنتكلم، مشي كده شويه. ادي شايفين من فوق، بصوا المكان، بصوا السكن، سكن الناس ده، سكن للناس، مساكن ليهم، الناس كلها يعني. بصوا العمارة اللي في نص الشارع ده، شارع بالمناسبة، ده شارع، بص ده باني فين، واخد نص الشارع، ما هو ما ده شارع المفروض، ده شارع المفروض، ده شارع، فجي قرر انه ياخد نص الشارع ويبني جزء من عمارته اهو. فخلى بدل ما الشارع كان مثلا عرضه 5 متر يمكن بقى 3 متر تقريبا مثلا يعني، واخد جزء من الشارع بنى فيه، بنى اهو. انا مش بوريك، اي بوريك اهو، اهو ادي العمارة اللي هي الصغيرة دي اللي جنبها 3 ادوار عاليين اهو، وهي خد جزء من الشارع. كمل طول ما انت ماشي كده هتلاقي فين الناحيه الثانيه دي، في شارع جانبي،
فين الشارع الجانبي؟ فين؟ في شارع جانبي. بص على الشارع الجانبي، بص على اي حاجه. وريتك اللقطه دي قبل كده. هو ده ناس قدام بعض. بص هنا الشارع يقف هنا. العربيه دي دخلت ازاي اصلا؟ ارجع كده العربيه، ارجع ارجع يا يوسف لو سمحت، ارجع. العربيه دي دخلت ازاي؟ الشارع ده يدخل عربيه؟ طيب دخل بالعربيه، بقى في حد يعدي تاني جنبه؟ يعني هو دخل ركن خلاص، الحمد لله انه ركن، الحمد لله انه عرف يدخل اصلا. حد تاني ممكن يعدي الا موتوسيكل؟ حتى التوك توك ما عرفش يعدي، التوك توك ما اعتقدش انه ممكن يعدي كمان. يعني هنا لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل اي حاجه في الشارع ده، ما العمل؟ حط نفسك مكان الناس بتوع الميه، بتوع يا سيدي في ماسوره ضربه هناك عايز اروح اصلحها، هعمل ايه؟ حريقه حصلت لا قدر الله، هتعمل ايه؟ حد عايز عربيه اسعاف انقاذ للناس، عربيه الاسعاف تدخل هنا؟ تدخل في المكان ده عشان واحد توديه مستشفى؟ ادي الوضع. وطبعا كل واحد ابني بلكونات زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز، وزود ووسع ومفيش فيش اي حاجه. ورينا يوسف، كمل كمل كمل. ده النهارده اهو زي ما احنا بنشوف، ده جزء من حال اللي في مصر. اقف هنا يوسف لو سمحت، اقف هنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم البلد حاجات كتيره زي كده، يعني استلم مصر. ده ما اتعملش في عهد الرئيس، يعني ده مش الرئيس جاي اتبنى وهو موجود، ما اتعملش ده في عهد الرئيس. فالرئيس استلم ده، استلم زي ده كتير 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 كتير، من اول اسكندريه لحد اسوان. ما في محافظه ما فيها مناطق زي كده، والقاهره طبعا، محافظات القاهره والجيزه والقليوبيه من اكتر ثلاث محافظات اللي فيهم مناطق زي كده، واسكندريه. دول يمكن اربع خمس محافظات اللي فيهم اكثر محافظات عشوائيه زي ده اللي قدامك. استلمهم الراجل بالطريقه دي، يعني مش جاي يصلح اللي استلمه، هو جه لقى ده، لقى المنظر ده موجود، جه لقى الناس عايشه كده، لقى الناس محدش سائل. ده ما اتعملش في 2014 ولا 15 ولا 20، ده معمول 20 و30 سنه و40 سنه و50 سنه، يعني ده نتاج سنوات طويله. كان اي حد وتاني واسهل شيء، ما الناس عايشه وساكنه وخلاص واشتروا مثلا يعني، لكن لا، في ناس هنا يعني ما ينفعش ان احنا نسيب الناس كده، ما ينفعش نسيب الناس كده، لا لازم نشوفهم. لما احنا السلام، ما احنا بنصلح، ما هي الدوله النهارده بتصلح، بتصلح. وده ايه؟ ده التصليح واعاده تاهيل مره اخرى، إعادة تأهيل الناس. حتى المواطن اللي كان بيتنقل من مناطق عشوائية وبيروح مكان آخر في الأسمرات، شوفوا حياته اتغيرت إزاي. من الدويقة، لما كانوا في الدويقة، الدويقة ما كانش لا فيه بيت ولا سقف ولا حاجة زي كده أصلا، حاجة كده على الأرض، جبال وحاجات صعبة. اتنقلوا من الدويقة، ما كانش عندهم عمرهم شقة يقفل على نفسه بمفتاح، ما عندوش، ما عندوش ميه، ما يعرفش حاجه اسمها كده، بينزلوا يطلعوا فوق يشتروا ميه وينزلوا بالميه. ما احنا صورنا الحاجات دي واتكلمنا عليها قبل كده، لكن بقول لك النهارده ده جزء من الحاجات ايضا اللي استلمها وغيرها، واتغيرت، يعني اتغيرت لي للناس، لانه في الاخر الدنيا يعني لازم تشوف الناس بتعمل ايه، واقدر اوصل للناس بجد مش كلام، بالافعال على الارض. كل البلد النهارده موجوده هنا عشان خدمه الناس دي، عشان الناس دي يتبص لها. ادي شارع من الشوارع، بحاول ابص على الشوارع كلها، بصوا مش شوارع، ده مش شوارع. بحاول انا الكاميرا يعني اللي صور ده كمان ركز جامد جدا في التصوير، انه بيوضح لك بعض الاماكن اللي انت لازم تبص. بص هنا
سيبك من اللي قدامنا على الشمال ده يمكن واسع شويه، بص على الـ 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 الشارع اللي بين يوسف، حاول تجيلي بالفيديو ده شويه شمال كده، شمال هات لي اللي في النص ده، هات لي الشارع اللي في النص ده. ايوه ارجع ادخل كمان شويه، ادخل شويه شويه شويه، امشي شويه بعد اذنك، حرك شويه، حرك 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 حرك، تاني 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 تاني، معلش تاني، ايوه تاني. هو ده شارع يعني؟ ده اللي في وشنا دلوقتي ده شارع؟ بحاول والله ابص عليه، انا بحاول ابص، ده شارع؟ المفروض انه شارع مش كده ولا ايه؟ مش المفروض ولا ده مش شارع؟ صح؟ صح حضراتكم؟ ده المفروض شارع صحيح، وادي فوق اهو رئيس الوزراء لما كان بي بي بيشاور وبيقول له سياده الرئيس ده في ناس اهو عاملين عمدان فوق، ادي العمدان الناس عايزه تكمل تبني كمان، بسم الله ما شاء الله. دي ايه الجمال ده؟ يعني كل حاجه واقفه، مفيش حد اسمه كذا وقرارات واجراءات وناس مصممه. يعني انت في مشكله وعامل مشكله واحنا جينا عشان نطور وعشان نعمل، وانت كمان لسه عايز تكمل كمان مباني؟ يعني لسه ناقص لك كام دور ناقصين؟ وريني يا يوسف كده اهو اللي قدامك ده، حضرتك ناقص كام دور؟ عايز توصل لفين يعني؟ عايز توصل لبرج العاصمه الايقوني؟ عايز تبقى زي برج الايقوني 80 دور ولا ايه بالظبط؟ يعني شوف الناس بنت مخالف وكل شيء، بص حتى الشبابيك يعني مع اقول لك ايه يعني، بحاول اتكلم بهدوء والله، بس مين ده اللي عنده الشجاعه دي انه بني مخالف وعايز يكمل تاني مخالف؟ اهو زي ما حضرتك شايف كده الفيديو لا ما بيكذبش، الصورة لا تكذب ابدا، موريالك المشهد اللي قدامك ده اللي بيقول الله ده ناس بنوا وعملوا وسكنوا ناس وكمان لسه بكمل تاني عشان استفيد اكتر، ابيع الشقة مش عارف بنص مليون او بتلتمية الف جنيه. وهل ده شارع؟ هل ده يطلق عليه الشارع اللي بين الاثنين دول؟ مساحته كام ده؟ متر ونص؟ مترين؟ موجود في اي حتة في العالم؟ ده مش موجود في شطور، والله ما موجود في بلدي، في قريتنا والله ما عندنا كده، عندنا شوارع، انا بكلمك انا بحلف لك بالله ما عندناش كده في البلد. معقولة اللي قدامنا ده؟ خد بقى من ده زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. الله، ما هو اللي بنى هنا مخالف، ما هو اللي بنى بتاع عمارة فيصل ديت اللي على الدائري في كرداسة، ما هي نفس الحكاية، نفس المشهد. اللي بنى هنا مخالف، بنى هنا مخالف. هنا عمل 13 14 دور وهنا عمل 14 و15 و16 دور، هنا برضه. أدي بص الشارع ده، أدي الشارع المفروض. أهو. يا خبر أبيض. ده لسه الناس كمان عايزة تبني. ده لسه. يعني ناس عايزين يبنوا يكملوا. يا خبر ابيض، ده كل واحد بص العمارات، كل العمارات تقريبا عايزه تبني اهو، بص العماره دي كل العمارات فيها ال اهو كله اللي هي العمدان. طب ده عامل اساس ازاي؟ فنيا ازاي؟ كله بصوا حضراتكم العمدان، شايف اللقطة دي؟ شايفين اللقطة دي حضراتكم؟ بص اللي قدامك واللي وراك والناحية التانية، كل المنطقة دي كله عمدان اهو، عمدان. أنا بحاول نبص مع بعض على الصورة. الصورة بتوري لك قد إيه كمان الناس رغم الإجراءات والقوانين ورغم مستمرة. كله عمدان، ما هو العمود ده عامله إيه؟ مش عامله منظر، عامله عشان هيعمل سقف بعد كده. يلا اطلع بالعمدان يلا وظبط بعد كده السقف، كل سنه وانت طيب، اعمل بقى شقه تانيه اضافيه ولا دور تاني ولا دورين ولا زي ما انت عايز. زي ما احنا شايفين الصوره قدامنا كله اعمده اهو، واللي ورا هناك واللي ورا هناك على اليمين وفوق هناك، فوق هناك شمال وشمال هناك، كل اهو والشمال والشمال كله زي ما حضرتك شايف كده. هناك تاني كله يعني مجهز نفسه. ما شاء الله. بص كمان المشهد ده، عمل عمدان وبنى وخلق. بص على اللقطه دي،
وتيجي تقولوا البلد أخبارها إيه؟ البلد أخبارها ده؟ ما هذا جزء، خلي بالك، مليارات البلد بتدفعها هنا أو تدفعها هنا عشان تقدر تريح الناس. طب ما أنتوا يا جماعة لازم تخلوا بالكم أنتوا كمان. يعني أنت النهاردة الجزء اللي فوق ده عارفين بناه ليه؟ الجزء اللي فوق، ما أنت شايف الأعمدة اللي تحت. طيب في أعمدة، راح عامل الجزء اللي فوق ده جزء لوحده، وادي الطبق اهو، طبق اتفرج على قنوات، لازم يتفرج ليه؟ سك الناس، عشان حضرتك لما تيجي تزيل الحق يا بيه، الحق يا بيه، طردوا الناس والناس ساكنه ومشوهم. ما هي ده، هو ده، ما هو في ناس بتخترع، يعني واحد بيخترع فكره، هي فكره بس فكره يعني مش يعني خارج عن القانون، ان انت عملت، بص الاعمدة ادي دور اتنين، اعمدة ما بناش فيهم حاجة، عمل اعمدة فقط عشان يعمل الدور الاخير، الدور الاخير ده يعمل فيه الاوضة اللي قدامك دي ولا الشقة اللي قدامك ديت، وسكن فيها الناس بحيث محدش يقدر يجي يزيل ده، لما زيل اروح نازل بقى في الشارع والحقوني، ده انا البيت وجوم مشوني منه، بيتك ومشوك منه، ده بيتك ده، عن ده بتسميه بيتك؟ التحايل، التحايل على البلد وعلى القانون. والله ما اعرف الناس دول مين ويتعامل معاهم ايه واخبارهم ايه، ما عرفتش يعني، لكن بتساءل يعني، بوريكم بس مشهد كده او لقطه واحنا ماشيين كده بنبص على الحاجات عشان نعرف حجم المشاكل الضخمه اللي عندنا في البلد اللي في مصر. بص هنا ادي اعمده كلها، كل ده اعمده، كله جاهز شغال. الله يكون في عون البلد، والله الله يكون في عون البلد عشان تغير من الحاجات دي. انت هنا مش بتزيل، مش رايح تزيل كل ده خالص 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 خالص. الرئيس قال لك احنا جايين عشان نحل مشاكل الناس، مش جايين عشان نمشي حد ولا نزيل، مش جايين عشان ده، مش جايين عشان نحل مشاكلكم ونساعدكم ونسهل حياة الاطفال دول، الاولاد دول حتى لما يكبروا انه بلدهم اهتمت بيهم، انه شافوا حد اهتم بيهم، حد راح لهم وحد اهتم بيهم، وحد بدل ما كله ده طوب احمر، بصوا طوب احمر، حتى اللي بنى مش هين عليه يبيض حتى وش واحد مش اتنين، وش واحد يا سيدي، يعني خلي حتى منظرها يبقى منظرها كويس، ده ما فيش واحد هين عليه يعمل وجهة مش خلف، انا بقول لك الوجهة حتى اعملها يا سيدي. بص اوقف هنا يا يوسف، بصوا المشهد ده، طب ده يرضي ربنا؟ لا ده بجد يرضي ربنا؟ يرضي حد، اي حد يعني بيحب بلده يعني او بيحب يعني يرضيه ده؟ يرضيه المشهد اللي قدامك ده؟ بص منظر العمارات، هل ده موجود في اي بلد في العالم؟ عمرنا ما نشوف ده يا جماعه، ما احنا بنروح الدنيا كلها، رحنا يمكن نص دول العالم، عمرنا ما شفنا ده في اي بلد، المشهد اللي قدامك ده. الحساب اللي هو انت، طب انت بنيت، طب يا سيدي ما تبيض بيتك، يبقى بيض الوجه، وما اقولكش بيض البيت كله، بيض الوجه خلاص، يبقى على الاقل في بيت متبيض وشكله كويس، لما كله طوب احمر، كله بقى بالمنظر ده طوب احمر. شوف الفرق بين اللي هنا وبين اللي هناك في اخر الفيديو، هناك الناحيه الثانيه، هناك الحاجات اللي باينه في اخر الفيديو هناك، والناحيه الثانيه اللي هناك ديت ناحيه الحي الثامن هناك كده يمين. كمل يوسف لو سمحت. ايه ده ايه الحالة اللي فيها دي؟ الواحد صعبان عليه الناس، والله صعبان عليه الناس، ومتعاطف مع الناس جدا، اهالينا اللي ساكنين هناك كلهم متعاطف معهم انهم اتحملوا كل هذه السنوات. شوف الاسطح، بص تحتك الشارع، اقف هنا يوسف لو سمحت، بص الشارع ده من فوق اللي قدامنا ده على طول اهو، بص ده، بص من فوق قد ايه،
عايزك تتخيل بس لو حضرتك ساكن في مكان زي كده، تخيل سكنك، ما اعمل نفسك ان انت سكنت هنا، ان انت ما انك موجود هنا، يعني ايه العيشة؟ ياه. يلا اللي بعده كمل. تعالوا نتابع مرة تانية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الهجانة، عزبة الهجانة لأول مرة. رئيس يروح عزبة الهجانة لأول مرة، رئيس رايح عشان الحال اللي هو ده، احنا عايزين نوصل خدمات أفضل، عايزين نعمل محاور أفضل، عايزين نسهل حياة الناس أفضل، عايزين الولاد الأطفال الصغيرين دول لما يكبروا لقوا عندهم حاجة اتعملت لهم أحسن، يعني تغيير حياة بقدر الإمكان، لأن هي مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. أنت مش رايح عشان أهد ده عشان أبنيه، لا مش هتعمل كده خالص، أنت رايح بالوضع الحالي اللي عليه نغير حياة الناس إزاي. مرة تانية الرئيس في عزبة الهجان النهاردة، لأنه هي رسالة مهمة جدا للي عايز يعرف أهمية هذه الرسالة، ووجود الرئيس مع رئيس الوزراء مع 11 من السادة الوزراء مع الهيئة الهندسية مع كل الكبار المسؤولين اللي هم تعالوا نشوف على بعنينا ونمشي برجلينا ونبص على الطبيعة، نشوف الدنيا أخبارها إيه على الطبيعة. طبعا حكاية رهيبة جدا على الطبيعة، نشوف مرة تانية. اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء الحكومة من السادة الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجها سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها. خلي بالكم ان كان هنا في سور اللي هو سور اهو ده. ايوه بالظبط، السور ده اول ما اتعمل الطريق ده هم كسروه ليه؟ لانه عايزين يعيشوا، عايشين بالظبط، هم عايزين يعيشوا هنا، في فرصه ليهم كده. كل الشوارع اللي احنا جايين عليها دلوقتي هذا يمكن ده اكتر شارع أعرض شارع فيهم ما يدخلش عربيه اسعاف كبيره، عربيه مطار في قدر ما كده، وزي ما انتم شايفين حياه الناس ازاي. سيبهم كده، انا بسال سؤال. احنا رفعناه من ساحي، وان شاء الله من يوم السبت الجاي نازلين فيه تطوير كامل تقريبا يا فندم، هو من 15 ل 20 متر، هناخده على العرض بتاعه عشان ما نهدش بيوت، وهنطوره، واحنا نسقنا مع المحافظه الصرف الصحي والمرافق بتاعته بالكامل والكهرباء، بحيث ان احنا نعيد الوضع اللي ما كان عليه، وهنرفع الطريق شويه لان الطريق واطي وغرقان ميه باستمرار. ان شاء الله فنن في خلال شهر، يعني ربنا يسهل نكون. انتوا بتتكلموا كده على طريق واحد؟ على طريق واحد ده مرحله. انا بتكلم لو انتم عايزين تفتحوا مجرد يعني مجموعه طرق مناسبه يعني للناس، يعني مش هنشيل، لكن هنفتح نفتح محاول نستعدف المساحه زي ما سيادتك امرت للمنطقه بالكامل، ونعمل لها مخطط ونعرض على سيادتك، ونراجعه مع وزاره الاسكان ونعرض على سيادتك. لكن احنا ما عندناش حصر بعدد الوحدات السكنيه قد ايه، ما عندناش، لا بنحصر على عندناش. على كل حال انا بطرح ده علينا كدوله، وكمان للراي العام بقول له ده الحال، لو ما انتبهناش لنفسنا ونظمنا نفسنا، والحكومة سبقت الناس في الطلب
يعني تلبي طلبهم في الإسكان، صدقوني الدولة كلها هتبقى كده. احنا بنتكلم في 50% من مساحة الدولة كده. بالظبط. يعني حد صور الخصوص يا دكتور مصطفى؟ بالظبط يا فندم. مش كده؟ نفس كده العملية. حد صور الخصوص؟ نفس المنظر ده تقريبا يا فندم. طيب الناس عايشة ازاي؟ يعني الناس هتبقى عايشة، طب الناس اللي هتطلع من هنا كأطفال صغيرين هيطلعوا من ازاي؟ هيروحوا مدارس فين ويتعلموا سلوكهم ويلعبوا؟ لا ده تكلفة التعليم هنا عندهم أكتر من أي حتة تانية، لأن هو ما عندوش هيمشي بابنه ده أو بنته مسافة كبيرة جدا لأقرب ما فيش مدارس جوه كتير تحل المسألة. ما حدش عمل عشان يعني موضوع مش مترتب. ولو الدولة ما انتبهتش، ودي الرسالة اللي أنا جيت هنا وجينا كلنا هنا عشان نوصل للناس الحكاية، الكلام في التلفزيون مش كفاية، إنما نيجي نبص نشوف الناس عايشة زي، ونزلوا امشي وسط الناس شوف عايز تحت، امشي كده تحت، هو مش بني آدمين؟ فننزل نشوف الناس دي عايشة ازاي، وتاكل ايه وبتشرب ايه وبتتعالج ازاي. ولا يا دكتور مصطفى؟ طبعا يا فندم. احنا يعني النهاردة يعني زي ما حضرتك دايما كنا بنتكلم وعهدنا مع حضرتك دايما الصراحة، المناطق دي يعني تركت يعني عشرات السنين، الدولة كانت في فترات معينة ما نقدرش نتكلم ولا نلوم، ظروفها ما كانتش قادرة انها تلبي طلب الناس، فكان البديل اللي ظهر ان الناس بنت بنفسها، وللأسف بنت اماكن النهاردة يعني غير لائقة، يعني ده الحاجة الوحيدة للوصف اللي ممكن نتكلم فيه. والنهاردة علشان نطور الكلام ده، مجرد اي تطوير هيكلفنا عشرات اضعاف اللي كنا لو كنا بنينا المناطق زي دي من البداية وعملناها بطريقة مخططة. النهاردة مجرد عشان ادخل، مجرد زي ما حضرتك كنت بتقول افتح شارع، لمجرد اعمل شارع وشارع صغير هضطر اشيل صف كامل من البيوت مثلا لو انا خدت قرار زي ده. طب صف البيوت ده بيبقى الاف من الوحدات بالاسر اللي موجودة فيها، يبقى لازم ابني لهم الاول سكن بديل عشان مجرد افتح شارع يخدم بقية سكان المنطقة. فتكلفة باهظة جدا الدولة النهاردة بتتحملها، يعني بكل امكانياتنا اللي بنحاول نقدر نعملها تبقى لتوجيهات حضرتك، لكن الموضوع طبعا صعب جدا لان دي حياة ناس ومعيشة ناس وظروفهم مش مناطق فاضية بنتحرك فيها، وتمن هندفعه لو الظاهرة دي ما تتوقفش هنفضل في هذا النزيف الى الابد. فعشان كده كان توجيه حضرتك احنا اللي نبادر، احنا اللي ننشئ وحدات، واحنا اللي نحاول نسبق الناس، لكن برضو في نفس الوقت لازم الكلام ده يقف. يعني ما ينفعش يبقى في حاجة زي كده ولسه عمارة هي كانت بتطلع، ادي اشاير اعمدة، معنى كده ان كان المالك بتاع هذا العقار عايز يطلع لسه ادوار تانية. طب لازم كلنا كمواطنين مع الدولة نبقى فاهمين حجم العبء الكبير جدا اللي واقع علينا فندم في هذا الموضوع. هو احنا مش هنقدر غير ان احنا اقصى حاجة ممكن نعملها لهم اذا كنت متصور ان احنا نفتح مجموعة شوارع توسع على الناس وتخلينا نقدر نوصل لهم جوه خدمات طبعا. اكتر كده يعني. فانتوا لو انتوا جيتوا النهاردة جيت قلت لي الكتلة المبنية دي هنعمل فيها مجموعة الشوارع دي في اقل الاماكن ارتفاعا، تمام بالظبط يا فندم، وطبعا هنكون جهزنا لهم بديل الناس تقعد فيه ومفيش حل تاني يعني. لكن اذا كان العدد حتى 200,000 شقه، طب ده ضخم جدا. انا حبيت يعني ان احنا نعيش مع الناس حجم المشكله، عشان احنا دايما بنتكلم عليها وبنقول فيها عشوائيات والناس ايه يعني مش عارفه ان اللي احنا بنتكلم فيه هو ازاي اولا نوقف ده ثم نعالجه. نوقف الاول يبقى احنا لازم احنا كحكومه نوفر طلب الناس، مش بس طلب الناس بقدراتهم الاقتصاديه. يعني هنا ايجار 800,000 بالظبط يا فندم، هنا ايجار من 800,000. طيب انت عايز توفر حاجه يبقى ده القسط بتاعها، مش كده؟ ايوه تمام. ولا ايهاب؟ ايوه تمام يا فندم. مش انتم متعايشين مع الناس اكتر؟ ايوه فندم. واحنا يعني هنا في العزبة بالذات احنا شغالين بقى لنا شهرين معاهم في الخط بتاع السلك المسار الجديد والخط لساته كمال كبير،
ان شاء الله فنم طبق التوجيهات سيادتك هنبدا نشتغل فورا في التخطيط، وزي ما سيادتك قلت هناخد الطرق اللي هي اقل خسائر في اعداد الوحدات بحيث ان احنا نلافي الموضوع. وبعدين سيادتك مصدق على 500,000 وحده سكنيه في عواصم المدن دي، اكيد ان شاء الله في القاهره عدد كبير منها، واحنا نسقنا مع الدكتور مصطفى وخدنا الاراضي وبالفعل بدانا نشتغل فيها. دي هتسد العجز اللي موجود عندنا في الشقق، بالرغم ان احنا عندنا شقق والمحافظه معاها في الاسمرات وفي المحروسه 1 و2 والاسمرات 1 و2، وبنعمل كمان يا فندم اهالينا نعمل اهالينا 3، يعني الخطه شغاله والاعداد الوحدات بتتزايد يوم عن الثاني يا فندم. ان شاء الله يعني بعد ما نخطط الكلام ده ويتعرض على سيادتك هنشوف الوحدات اللي موجوده عندنا تكفي قد ايه، ونبدا مراحل ونبدا نشتغل في تعويض الاهالي للشقق. يمكن محافظ القاهره فندم مع السيدة وزيرة التضامن بيسلموا الشقق المسار اللي احنا شغالين مفروش، ان شاء الله قدامها اسبوعين ان شاء الله تكمل فرش، بحيث ان اللي هيتنقل يتنقل بفرش جديد ما ياخدش الفرش القديم بتاعه. ان شاء الله في خلال الاسبوعين الجايين دول الشقق دي هتستكمل فرش، وهنكمل باقي اعمال الازالات للشقق اللي هي للألف مش كده؟ للألف الثاني ان شاء الله، انما ال 1400 الاولانيين احنا سكنناهم بالفعل. انا عايز اقول لحضرتك يعني حضرتك دلوقتي وجهت برنامج جديد، ده اللي حضرتك بنبداه. احنا في الاول كنا شغالين على المناطق الغير امنه اللي كانت فعلا في خطوره شديده على حياه وارواح المواطنين، حضرتك وجهت وخلصناها. دلوقتي احنا داخلين على مرحله جديده وبرنامج جديد ان ندخل على المناطق الغير مخططه عشان نخلي نحاول نرفع بس من جودة الحياة للمواطنين بصورة نسبية. فطبعا ده تكلفة تانية هتبقى أضعاف أضعاف الجزء الخاص بالغير آمن، لأن فعلا زي ما حضرتك مثال زي ده لمجرد أن أنا أفتح بس بعض الشوارع بنتكلم لوحدها ممكن تبقى مليارات فقط عشان أعمل بس 3-4 شوارع في كل منطقة يعني. فطبعا ده برنامج كبير جدا سيادتك، لأن برضو توجيهات دايما حضرتك مش عايزين نسيب الناس برضو في الظروف اللي هم فيها دي. دكتورة هلا رأيك ايه؟ طبعا يا فندم يعني لابد ان احنا نحسن جودة الحياة بالنسبة للناس، ما ينفعش يفضلوا بهذا الشكل يعني، فلازم يبقى في سكن بديل. طب انتوا يا دكتور مصطفى انتوا لازم تحطوا في الموازنة احتياطي مناسب. حاضر احتياطي مناسب يا دكتورة. حاضر لصالح المشروع يعني عشان مش كده ولا ايه؟ طبعا يا فندم طبعا يا فندم. تكلفة المشروع ده يا فندم 500,000 بنتكلم على الأقل في مع الخدمات 250 مليار جنيه. انا بس عايز اخلي الحياه مناسبه مناسبه بالظبط يا فندم، شوارع نمشي فيها ما امكن، نوعيه الحياه. انت لو مشيت جنب السور ده هتجد نفسك على ارتفاع حوالي 8-9 متر من الناس تحت، اللي هو الشارع اللي تحت شارع. مش ممكن. ثم الشوارع عرضه ايه؟ مترين ثلاثة فريق. يعني هو الشارع اللي احنا اللي وقفنا قدام منه كان اكتر حاجه 4 متر او 5 متر اكتر حاجه، والباقي كده. فانا عشان اشيل اعمل افتح محور واثنين او ثلاثه، احنا عايزين نفرق ما بين ان احنا نوفر طلب وان احنا نحل مساله. احنا بنحل مساله مش كده؟ صحيح كده. هنوفر كل الامكانيات المتاحه يا فندم المحور ده ان شاء الله. المهم ان احنا بس نيجي نبص نشوف نفسنا. زي ما احنا شفنا للمرة الثانية واحنا كنا مركزين شوية مع المساكن وعلى الناس بتبني قد ايه وبنت قد ايه، وطبعا واضح انه الحكاية دي مش هتخلص. ليه مش هتخلص؟ عشان عدد السكان، عشان الخلفة كتير. بسم الله ما شاء الله. ما هو خلي بال حضرتك يعني هنا مش هتلاقي يعني واحد او اتنين، لا هتلاقي هنا اعداد كتيرة. وزي ما بقول لحضراتكم احنا مشكلة مصر الرئيسية اللي عاملة كل ده السكان. السكان
بقول لحضراتكم احنا في 4 شهور زدنا 500,000 مواطن في 4 شهور، محدش بيزيد زينا كده. ده لو بالحجم ده كنا بقينا دولة في الانتاج بسم الله ما شاء الله. 500,000 في 4 شهور مش معقول. اكتر حاجة بتهدد اي شيء في البلد بيتعمل، يعني انت بتعمل 1,000,000 وحدة سكنية عايز 1,000,000 كمان، تعمل 200 او 30 مدينة جديدة عايز كمان 10 وهكذا. انت بتعمل عشان تواجه الانفجار السكاني، بمعنى كلمة الانفجار السكاني، الازمة الحقيقية لمصر اللي كله يعني او المعظم يعني ناس تقلق وهي بتتكلم في هذا الموضوع. ادي من ربع ساعة 101,000,000 4 3 ساعات، انتوا عارفين يعني يعني ايه؟ ما انا قلت لحضرتك بكره هنبقى نص 101,500,000 بكره، مش قلت لحضرتك بكره من اول ما بدات الحلقه؟ طب اهو ده دلوقتي من ربع ساعه. بلد بتزيد بشكل رهيب، سكان هو تاني قضية مصر الرئيسية اللي احنا مش عارفين نحلها، اللي مش عارفين بصراحة نواجهها. يعني البلد تقريبا بتحل يعني مشاكل كتير قوي ما عدا هذه القضية الوحيدة اللي البلد مش عارفة تحلها ومش عارفة تلاقي لها حل، لان كل ما تلاقي حل يخوفوك، كل ما تتكلم في حاجة يخوفوك، كل ما تقول حاجة كله يخوفك. نعم ونعم بالله. طب نعمل ايه؟ هنواجه الامر ده ازاي؟ خلي بالك بعد 10 سنين 20-30 وانت بتتكلم على 150,000,000 هنعمل ايه؟ طيب 120,000,000 130,000,000 وبعدين نروح 150,000,000 هنبقى كام؟ 120,000,000 وبعدين 50 نبقى 140 و150,000,000 ويجي في الاخر يقول لك بتبنوا ليه؟ ليه بتعملوا طرق؟ ليه بتعملوا مشروعات؟ ما بعمل مشروعات عشان هبقى 120,000,000 بعد 10 سنين اللي هي بعد بكره. العشر سنين اللي فاتوا دول اكنهم كانوا امبارح بكل تفاصيلهم. 10 سنين جايين ويديكوا الصحه جميعا ويدي جميع الصحه بعد بكره. لازم الحق عشان ما عانيش اللي عانيته النهارده، اللي بندفع ثمنه النهارده، انت وانا وكلنا بندفع ثمنه. عشان ما يبقاش عندك المشاهد اللي شفتها من شويه في عزبه الهجانه وغيره وامثال عزبه الهجانه ما يتكررش في العشر سنين الجايه. لازم ما امنع الكلام ده. ده بصراحه حق ربنا لو انت عايز تتكلم. واجه الانفجار السكاني هتعمل ده الامن قوم البلد، امن قوم مصر. زيه زي الميه بالظبط. انت محتاج بعد 10 سنين كم مليون شقه تاني؟ بتزيد كل سنه 2.5 مليون، يعني رايح 125,000,000 بعد 10 سنين. قول 120,000,000 دول شويه محتاجين مدن تانيه جديده، محتاجين طرق قد اللي انت بتعملها دلوقتي مرتين، وقد المشروعات اللي بتعملها مرتين. طيب بعد 20 سنة وعليكم خير ان شاء الله ويديك جميع العمر، رايحين 140,000,000 ولا 150,000,000؟ محتاجين قد ايه سكن تاني؟ وكم مدينة جديدة؟ وكم عاصمة من العواصم زي العاصمة اللي شغالة دلوقتي وبتتعمل النهاردة؟ عشان اقدر كل المدن اللي بتتعمل النهاردة، عشان اواجه ده يا جماعة. ولسه ناس بتسأل ما ايه لزوم ان انت بتعمله شغل؟ بقى اعمل شغل؟ طب يعني اسيب البلد تتساب البلد زي ما تم البلد لما تم استلامها هي يعني من 2014 هي النهارده 21؟ ولا فيها تغيير كبير جدا وبيحصل فيها تغيير كبير جدا؟ لا
ايه الموضوع؟ السكان ثم السكان ثم السكان. الأزمة الأولى والكبيرة والأكبر والأهم. اللي تاني بقول الدولة بكل معني الكلمة مش قادرة تواجه هذا الأمر، وإحنا كمجتمع مش قادرين نواجه هذا الأمر، ولا حاجات بتتعمل تنظيم أسرة ولا مش تنظيم أسرة ولا تنظيم مجتمع، ولا كله بيحل هذا الموضوع، ولا نقصنا يمكن حاجات بسيطة. لو كنا نقصنا شوية نقصنا قد إيه؟ أثرنا في كام واحد؟ الحملات اللي اتعملت ده جابت نتيجتها إيه؟ لو أنا عايز أتكلم حق ربنا يعني، أين النتائج على الأرض؟ دكتور عمرو حسن مساء الخير على حضرتك. الو مساء الخير استاذ احمد، ازي حضرتك؟ سامعني كويس؟ انا سامع حضرتك كويس. زي ما بقول كده، وحضرتك كنت ضيفنا اكتر من مره ونتشرف دايما تبقى موجود معانا، انها القضيه الرئيسيه والاولى والاهم اللي احنا مش عارفين نشوف لها حل، قضيه الانفجار السكاني. انت بتعمل كل حاجه النهارده، طرق ومشروعات وكل حاجه وتنميه وكله كله، وفي الاخر محدش يعني قوي عشان الزيادات اللي كل يوم. احنا يمكن زي ما السيد الرئيس قال قبل كده ان تحدي الزياده السكانيه هو تحدي التحدي، وان قال قبل كده في مؤتمر الشباب باسكندريه ان اكبر خطرين بيواجهوا مصر في العصر الحديث هو الارهاب والزياده السكانيه. ويمكن السيد الرئيس استعرض امبارح التاريخ وقال ان المشكله دي قديمه. احنا بنتكلم على مشكله من عهد الرئيس جمال عبد الناصر. احنا الدوله المصريه ابتدت تفتح الملف ده سنة 1965، تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. سنة 1972 بعهد الرئيس محمد أنور السادات اتهمت الرؤية إن هي مش بس تنظيم أسرة، لتنظيم أسرة وخصائص سكانية. فتم ساعتها المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان. سنة 1985 بعهد الرئيس محمد حسني مبارك تم إنشاء المجلس القومي للسكان. فلما أقول الدولة المصرية فتحت الملف ده سنة 1965 وانا دلوقتي في 2021، يعني انا بقالي 56 سنه فاتح الملف ده. اقدر اقول لحضرتك يا استاذ احمد النتيجه لا اقول لحضرتك قبل النتيجه، في دول ابتدت معانا وقفلت الملف ده من 20 سنه. يعني النجاح الحقيقي ان احنا نقفل هذا الملف، ما نقولش بعد كده ان احنا عندنا مشكله الزياده السكانيه. يعني نتمنى ان هذه القضيه وهذا الملف ما يتورث للجيل اللي بعدين. ويمكن عاوز اكد على النقطه، أكبر مشروع استثماري لو مصر اتبنته يجيب لها أرباح وفوائد هو مشروع تنظيم الأسرة. لو أنا بقول في السنة بولد 2,300,000، لو عرفت أقللهم مليون وخليتهم 1,300,000، عرفت أخيل المليون اللي أنا وفرتهم دولت كان هيصرف عليهم قد إيه في دعم الطاقة والأكل والشرب وبناء حضانات ومدارس ومستشفيات وجامعات. يعني أتمنى إن ناخد من إمبارح من كلمة السيد الرئيس يبقى توجه للمواطنين وللحكومة إن هذا الملف نشتغل عليه لغايه ما يتقفل وما نورثوش للجيل اللي بعده. يا دكتور عمرو، عمالين نتكلم كل مره في هذا الملف، السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، ونعمل اجتماعات ونعمل لقاءات وتعمل ندوات وتعمل حوارات وتعمل ندوات، ولا حل. حلنا ايه؟ حضرتك ممكن تقول لي حلنا كام في ال 56 سنه؟ نقصنا كام ولا زدنا كام؟ ايه عملنا ايه؟ ايه النتيجه؟ احنا على مدار السنين اللي فاتت يمكن في فترات كنا بنحقق فيها نجاحات كبيره جدا. يعني نقدر نقول ان مثلا ال 10 سنين اللي هو من سنه 1986 ل 1996 دولت كانوا انجح 10 سنين في التجربه المصريه. احنا جت علينا فترات كان فيها نجاح باهر، وكانت التجربه المصريه من 86 ل 96 واحده من انجح التجارب الدوليه في العالم. بس احنا مشكلتنا في مصر ان احنا عملنا ايه؟ معلش، ال 10 سنين دول عملنا ايه ونزلنا واجهنا ازاي وايه اللي افشلها؟ حلو. حصل ساعتها واحنا بنتكلم بالارقام، حصل ساعتها انخفاض معدل الانجاب الكلي كان من 5.3 نزل لغايه قرب الثلاثه، يعني حصل فعلا انجاز برقم كبير. بس انا بقول يمكن مشكلتها دايما في مصر في عدم الاستمراريه. عليك لو كنا كملنا بهذه هذا المنوال كنا زماننا بقى لنا 20 سنه قافلين هذا الملف. يعني لو كنا كملنا بعد 96 كمان 10 سنين بهذا الاهتمام كان يمكن من قبل بقى لنا اكثر من 10 سنين قافلين الملف. انا يمكن دايما بقول ايه؟ احنا في حرب، محتاج تستخدم كل الاسلحه. انا محتاج الاعلام طول الوقت يكون فاكر هذه القضيه، الدكاتره يكونوا موجودين في الاعلام ونكلم الستات يعني وسائل منع الحمل وازاي الوسائل دي امنه وفعاله وازاي هتفيد صحتها. محتاجين خطاب ديني معاصر مستنير بيوضح للمواطنين ان هي مش فكره عدد، لا ده هي فكره جوده المواطن وابنك اللي انت خلفته. محتاج في مناهج التربيه والتعليم، وزاره التعليم عالي ووزاره التربيه والتعليم
حط لي مناهج تربيه وتعليم اخلاء لجيل مقتنع ان العدد المثالي هو 2. لغايه دلوقتي جوه دماغ الاسره المصريه ان العدد المثالي للاطفال هو 3 و4. لا ده انا عاوز احط جوه مناهج التربيه و10 محتاج اغير، محتاج ان هو يبقى 2، محتاج ان انت تحسين خدمات تنظيم الاسره في مصر. يعني حضرتك محتاجين نرد على سؤال، هل يا ترى الست المصريه في القريه الفقيره لما تحب تلاقي الوسيله هتلاقي الوحده، هتلاقي فيها الدكتوره والوسيله دي، محتاجين نشتغل عليها اكتر. يعني منظومه لازم تشتغل على كل حاجه، من اول تحسين الخدمه لخطاب ديني لخطاب اعلامي، لان اشتغل على التعليم، والاهم من كل ده ومهم جدا هو الاستمراريه، وان احنا يكون عندنا اطار مؤسسي مظبوط لملف السكان. يعني انا عاوز اقول لحضرتك رقم يا استاذ احمد، اتفضل. الدوله المصريه في 2014 اطلقت الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه 2015-2030، وكان بحضور السيد رئيس الوزراء في هذا الوقت المهندس ابراهيم محلب، وكان محطوط اهداف في 2020 و2030. اول هدف كان محطوط في 2020 لو مشينا على الاستراتيجيه ان عدد سكان مصر كان يبقى 94 مليون. انا في 3 اكتوبر 2020 كسرت ال 101، يعني انا حطيت عديت المستهدف اللي الدوله المصريه حطته ب 7 مليون، و7 مليون ده كتير جدا بيكلف الدوله. مين اللي يتحمل هذه الفاتوره؟ ده بيفتح دايما كلمه لازم نقولها، محتاجين حوكمه ملف السكان، محتاجين متابعه، تقييم، شفافيه، مساءله، ده اللي احنا محتاجينه عشان تحل القضيه. يا دكتور عمرو، حضرتك بتقول لي احنا في 10 سنين من 86 96 ايه اللي عملناه وايه وفشل ليه بعد كده؟ ليه ما استمرناش على ده؟ المشكله ان احنا ما استمرناش، قد يكون الاطار المؤسسي كان ساعتها في هذه الفتره كان الله يرحمه الدكتور ماهر مهران، وكان في المجلس القومي للسكان، وكان المجلس التابع لرئاسه الجمهوريه، فكان في زخم وكان في متابعه وتقييم حقيقيين، كان عندنا حوكمه الملف السكان، وهو ده يمكن اللي محتاجين نسترجعه تاني. يعني حضرتك لو هنقول عنوان عريض، احنا محتاجين في مصر حوكمه ملف السكان. يعني ايه حوكمه؟ يعني يبقى عندي متابعه، تقييم، يعني ما تحطليش خطه ولا ايه عديت لي يا دكتور. النهارده ما ينفعش انا اقول وزاره سكان مع وزاره صحه، دي حاجه ودي حاجه، الاثنين واحد. يعني ما هو انت اشتغلت صحه ونسيت السكان اللي هو اهم من يعني ما هو انا النهارده اعالج السكان وبعدين اتكلم على الصحه، لكن هتربط الاثنين ببعض؟ انا بتكلم بشكل واضح، يعني هذه وزاره لو حضرتك بنتكلم كده هي اخطر قضيه النهارده تواجه مصر بقى لها عشرات السنين، لو انت لازم تواجهها النهارده يبقى عندك، ما اعرفش الكلام اللي انا بقوله ده علمي ولا مش علمي، وزاره معنيه مسؤوله زي ما كان عندك مجلس قومي دكتور ماهر مهران الله يرحمه. هو استاذ احمد احنا محتاجين حد يبقى معني ومسؤول اقدر احاسبه، سواء بقى انت وزاره او مجلس، بس حد عنده صلاحيات بغض النظر وزاره او انا يهمني الحكايه دي، الانفجار ده هواجهه ازاي؟ وانا اشتغل هنا اشتغل هنا، انا مش عارف اواجه، مش عارف اعمل، مش عارف اتحرك في الملف ده. وحضرتك يمكن المشكله ان انت مش عارف تجاوب دلوقتي على سؤال، مين المسؤول عن ملف السكان في مصر؟ لما احط خطه وتعديها ب 7 مليون انا هحاسب مين؟ لازم يبقى عندي متابعه، لازم يبقى عندي تقييم، لازم يبقى عندي مساءله، اللي يغلط او ما يحققش الاهداف نعرف نساله. قد يكون الموضوع خارج عن ارادته، محتاج موازنه اكتر، محتاج دعم اكتر، يبقى محتاجين متابعه، تقييم، شفافيه، مساءله، وكل ده يندرج تحت كلمه واحده بس، حوكمه ملف السكان، هو ده الحل. ما احنا عملنا مجلس وبعدين ضمناه وبعدين شلناه وبعدين غيرناه وبعدين ما عملناش حق، يعني احنا بنلف وندور في دايره في الاخر بندفع الثمن، البلد كلها بتدفع الثمن لانك بتعمل حاجات كتيره جدا. لو عدد سكانك النهارده 94 مليون مش 101 مليون وبكره يبقوا 101 و500 الف بكره وبعد شهرين يبقوا 3 شهور يبقوا 102 مليون يبقى عندك مشكله كبيره. دي حقيقه. وخلينا نقول احنا بنتكلم نرجع للتاريخ في ال 56 سنه دول انجح فتره كان من 86 96 اتوفر فيهم اربع عوامل نجاح، اول عامل اراده سياسيه، ثاني عامل اطار مؤسسي مظبوط، اطار مؤسسي بيتمتع بالاستقلال والاستقرار والقوه، يعني اللي مسؤول عن ملف السكان في مصر لازم يكون عنده استقلال واستقرار وقوه عشان يقدر يحاسب ويحط خطط ويتابعها ويقيمها. ثالث عامل نجاح يبقى عندي استراتيجيه واضحه. رابع عامل نجاح يبقى عندي تمويل، يعني انا محتاج اطار مؤسسي، اراده سياسيه، تمويل، استراتيجيه. انا عندي دلوقتي اراده سياسيه واضحه جدا في كلام السيد الرئيس، عندي استراتيجيه بس ما عنديش اللي بيتابع ولا بيقيم، عندي تمويل بس محتاجين نزوده اكتر، بس قد يكون اللي عندي فيه مشكله حقيقيه الاطار المؤسسي،
مين اللي مسؤول عن ملف السكان؟ ارجع اقول لحضرتك لازم الاطار المؤسسي المسؤول عن ملف السكان يتميز بثلاث كلمات: القوه، الاستقلال، الاستقرار. يعني ايه الاستقرار؟ يعني اللي يمسك الملف ده يطول فيه شويه. حضرتك مثلا لو ضربت مثلا بالمجلس القومي للسكان، احنا عندنا في اخر 8 سنين انت جبت 8 مقررين للمجلس القومي للسكان. كام؟ يمكن 8. جبت 8 مقررين، 8 مسؤولين عن هذا الملف في اخر 8 سنين. عندنا كان الدكتور ماهر مهران مسك المجلس القومي للسكان من 1985 ل 2002. يعني تخيل ما بين حد مسك الملف حوالي قرب 16 سنة قدر يحط خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى، وما بين ان انت في اخر 8 سنين كل سنة بتغير حد. ما انا محتاج استقرار عشان تقدر تحط خطة وتتابعها وتقيمها وبعد كده اقدر احاسبك. محتاج استقلال. يعني ايه استقلال؟ يعني ان انا ما يبقاش تابع لوزارة الصحة، لا، يبقى انت تقدر تحاسب وزارة الصحة. ما خلي بالك، ما واحد من الناس اللي انا مسؤول ان انا تابعهم هو وزارة الصحة. لو انت المجلس القومي للسكان تحت وزارة الصحة، انا ازاي هقدر اتابعك وقيمك وانا تحتيك؟ انا لازم يبقى انا عندي استقلالية عندك. واخر حاجة عندك قوة. يعني ايه قوة؟ يعني ان انت عندك صلاحيات. عشان كده كان دايما نقول النموذج المثالي هو اللي كان موجود في الثمانينات. المجلس القومي للسكان كان تابع لرئيس الجمهورية، فبالتالي الوزراء عارفين ان هذه الملفات هتتعرض على السيد رئيس الجمهورية بالارقام الحقيقية. هنقدر نتابع، هنقدر نقيم، اقدر اقول والله الخدمة فيها مشكلة طب احلها، طب الاعلام يشتغل عليه. فانا محتاجين ان المسؤول عن ملف السكان في مصر يتميز بالقوة بالاستقلال بالاستقرار. يا دكتور عمرو، حضرتك كنت في المجلس قعدت قد ايه؟ سنة؟ سنة. سنة عملت ايه في الملف ده حضرتك؟ انا اسف، انا يمكن عملت حاجه. انا لما جيت استلمت في اواخر 2018 لقيت قدامي كتاب الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه، ما كانش معمول لها متابعه ولا تقييم، لا في 15 16 ولا في 16 17 ولا في 17 18. فجينا جبنا من خلال صندوق الامم المتحده للسكان، جبنا 6 خبراء مسكوا هذا الملف، عملنا تقييم للاستراتيجيه كامل. بس التقييم قال ايه؟ قال ساعتها ان ما تم تنفيذه من الاستراتيجيه اقل من 40%. في حاجات في التقييم كانت صادمة، ودي بتعمل يعني محتاجين تحلها. يعني مثلا كان أحد الحاجات في محاور تنظيم الأسرة إن أنا كان عندي 1250 وحدة مقفولين، تنظيم أسرة مقفولين عشان ما فيهمش دكاترة. عندي 3183 منطقة محرومة من خدمات تنظيم الأسرة. يعني إيه منطقة محرومة؟ يعني منطقة فيها أكثر من 3000 نسمة، وأبعد وحدة على مدار أكثر من 3 كيلو مفيش وحدة تقدم الخدمة الجيدة. فبالتالي حضرتك لو عاوز تحل القضيه اشتغل على كل النقط. لما اقول لك ان عندك 1250 وحده مقفوله افتحهم، لما اقول لك ان عندك 3183 منطقه محرومه من خدمات تنظيم الاسره، المناطق المحرومه لازم ما تبقاش محرومه، الوحدات المقفوله تتفتح. ليها حلول، ليها حلول، بس ليها حلول على المدى القريب وعلى المدى البعيد، وليها حلول تقليديه وحلول مش تقليديه. بس عشان تعمل الحلول دي لازم واحد يبقى معاه الصلاحيات. بينما انا ايه، انت ممكن تجيب واحد يقيم ويدي لك الروشتة، بس مين اللي هيصرف الروشتة؟ الروشتة موجودة، بس لازم حد يتبنى ان انت الروشتة دي نطبقها. دكتور عمرو، من خلال التجربة المعوقات فين بصراحة؟ كلمني بصراحة. لو هنقول اول حاجة بصراحة ان انت الاطار المؤسسي في مصر لازم يتصلح المسؤول عن ملف السكان، سواء ان هو ترجع للسيناريو المثالي اللي هو ان المجلس القومي للسكان يبقى تابع لرئيس الجمهوريه، فتقدر تقيم وتحاسب وتتابع كل الوزارات. اقعد مع الوزاره في اول السنه تقول لهم والله ده المطلوب، في نهايه السنه نفذناه ولا ما نفذناهوش، فيبقى تقدر تتابع وتقيم. لو قدرت تعمل دي هتقدر لما تحط خطه تلتزم بيها. انا قلت لك يا استاذ احمد انت عملت استراتيجيه هايله 2015 2030، لما جينا نقيمها بعد 5 سنين اكتشفنا ان ما تم تنفيذه اقل من 40%. عشان ما عندكش حد يتابع ولا يقيم ولا عنده سلطه ان هو يقول يا جماعه الحلول هنحل. انا رصدت ان في 1250 وحده مقفوله، بس انا ما عنديش سلطه على وزاره الصحه اقدر افتحها. انا رصدت ان في 3183 منطقه محرومه من خدمات تنظيم الاسره، بس انا ما قدرتش احولها. المكان ده المسؤول عنه لازم يبقى عنده السلطه عشان يقدر يحل. تخيل انت حضرتك لو الوحدات دي اتفتحت والمناطق المحرومه ما بقتش محرومه، ما ده هيزود معدل استخدام وسائل منع الحمل. ده هيخلي لو في حاجه اسمها حمل غير مرغوب فيه مش هيبقى موجود. احنا عندنا في مصر حاجه اسمها حاجه غير ملباه،
يعني حاجه غير ملباه. الست مش عاوزه تحمل بس بتحمل ليه؟ عشان الوحده اللي جنبيها مقفوله او الوحده اللي جنبيها بعيده عنها او الوحده اللي جنبيها هي عاوزه دكتوره والوحده اللي فيها دكتور او الوحده اللي جنبيها هي عاوزه تركب لولب وهم ما عندهمش لولب وهكذا. انا محتاج اشتغل على كل النقط. استاذ احمد انا دلوقتي فريق كوره اول كلمه لما الفريق بيخسر كل سنه بنعمل ايه؟ بتجيب مدير فني عنده صلاحيات مش بتغير اللعيبه. يعني انت عندك فريق كوره بيخسر هتعمل ايه؟ غير المدير الفني. بس هات مدير فني، ما ينفعش المدير الفني يكون بدون صلاحيات. لازم مدير فني اللي يقدر يتابع ويقيم عشان يوجه اللعيبه، يقدر يقول والله انت دورك كذا وهنتحاسب في نهايه السنه وهكذا. طب لو انا النهارده بتكلم انه خلال التوقعات النهارده من 2021 لحد العشر سنين اللي جايه، بنتكلم لو بنتكلم حتى 2030، توقعات ايه بالارقام اللي احنا لو زدنا بهذا المعدل اللي احنا بنزيد النهارده وتشكيل ده وخطوره ده علينا؟ خلينا اقول لحضرتك الاول التوقعات العالميه اللي محطوطه لنا. في 2018، في 2018 كان في مكان اسمه Population Reference Bureau، مكتب المراجع السكانيه، كان بيشوف الدول من 2018 ل 2050 هيزيدوا قد ايه. مصر كانت من 2018 ل 2050 تابع اعلى دوله في العالم هتحقق زياده سكانيه، وكنا هنزيد في هذه الفتره اكثر من 69.5 مليون نسمه. يبقى انت من 2018 ل 2050 بره بيتوقعوا لك انك تبقى تابع اعلى دوله في العالم تحقق زياده سكانيه باكثر من 69.5 مليون نسمه. بس دي توقعات، لو انا غيرت من نفسي اقدر اقلل التوقع. فبالتالي نقدر نقول ايه؟ عمر ما الوقت متاخر. لو اشتغلت مظبوط تقدر ان انت تصلح نفسك. في الاخر الدوله المصريه فيه. اقدر اقول لحضرتك ان في كل الملفات بتطير في اخر 7 سنين. انت بيحصل نمو اقتصادي، الدوله المصريه في كل الملفات اللي دخلتها بتطير. قد يكون هذا الملف هو الملف الوحيد اللي لا زال لسه متعصب، اللي هو ملف الزياده السكانيه. صح. عشان المواطن في الشارع يحس بثمار النمو الاقتصادي لازم تسيطر على النمو السكاني. هو هي معادله ما بين حاجتين، نمو اقتصادي ونمو سكاني. انت بتحقق طفرات في النمو الاقتصادي بشهاده صندوق النقد الدولي وكل الدول. بس هنا المواطن في الشارع عشان يحس بالكلام ده مش هيحس بيه الا لما نتحكم في النمو السكاني. ويمكن هضرب لحضرتك مثل بسيط جدا. لما السيد الرئيس كان يتكلم على رئيس جمال عبد الناصر سنة 1967 كان في فيلسوف فرنسي اسمه سارتر كان جاي يزور رئيس جمال عبد الناصر، فكان بيتكلم معاه. فالرئيس جمال عبد الناصر بيتكلموا على التحديات، فبيقول له انه كان عندنا تحدي الزياده السكانيه ده بيعمل لنا مشكله. حضرتك عارف ساعتها كان عدد سكان مصر كان كام؟ سنة 67 30 مليون. الرئيس جمال عبد الناصر كان بيتكلم ان ازاي ان ده تحدي وبيأثر علينا وبيأثر ان ازاي المواطن يحس بهذا التنمية. كان سنة 1967 عددك 30 مليون. انا دلوقتي 101 مليون، يعني انا زدت 71 مليون اكتر من وقت كان حديث الرئيس جمال عبد الناصر مع كارتر. الكلام ده في 54 سنة انا زدت اكتر من 71 مليون. فمتخيل الرئيس جمال عبد الناصر كان بيتكلم ان التنمية وازاي نحس بالتنمية مع هذا العدد الكبير. العدد الكبير اللي كان بيتكلم عليه ده كان 30 مليون. احنا دلوقتي بنتكلم في عدد تجاوزنا ال 101 مليون. انا 3 اكتوبر 2020 كنت 101 مليون، انا بكره ان شاء الله هبقى 101 مليون و500 الف. فبالتالي انا من 67 لغايه دلوقتي انا زايد اكتر من 71 مليون. فبالتالي تخيل الدوله المصريه مطالبه تقدم قد ايه من مدارس ومستشفيات وجامعات، عبء كبير جدا على الدوله المصريه. فبالتالي لما اقول لك بتحط خطه وتعدي الخطه ب 7 مليون ما ينفعش ده يعدي بسهوله، لازم اقول ما هو 7 مليون اللي انا عديتهم مثلا من 2015 ل 2020 ده بكلف الدوله المصريه كتير في بناء مدارس ومستشفيات وجامعات وحضانات. ما بقاش عندك رفاهيه الوقت انك تحط خطه وتعديها، لازم تحقق الاهداف المطلوبه منك. بيعملوا ايه؟ العالم بيعمل ايه؟ بيواجه ازاي؟ تجارب. التجارب في تجارب دوليه ينفع احنا نطبقها وفي حاجات ما ينفعناش. يعني زي تجربه الصين حياتها ما تنفعناش. ان انت تقول مثلا طفل واحد الكلام ده ما يمشيش مع عددنا ولا مع تقاليدنا ولا مع الدين بتاعنا ولا مع الدستور، فدي ما تنفعناش. بس هي كل الدول هم حاجتين اساسيتين، اشتغل على خدمات تنظيم الاسره، حسن الخدمه، واشتغل على المراه، تعليم المراه، تمكين المراه. الست كلما زاد تعليمها كلما سقف طموحها زاد. كلما ما كانتش عاوزه تكون اسره كبيره، هي مش فاضيه. هي الست بعد ما اتعلمت عاوزه تشتغل،
عاوزه تاخد ماجستير، عاوزه تاخد دكتوراه، عاوزه تترقى في الشغل، مش هدفها ان هي تكون اسره كبيره. فيبقى نقول اكبر سلاحين هم حاجتين: حسن خدمات تنظيم الاسره، الوحدات المقفوله بتاعها، المناطق المحرومه ما تبقاش محرومه، والحاجه الثانيه نشتغل اكتر على تعليم الفتيات، الاستثمار في الفتيات، نرفع سقف طموح بنات وستات مصر ونزقهم اكتر في الشغل وفي التعليم. متفائل؟ متفائل جدا، لان اللي بنشوفه في مصر في اخر 7 سنين في كل الملفات انت بتحقق اعجاز وانجاز ما بيتحققش في 30 سنه. فبالتالي نقدر في هذا الملف نحقق معنا. قادرين نوصل، قادرين بصراحه نوصل للناس ولا مش قادرين؟ واحنا بنعمل لما بنقول تنظيم اسره او حتى عايزين ننظم، قادرين ولا مش قادرين؟ والناس بتقتنع ولا مش مقتنعه اصلا؟ احنا في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. قد يكون الناس لغايه دلوقتي لسه مقتنعه ان العدد المثالي وان الولاد دول هتعزوا. احنا بنشتغل مع الناس على طول. الدين على الودان مهم. انك ترجع حضرتك لغايه دلوقتي هتلاقيه فاكر الاعلانات بتاعت الثمانينات والتسعينات شغاله على طول الانهار. محتاجين ترجع تزن وتتكلم مع الناس تاني عن اهميه الاسره الصغيره، ان ازاي ده يضمن لك تستمتع انت بحياتك، الست تستمتعي بصحتك وباسرتك. ان احنا محتاج الاعلام يرجع يشتغل تاني، محتاج ان انت الخطاب الديني طول الوقت يتكلم مع الناس وترد على اي كلام يربط لك ان الخلفه او بالعدد او ان احنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اهتداها بينا واحنا عددنا كتير. لا، يعني توضح للناس ان هي الفكره مش فكره العدد، ان لو مواطن يبقى عندك طفل او طفلين متعلمين كويس متربيين كويس ابرك من 10 مش متعلمين. دكتور عمرو حسن بشكرك شكرا جزيلا. وازمه رئيسيه، وهي واحده من اكبر الازمات وان لم تكن الاكبر، أزمة الانفجار السكاني. لإحنا أعداد كبيرة، قال لك 6-7 سنين اللي فاتوا 7 مليون، 7 مليون بتكلم على يعني الحد اللي كان مقدر، أنت تخطيت وتجاوزت 7 مليون مواطن زيادة عن اللي كان محدد. ده سببه ايه؟ زي ما دكتور عمرو شرح كتير، والعملية محتاجة ايه ومحتاجة. طبعا لو احنا بنفتكر من الثمانينات او كلنا فاكرين الاعلانات كانت بتتعمل في الوقت ده، طب احنا فاكرين اي اعلان بيتعمل او اي حاجه بتتعمل النهارده لمواجهه ازمه سكان؟ ولا حاجه. قال لك المكاتب لتنظيم الاسره عندنا كانت في القرى مقفوله، وفعلا كان موجود كل قريه فيها مكتب تنظيم اسره، كده اهو مكتب تنظيم اسره موجود في كل حته في البلد. هل النهارده ده شغال؟ قال لك مغلق. في حد النهارده بيراعي او بيتابع او بيروح يتكلم مع الناس؟ موضوع محتاج زي ما بقول لحضراتكم، دي اكتر حاجه بتواجه البلد، عشان تعمل شغل كتير جدا 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 في كل حته، وفي الاخر ناس يقول لك الاكل الشرب حاجتي مش حاسس مش دريان كذا جيبي، كل ما بتعملوا حاجه عايزين فلوس. هو ده، ما انت زياده 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 محتاجه ايه؟ طب مواردك اخبارها ايه؟ اخبار مواردنا ايه؟ لو عندي بالزياده دي كنا بقينا حاجة تانية خالص. طب عندك الدخل بتاعك قد ايه؟ طب ما هو، طب انت عملت كل ده وبتعمل كل المشروعات، اكل وغذاء واراضي واستصلاح وزراعات وكل ده بتعمله عشان ايه؟ عشان اوفر للناس بالزيادة الهائلة. لو احنا كنا بنحافظ شويتين بدل ما 2.5 مليون ننزل شوية 2 مليون، وبعدين نقول مليون وشويه لحد ما نبقى مليون، يا سلام لو وصلنا لحاجه زي كده. نقدر، محتاجه زي ما بقول كده الجميع. طب ما عندنا تجربه وكانت ناجحه، نجحت كام سنه بس في الاخر ثابت الحكايه، فوصلنا وما قدرناش بعد كده نواجه وحصل اللي حصل. اللي احنا بنشوفه النهارده من الدويقه للهجانة، لمش عارف الخصوص، لمش عارف صفة اللبن، لفين لفين لفين، لغط العنب، لغيره لغيره لغيره، كل ده نتيجة لده. الناس هتعمل ايه يعني؟ خلفت هيقعدوا في الشارع؟ ما لا، هي لازم بيوت تقعد تبني، وبتبني عشوائي هتعمل ايه؟ لكن لو انت عملت نظام يبقى انا عارف بعمل كام شقة السنة دي، عندي كم مواطن موجودين، كم واحد بقى كم مدرسة، بعرف أحدد. النهاردة أنت مش عارف تحدد، بتعمل جامعات
مش مستوعبه، بتعمل مدارس مش مستوعبه، وعندك عجز في مدارس وعندك عجز في كل حاجة كتير. محتاج قد ايه؟ كم مليار؟ الناس مش هتحس بكل اللي بيتعمل ده الا لو واجهت الازمه السكانيه. لو انت كنت واجهت على مدى السبع سنين اللي فاتوا زي ما احنا بنفس الاداء اللي بيتم جهه مكلفه بملف السكان عملت فيه، لازم احاسب عملنا ايه يا جماعه؟ اشمعنا نجحنا في الملفات الاخرى؟ ليه نجحت في الكهرباء؟ نجحت. ليه نجحت في الطرق؟ نجحت. ليه نجحت في البناء؟ نجحت. ليه نجحت في كذا؟ طيب ليه ما نجحتش في السكان؟ لازم احاسب. الله، ما في، ما هنا في شهاده قدامي، شهاده بتقول نجحنا ما نجحناش. هو فين النجاح ان شاء الله في الملف ده؟ ما نجحناش فيه، عندنا مشكله فيه، مشكله كلنا بالمناسبه، يعني كلنا متضامنين في هذا الملف، مش ملف واحد، ملف البلد كلها، كل مؤسسات البلد وكل الناس، كل مواطن عليه مسؤوليه كمان. ال 100 مليون عليهم مسؤوليه، ال 100 مليون وواحد، واللي بكره يبقوا 100 مليون وواحد و500 الف، كل واحد فينا عليه مسؤوليه. إذا احنا بجد عايزين نحس باللي بيتعمل، بحجم اللي البلد بتعمله، مش هحس بيه النهاردة، ممكن احس بيه بعد سنة اتنين تلاتة، يعني لازم اواجه الازمة دي. زي ما قال دكتور عمرو ان انت محتاج مجلس تبع الرئاسة مباشرة، وبالتالي يبقى في متابعة، وزارات بتبقى مهتمة لانه تكليق، وبالتالي لكن متساب الملف ده، ما كل واحد يلا، عندك اهم حاجات اخرى، عندك كورونا، كورونا مهمه، هنواجه كورونا، بنواجه كورونا. طب التاني، كورونا هتخلص بكره بعد السنه الجايه، هتخلص هتتعامل معاها خلاص، كله بيتعايش دلوقتي. حتى بره دلوقتي قال لك ما عندناش اغلاق كامل، كل العالم دلوقتي قال لك كده، مفيش اغلاق كامل، لن نعود لاغلاق كامل مره اخرى، هنتعامل مع اللي موجودين بيه ومع التطعيم اللي موجود ومع الالتزام والاجراءات الاحترازيه. خلاص العالم كله زهق، والعالم عانى كمان، اقتصاد كله عندهم مشاكل ضخمه، كله بيعاني النهارده، اقتصادات العالم كلها، من امريكا لحد الصين لحد مصر لحد كله بيعاني، فمحدش هيقفل تاني خلاص. فاذا هنتعامل مع اللي موجود، تيجي اللقاحات ناخد ده وناخد ده وناخد ده، ونتعامل مع الموضوع، مع هذه الازمه. لكن الازمه الاساسيه السكان، هي دي ازمه مصر. أرض السيد الرئيس أهو، وأنا بتكلم على السكان هتكلم على الريف، مشروع قومي للريف. خلص عزبة الهجانة اجتماع على أيضا مصر ومستقبل الناس وحياة الناس، اللي هي أيضا الأزمة السكانية. ما هو الريف يعني إيه سكان؟ الريف يعني إيه؟ الريف يعني إيه؟ 58 مليون، كام الريف؟ القرى هم دول 58 مليون، اكتر من نص سكان مصر. عمل اجتماع السيد الرئيس النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده، كل الجهات المعنيه، كل الساده الوزراء، انه في الاخر انت عايز تشوف عملنا ايه، الخطوات التنفيذيه لهذا المشروع القوي العملاق. العملاق بتغير حياة الناس بجد بقى، بجد. كله النهاردة جاهز عشان نبدأ في تنفيذ مشروع القرى، 1500 قرية في 20 محافظة في 51 مركز بالظبط، 20 محافظة 51 مركز 1500 قرية و11 ألف تابع ناجع وكفر وحاجات كده. كل ده هتعمل فيه ايه؟ لازم تشوف ده تكاليف النهاردة الدولة رصدة قد ايه؟ 500 مليار، ده بشكل مبدئي، ممكن الرقم هيزيد. ده نتيجة، احنا بنتكلم هنا على، شوف اللي حاصل ده سكان، سكان. ابحث عن مشاكل القرى، ابحث عن اللي بيتعمل النهاردة، السكان وأزمة السكان ومشاكل السكان كل حتة، تجد السكان هو في وشك. بعمل النهارده شبكه انتقال رهيبه جدا عشان السكان، ما لازم اواجه وتطور اكتر وتعمل اكتر عشان 10 سنين الجايين،
عشان العشرين سنة الجاية، عشان الثلاثين سنة الجاية، اللي هو التقديرات بتتكلم على 165 مليون، والحد الأدنى 150 مليون. إذا وصلنا الرقم ده يعني 150 ل 160 167 167 مليون. وبعدين لما تحط الموضوع ده قدامك تحس برعب، والله تحس برعب. انت كل واحد ده مسؤول، مسؤول منك. اما في قيادة بتتحرك قدامها الارقام دي، وكل واحد من دول طلبات، هتعملها ازاي للناس؟ وفرها ازاي؟ تعالوا نتابع اجتماع السيد الرئيس ثم اعود لحضراتكم. يلا يلا نشوف مع بعض. يلا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد أكد السيد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربا سيادته عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات. كما أكد السيد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي. من جانبه ثمن السيد الحجرف العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدا بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي. كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين دول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة نبين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نبين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حربي إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر. كما وجه سيادته بالبدء الفوري في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقر الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور وتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك
لحسن استغلال المباني الحكومية المتقدمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري. كما وجه السيد الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى أحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعي على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الإطار. شهد الاجتماع عرض التصور المخطط لرفع كفاءة قرى الريف المصري بدءا بالمرحلة الأولى التي تشمل 1500 قرية وتوابعها، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلا عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها. كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقرا على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسؤولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية. ليفربول اتغلب من مانشستر سيتي، ويبدو ان سيتي خلاص يعني داخل على ايه، ياخد السنة دي الدوري الانجليزي. ليفربول مش في حالته، مش هو يعني، عندهم ازمة مع بعض، عنده أزمة في اللعيبة، وعندهم كذا واحد طبعا مصاب، وثبت الخناقات اللي بينهم، وكل ده أدى لمشكلة ليفربول. غلب كتير، ما بقاش زي الأول، اللعيبة مش بتأدي زي يعني، حتى بتقعد تشوف الماتشات النهاردة لو الناس كانت مهتمة قوي وتقعد مركزة، السنة دي حسوا إنه في حاجة مش طبيعية. أولا كانوا بيضايقوا محمد صلاح جدا، ما يدلوش كورة، منفسنين عليه، صلاح نجمه عالي، صلاح بيسجل اهداف، بيبقى هو الهداف والنجم وكذا، والعروض الكتير اللي بتجيله، فبداوا نفسنوا عليه، فضايقوا صلاح. يعني تشوف صلاح حتى وهو بيلعب، صلاح ما بيتكلمش، ولكن انت تشوفه وهو بيلعب، مش هو صلاح اللي بيلعب وينطلق ويرقص ويسجل اهداف كتير، لا، ما بيجيلوش الكوره. يعني ماتشات كده تقعد الله الله هو صلاح فين؟ بيضايقوه. وبالتالي صلاح مهم جدا، صلاح يعني لما بيفرق وهو بيلعب، بيحب يلعب وهو مستريح وهو مبسوط، فبتشوف على وش صلاح، مش هو اللي بيلعب سنتين ثلاثة اللي فاتوا، مش ده محمد صلاح. ماني طبعا عنده مشاكل مع صلاح، واضح واضح جدا يعني، وحتى يمكن ماتشات صلاح ما يلعبش يلعب ماني، العكس يعني، هما الاثنين في الملعب مش مستريحين مع بعض زي الاول، خناقات اللي بينهم والمشاكل اللي بينهم، سيبك من اي كلام بيتقال في الاعلام، الحقيقه هي اللي انا بقولها لك كده، عندهم خناقات مع بعض، ولازم حد فيهم يمشي، والفريق ده لازم يصلح نفسه، لما صلحش نفسه هيبقى عنده موقف صعب، لا يبقى مش هيلعب في دوري ابطال اوروبا حتى خالص، مش هيبقى من الاربعه كبار. هو طبعا دلوقتي هداف الدوري صلاح، وهو اللي سجل هدف النهارده وما زال متفوق، ولكن زي ما بقول لحضراتكم يعني الموضوع مش انه صلاح، حد صلاح بيقول لك لا انا عايز ناخد البطوله، الموضوع مش انا ابقى هداف الدوري وبعدين هداف الدوري وانا بره، حتى مشارك في دوري ابطال اوروبا. ليفربول ليس هو الفريق الذي يعني نقعد نتابع ونشوف ونتفرج، لا يعني ما عندي يعني ما بقتش زي الاول، في حاجه بينهم من بعض، لازم يعود ليفربول مره تانية، ويعود صلاح وماني وكلهم يرجعوا كده يحبوا بعض زي ما الاهلي كده بيحبوا بعض. يعني ميزه النادي الاهلي ايه؟ بطل القرن، افريقيا بطل افريقيا، بايرن ميونخ
مصر، زي ما قال كده النهارده احد لاعبي بايرن ميونخ، النهارده قال كده في مؤتمر صحفي، قال لك الاهلي المصري هو بايرن ميونخ مصر، احنا بنقابل بايرن ميونخ مصر، قال كده النهارده. وده جزء من تدريب النادي الاهلي، تدريب الاخير عشان مباراه الغد ان شاء الله، وعليكم بالف خير يا رب. واحنا قدها وقدود ان شاء الله، وقد التحدي، هو في الاخر 11 قدام 11، واحنا زي يعني الفرق الامكانيات، وانه بايرن ميونخ يعني لعبته 16 مليار ونص تقريبا جنيه قيمتهم التسويقيه، احنا حوالي 600 مليون جنيه الحمد لله خير وبركه. ففرق كبير ما بين امكانيات وما بين فلوس، وما بين امكانيات وما بين فلوس، فرق كبير. ولكن احنا في الاخر بطل افريقيا، وهم عارفين كده زي ما قالوا النهارده، قالوا كده ليفاندوسكي، قال نحن بنقابل بطل افريقيا مش بنقابل فرقة سهلة، بطل افريقيا اللي بنقابله، واحنا عارفين بنقابل مين. كله بيتكلم باللغة دي على الاهلي، احترام كبير للنادي الاهلي منهم، طبعا واحنا احترام كبير ليهم طبعا، واحنا بنقابل بطلين، بطل اوروبا وبطل افريقيا، لازم نبقى بالطريقة دي بهذه القوة، ونلعب وربنا يكرم، وربنا يكرم ويكرم بجد، لانه بكره الماتش يعني مش لا الدنيا كلها بتتابع هذه المباراه غدا ان شاء الله، واحنا بكره نكون مع حضراتكم قبل المباراه بساعه وبعد المباراه ان شاء الله بساعه على الهواء، وفي النص يبقى عندنا حلقه مسجله، لانه بكره هيكون كله واحنا كمان، وانا كمان شخصيا يعني انا شخصيا ما كان ممكن ابقى طالع هوا، بس هبقى طالع هوا مركز مع الماتش. طب على ايه؟ نقعد نتشافوا الماتش وبعدين نرجع بعدها ان شاء الله بخير يا رب، ايا كان النتيجه ان شاء الله لعلها. فاحنا زي ما بقول لحضراتكم هذه لقطات من قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي عاملين استوديوهات حصريه وعاملين شغل حصر وعاملين تصوير حصري، فاحنا اللقطات دي من عندهم عشان يبقى بننسب الحكايه لصاحبها النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي. اتعمل النهارده التحدي جميل جدا. تحدي العمالقه. تقدر تقول عليه كده، تحدي العمالقة. الأهلي وبايرن ميونخ. والبايرن الأهلي يتحدثوا بالألمانية والبايرن بالعربية. تحدي جميل جدا، عجبتني الفكرة. فكرة إنها تتعمل قبل هذه المباراة الروح ما بين نجوم الأهلي ونجوم بايرن ميونخ. بايرن النهارده يتكلموا بالعربية، عايزكم تشوفوا وتركزوا، يا سلام هتضحكوا ضحك قد التحدي. وشوفوا هتلاقوا واحد ألماني، مش هقول لكم عليه دلوقتي، انتوا نفسكم هتشوفوه، كأنه متربي عندنا، متربي في حوارينا، حواري عندنا في كذا كده، وانت بتسمعه كده، وهو الجدع ده جاي منين وبتكلم كده ليه. طب شوفوا التحدي، الأهلي بايرن ميونخ قبل ساعات من القمة المرتقبة، القمة العالمية دي حاجة في التاريخ كده، في الذكريات، تاني في الذكريات. شوف لقطة ظريفة ان هي تبين الاثنين، اهلي بايرن ميونخ، البايرن وتينجو هو بيتكلم بيقول لك تلتة شمال بنهز جمال، لا هي جبال مش جمال، هو بيقول لك جمال كأنه جاي يعني عارف اللي هو ايه، انطق الكلمة، قول الكلمة. علي معلول طبعا شغال وكهربا والشناوي بسم الله ما شاء الله شغالين ولكن الفكرة كمان لطيفة جدا، انه ده التحدي ما بين الاهلي بايرن ميونخ، ليفاندوسكي طبعا، واللي بكرة زي ما بقول لحضراتكم اتكلمت امبارح ونفضل نتكلم عليه لحد ما ان شاء الله ربنا يسترها بكرة ان شاء الله، لكن مباراة للتاريخ، قمة مصرية ألمانية للتاريخ، تاني بقول في كأس العالم للأندية، ومصر طبعا بدر بنون وأبطال النادي الأهلي ونجومنا ورجالتنا إن شاء الله بكرة إن شاء الله زي ما بقول كده قد التحدي إن شاء الله، مباراة بالنسبة لنا في غاية الأهمية وبالنسبة للرجالة كمان، لأنه في الآخر كل واحد فيهم بيكتب لنفسه تاريخ، بيكتب لنادي الأهلي تاريخ، ولجمهور النادي الأهلي وللجماهير المصرية في كل مكان، اللي هي طبعا جمهور الأهلي اللي هو يعني جاهز بكرة، الملعب الاستاد بكرة كله أهلي، كله بكرة أهلي، مفيش حد بكرة يشجع بايرن ميونخ، كله بيشجع النادي الأهلي، كله غدا أهلي، أهلي
هو الأهلي غدا، نشجع بكرة إن شاء الله ونتابع أكيد هذه المباراة المرتقبة والمهمة. مصر، السيد الرئيس امبارح قمة الاتحاد الإفريقي بيتكلم على لازم نوصل اتفاق قبل أي ملء تاني. السودان نفس الكلام، توافق مصري سوداني وتحذيرات واضحة جدا على لابد من الوصول لاتفاق قبل الملء التاني. امبارح قمة الاتحاد الإفريقي برئاسة كونغو الديمقراطية والرئيس تشيسكيدي، وطبعا تحية وتقدير كبير للكونغو التي تحمل وتتحمل هذا الملف المهم واللي هو على رأس الأجندة الإفريقية اعتبارا من تسلم الكونغو الديمقراطية أمس رئاسة الاتحاد الإفريقي وكلمة الرئيس بالأمس. وركز الرئيس على الكثير من القضايا في القارة الإفريقية، ولكن كان أيضا قضية سد إثيوبيا. ماذا قال السيد الرئيس حول سد إثيوبيا والجزء الخاص بالسد؟ لأنه مصر والسودان تاني التعامل مع هذا الملف، وأنه قبل الوصول للملء التاني اللي إثيوبيا بتتكلم عليه في شهر 7 القادم. إثيوبيا السودان النهاردة بتتكلم على أي ملء أحادي هيهدد حياة 20 مليون، وأنه في تهديد للأمن القومي السوداني زي ما قالت السودان على لسان وزير الري وعلى لسان رئيس الحكومة عبدالله حمدوك. الاثنين اتكلموا بشكل واضح في هذا الأمر، بيهدد هو أمن قوم بالنسبة للسودان، وبالتالي يعني لا يتم إجراء ملء تاني قبل التوقيع وقبل الوصول لاتفاق. وده اللي ربما رئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي تقوم بهذا الأمر خلال يعني الفترة القادمة، والتوصل لتوافق كبير. السودان عايز الأطراف الدولية زي أمريكا والاتحاد الأوروبي يكونوا بدل ما يكونوا يعني مراقبين يدخلوا كوسطاء. السودان طالبت بهذا الأمر امبارح عشان أيضا الوصول لحل، وحتى يعني أنه تحذيرات من التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا وضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن السد. تعالوا نتابع ماذا شارك الرئيس بالأمس زي ما حكوا بتتابعوا، وهنتابع هذا الملف، ملف سد إثيوبيا، لأنه هو ملف أيضا بالنسبة لنا هو الملف المهم وعلى رأس أولويات الأجندة المصرية وتحركات الدولة المصرية. بكرة هيكون في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، هيكون طبعا بند رئيسي طلب مصر. مصر والأردن تقدم لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لعدد من القضايا في مقدمتها عملية السلام وحل الدولتين، ولا بد من وصول لحل دولتين في ظل ما يجري في المنطقة. وهيكون طبعا الإجراء الخاص ب ترشيح مصر للأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط كمرشح مصري لولاية تانية أو لفترة تانية. أربع دول بس لحد النهاردة ما بعتوش، لكن كل الدول العربية الـ21 عشان عندنا طبعا مقعد سوريا ما زال معلقا منذ 2011، وبالتالي عندنا 21 دولة، كل الدول بعتت ما عدا أربع دول لم يرسلوا موافقتهم حتى عشان أكون دقيق حتى السادسة مساء. في أربع دول ما كانوش بعتوا قبل ما أدخل هوا، كنت بسأل عشان مين اللي بعت، فكله بعت ما عدا أربع دول. مش هنقول الأربع دول النهاردة، جايز بكرة نقدر نعرف مين هم. أنا عارف الأربع دول اللي ما بعتوش، بس مش هقول أسمائهم النهاردة حد ما نشوف بكرة الاجتماع الوزاري وزراء الخارجية هينتهي على إيه إن شاء الله. فده من الحاجات اللي أيضا بكرة حدث من الأحداث المهمة اللي انتبه. تعالوا نتابع جانب من كلمة الرئيس امبارح والرئيس يتحدث عن سد إثيوبيا. إيه اللي مطلوب الآن نعمل إيه ونصل لإيه؟ نشوف. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة العادية 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الإفريقية ركز سيادته خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، السيدات والسادة، أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة، ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية، أخي السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة الحضور، يطيب لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لأخي فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على توليه رئاسة اتحادنا الإفريقي، متمنيا لفخامته النجاح والتوفيق في مهامه. في ظل هذه الفترة الصعبة التي تموج بتحديات وصعاب مختلفة تأتي على رأسها تداعيات جائحة كورونا وتنفيذ استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة القارية واستكمال مراحل التفاوض بشأنها وتفعيل التوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للاتحاد الإفريقي، كما أتوجه لأخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا ولجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة بخالص الشكر والتقدير على الجهد الصادق الذي بذل على مدار العام المنصرم نحو تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك ومواصلة ترهيم جهود الاندماج والتكامل الإقليميين في تلك الظروف غير المسبوقة التي يشهدها عالمنا اليوم. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر كذلك لأخي السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لقيادته الحكيمة لدفة المفوضية ولجهوده المستمرة للنهوض بأجندتنا الإفريقية وتنفيذ بنودها وأنشطتها في ظل التحديات والصعوبات القائمة، متمنين له التوفيق لإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية كرئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي. أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة، ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية، أود أن أثمن الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية في إطار عملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للاتحاد الإفريقي، ونتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس بول كوجامي على جهوده المقدرة الهادفة إلى الارتقاء بمنظمتنا العريقة، والشكر الموصول إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي على ما بذلته من جهد لتنفيذ مقررات القمم الإفريقية في هذا الشأن. وإذ تؤكد مصر على أهمية الاستناد إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي باعتباره الدستور الحاكم للدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد على حد سواء، وأخذا في الاعتبار الولاية الكاملة للدول الأعضاء على عملية الإصلاح، فإنها لا تشدد على أهمية العمل بالهيكل الجديد للتوظيف مع الالتزام بمراعاة الحصص والأنصبة في الوظائف وفقا لمبدأي التضامن ومدى مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الإفريقي. السيد الرئيس، إن التفكير في التكامل القاري لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، فالبرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات طموحة مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين وركيزة أساسية. جانب من كلمة الرئيس كانت أمام قمة الاتحاد الإفريقي اللي بدأ أعماله بالأمس واختتمت اليوم أعمال قمة الإفريقية. النهاردة وزير الاتصالات دكتور عمرو طلعت كان في مجلس النواب وطبعا تعرض لانتقادات كبيرة وزير الاتصالات من السادة النواب، طبعا كان لي كلمة وبيلقي بيان، ولكن عدد كبير من السادة النواب وجهوا انتقادات نظرا لسوء الخدمة، كلموا في أمور كثيرة، خدمة الانترنت، خدمات البريد، كلموا وعدد منهم وأنا بأسمائهم أحمد الطوقي، انتقد النائب أحمد الطوقي مكاتب البريد وقال إن عليها زحام كبير
وخاصة أثناء صرف المعاشات. كلموا على انتقادات لخدمة التليفون الأرضي وعدم جودة الخدمة خاصة بعد الاعتماد على الخطوط الأرضية لتوفير انترنت للتعليم وتعلم أولادنا. بعض منهم اتكلم انتقدوا بعض ضعف بعض الشبكات الخدمات المحمول خاصة في القرى والمحافظات، وده يكون جزء من الشغل اللي بيتم في القرى خدمات المحمول. وكان معنا الوزير عمرو طلعت الأسبوع اللي فات وكلمنا على جزء من الشغل الخاص به هيكون في القرى. النهاردة كان في شكوى من النائبة عبلة الهواري انه في ضعف في شبكات المحمول وخاصة بالقرى، وانه في تراخي وتقاعس في توفير بلاغات ضد الجرائم الإلكترونية. النائب عبد المنعم عبد العليم اتكلم على انه في بعض قرى ما فيهاش انترنت، وانه في يعني مشاكل في هذه الخدمة، وطلب بتخفيض قيمة خدمات الانترنت وتنفيذ الخطة خطة في القرى المحرومة وسرعة توصيل الخطوط الأرضية بتكاليف بسيطة بالنسبة للطلبة. نائب محمد مدينة اتكلم على المكاتب البريد واشتكى وانتقد مكاتب البريد، وانه دايما بيكون السيستم واقع والكلام ده، قال دايما بنسمع الكلمة ديت، وقال انه في بعض الناس غير مؤهلين للخدمة في هذه الاماكن. ونائب مدينة ايضا اكد انه لا توجد رقابة من وزارة الاتصالات على شركات المحمول وخدماتها، وخاصة هناك شكاوى كثيرة من سوء الخدمات في بعض الشركات. اتكلم على ايضا انه الطلبة انتقدوا سوء خدمة الشبكات، وخاصة في العمليات التعليمية الان اصبحت كلها قائمة على خدمة الانترنت، وكان هناك نقد كبير. النائب احمد فتح ايضا اتكلم انه ازاي لا تستفيد وزارة الاتصالات بالشباب اللي تم تدريبهم في الكثير من برامج التأهيل للشباب وسوق العمل. النائب طاهر سليم طالب بحل إشكالية شبكات الإنترنت، وقال إن هناك سوء خدمات وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين، وتساءل إيه الآلية اللي لدى الوزارة لحل مشاكل المواطنين في خدمات الإنترنت اللي بتقدم ليهم. ده جانب من الشكاوى الكتيرة اللي كانت النهاردة، وانتقادات كبيرة كانت موجودة النهاردة للوزير عمرو طلعت خلال تواجده في مجلس النواب. الوزير أكد أنه قطاع الاتصالات بيحقق أعلى قطاع نمو أو معدلات نمو بعدل 16% خلال العام الحالي المالي الحالي، وأنه ارتفاع الناتج المحلي للقطاع وصل إلى 107.7 مليار جنيه، بيساهم 4.4% نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أنه في مليون مواطن بيستفيدوا من 45 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، ويتم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد والعمل على تطوير 1500 مكتب خلال هذا العام. وقال انه في استثمارات 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال السنتين اللي فاتوا، و5.5 مليار جنيه خلال العام الحالي. و اتكلم الوزير عمرو طلعت انه تم اضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية، ويصبح عدد البيانات يرتفع إلى 75 قاعدة بيانات، وأن هناك تعاون كبير ما بين وزارة الاتصالات وباقي قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين. ده كان جانب أيضا من بيان الوزير عمرو طلعت النهاردة أمام مجلس النواب. امبارح الدكتور علي مصالح وزير التموين والتجارة الداخلية افتتح واحد من المشروعات الكبيرة اللي موجودة في مصر، هايبر استثمار إماراتي ضخم في مصر. وهذا الاستثمار ربما هنتكلم النهاردة مع الدكتور إبراهيم العشماوي، يكون معانا النهاردة إن شاء الله نتكلم على الاستثمارات في هذا القطاع، سلاسل التجارية الكبيرة اللي بتتم افتتاحها في مصر، وطبعا تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد طبعا من المسؤولين دكتور الوزير علي مصلحي وعدد من السادة المسؤولين.
في كمان دكتور جمال فتح الله اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة القابضة بورتو القابضة، واللي موجود أيضا في خلال الافتتاح، والوزير علي المصلحي اللي أكد أنه ده سلسلة من السلاسل المتميزة واللي بتوفر أيضا يعني ومصر بتساعد بتدي أراضي، بتدي أرض، ووزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات بتتولى عملية البناء، وهم بيتولوا بعد كده الإجراءات. يعني في مساهمة أيضا من جانب الدولة في تحسين الخدمة اللي بتقدم الناس أو نوعية ما يقدم الناس من منتجات بيقدم، ويتعاقدوا مع بعض الشركات، بيتعاقدوا مع بعض المصانع، بيتعاقدوا مباشرة، وبالتالي يقدروا يوفروا هذه الخدمات للمواطنين، بيلاقوا يعني خدمة متميزة للناس، وطبعا بتكون أسعارها كويسة يعني في متناول الناس، وتقدر توفر خدمات لأكثر من يعني في أكثر من منطقة، وهذه المناطق أيضا بتوفر، بتكون يعني إتاحة المعروض للمواطنين بأسعار يعني في متناولهم، ويقدروا زي ما بقول لحضراتكم كده زي ما احنا بنشوف السلاسل دي برة، يعني موجودة منتشرة في السعودية، منتشرة في الإمارات، ولكن كمان السعودية بنشوف كتير جدا، والإمارات طبعا، لكن أيضا من الأماكن الكتيرة موجودة منتشرة في السعودية بشكل كبير جدا، وليها يعني سلاسل موجودة في عدد من الدول العربية، هذه السلاسل اللي معروفة واللي مش محتاجة يعني أنه حد يتكلم عنها، ولكنها موجودة النهاردة، أصبحت موجودة في مصر بالتعاون والشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. تعالوا نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم قبل أن أنتقل إلى ضيفي الكريم. نشوف التقرير. انطلاقا من الخطة القومية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، واستمرارا لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ مزيد من الاستثمارات في شريان الاقتصاد المصري، شهد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح هايبر لولو بالتجمع الخامس، احدى السلاسل التجارية، والذي يأتي ضمن اتفاقية وزارة التموين لإقامة 4 مراكز تسوق تابعة لمجموعة اللولو، بما ينعكس ذلك على تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية. القاهرة الكبرى طبعا هي تمثل أكبر مجال لتجارة التوزيع وتجارة التجزئة، وبالتالي إنما لم نكتفي بذلك، ولكن هيبقى موجود في كل محافظة فيما بعد من المنصورة لطنطا لكل هذه الأمور. النقطة الثانية المهمة جدا إن كل هذه الاستثمارات بالمشاركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تنمية التجارة، إن هي بتقوم بإيجاد الأراضي المرفقة وتقوم بترفقها وتجهيزها بحيث تكون جاهزة للعملية. ثم بعد ذلك جالنا نوعين من الشراكة، إن في شراكة إن وزارة الإسكان ممثلة في جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بيقوم بالبناء، ثم المستثمر يقوم بالتشطيب والعمل كل ما يلزم في إدارة الهايبر، سواء ده أو المستثمر يقوم بكل ده، فإحنا لا بل بالعكس بنزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولا نمثل أي عبء على الموازنة العامة للدولة، وكذلك بيتم مثل هذه المؤسسات التجارية المنتظمة اللي هي لها أهمية كبيرة. وأشكرك جدا على السؤال، إن هي لو نيجي نبص لمراحل تداول السلع، يعني احنا شفنا الأسماك هنا النهاردة وشفنا البوري بكام ومش عايز أتكلم، ولا البلطي بكام ولا كذا، هنا اتفاق ما بين مجموعة دولو ومزارع غليون أو مزارع الفيروز أو كذا، فبيتفق اتفاق مباشر، فبياخد من المزرعة لمنطقة التعبئة والفرز والتنظيم بتاعته، ثم يعرضها على مين؟ على المستخدم النهائي. إذن هنا حلقات التداول قلت،
بدل ما كان بيتباع ثم يتباع في سوق جملة ثم يتباع نص جملة ثم يتباع لتجزئة. والمشكلة الحقيقية عشان بس ما نظلمش التجار، التجار كلهم ناس شرفاء وبيقوموا بعمل جيد جدا، ولكن تكلفة النقل هنا بقى اللي بتوفر. طبعا التجارة الداخلية من أهم شرايين الاقتصاد المصري، والاهتمام بالتجارة الداخلية فيها إضافة عالية جدا للناتج القومي، لأن تكلفة فرصة العمل في التجارة الداخلية أقل بكتير جدا جدا من تكلفة فرصة العمل في أي صناعة تانية. وأنا بعتقد أن تنمية هذا المجال اللي خاص بالتجارة الداخلية من أهم الأهداف التي يجب أن تعمل عليها الحكومة المرحلة اللي جاية، لأنها أولا بتعمل تنظيم شامل للتجارة الداخلية إضافة للدخل القومي، تكلفة فرص العمل بتبقى قليلة جدا، يبقى بتساهم في تقليل البطالة، بتساهم في خلق فرص عمل بتكلفة قليلة جدا في حال تنظيم هذه الصناعة الهامة جدا. في البداية أحب أرحب بسيادة الوزير علي مصالحي، شرفنا اليوم في افتتاح هيبة لولو ماركت، أحد أكبر هيبة لولو ماركت في جمهورية مصر العربية ب 9500 متر بأحد مشاريع مجموعة بورتو القابضة. افتتاح هذا المشروع يمثل لنا نقلة وخطوة عظيمة للتوجه للقطاع لزيادة التجارة الداخلية وتوسع في قطاع التجزية والمواد الغذائية. المشروع تم تنفيذه وفقا لخطة جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمناطق اللوجستية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة أسواق منظمة، بما يساهم في انضباط الأسعار وتنمية قطاع التجارة الداخلية. شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي. نروح لشرم الشيخ، المؤتمر الخاص بالتنمية في سيناء، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الكاتب الكبير الأستاذ كرم جابر، ومبارح كان طبعا دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كان أيضا هناك ندوة تمت أول مبارح. نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود وضيف الكريم دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين. تحت عنوان سيناء بين الحاضر والمستقبل، أقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ندوة تثقيفية بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استعرض خلالها أهم التطورات التي شهدتها المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا وكذا الرؤية التنموية للمحافظة، كما استعرض دعم القيادة السياسية للمحافظة لتصبح مدينة شرم الشيخ هي مدينة السلام وأحد أهم المدن السياحية حول العالم. احنا عاملين ده عشان نبين ايه اللي تم، احنا بنكلم بعض، وحتى الناس يعني يقول لك الناس مش عارفة يعني ايه جنوب سيناء، يعني ايه الطرق اللي اتعملت، يعني ايه الجامعة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي بنتكلم منها، يعني ايه الاسكان، يعني ايه، ناس كتير مش عارفة، فاحنا بنعرفهم ونقول لهم الشباب والرياضة، يعني عشان يبقى في حمام سباحه في مدينه الطور. مدينه الطور دي بقى لها من يعني كام الف سنه موجوده، عشان في حمام سباحه، فيها حمام سباحه دلوقتي، فيها شاطئ عام، الناس بتنزل كده تروح على الشاطئ تنزل، في شاطئ عام، في 10 غرف دي يوز، في فيها في اوفيس كبير جدا الناس بتروح، الاهالي بتاخد بعضها وتطلع تقعد. الكلام ده كان حلم. انت يمكن تقولي ايه اللي بيتكلم على شاطئ عام ده؟ هنا كانش حد الا بيعرف شاطئ عام، ولادنا كانوا محرومين، البدو كانوا محرومين كتير. الوقت انت شايفه مدارس، هنحتفل باخر مدرسه في اخر وادي تخش في تعليم، ومش كده بس، انا هعلم البنات هم هنا عادات وتقاليد معينه، ما بردوش يركبوها عربيه ودوها تتعلم اعدادي في المدينه، مش كله. طب انا اعمل ايه؟ هعمل لهم مدارس اعدادي، لان جوه الوديان في مدرسه فصل واحد، هنعمل لهم مدارس متحركه. ورحت لوزير التربية والتعليم مرتين وثلاثة، وهو الراجل يعني مشغول بقى في كورونا وكده، إنما أنا موجود ولغاية أما التجربة دي تنجح وبناتنا يدرسوا في مدرسة، هو هي في المدرسة هيدرسوا، هتدرس إعدادي في نفس المدرسة في 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 المكان بتاعها في القبيلة بتاعتها عشان تتعلم، وبعدين لما تكبر بقى تيجي بقى جامعة الملك سلمان،
تيجي بقى جامعه الجامعه اللي احنا الحكوميه اللي احنا بنعملها، تيجي جامعه شرم الشيخ الخاصه، سيادة الرئيس صدق لنا بجامعه هنا في شرم الشيخ مع توأمه مع كينجز كوليدج البريطانيه. سيادة الرئيس اوير قوي باللي بيحدث ودارس قوي الطباع والناس، وكان سعادته كبيره قوي يوم ما عملنا مضمار الهيجن، جيب نفسه مع الشيخ محمد بن زايد عشان يفتح هذا المضمار، لان هذا المضمار بيخدم اهالينا، بيخدم بدو جنوب سيناء، موروث وتراثي وسيناوي بيعشقوه. هو ذلك بيجي وجه وحضر معاهم واتعمل قريه تراث، وهنبتدي نشتغل بحيث ان اولادنا البدو ينعموا بهذه المميزات، لانه بيبيع وبيشتري ويتاجر في الجمال وبتاع وياخد جوائز، دي موروث هو احنا بنحييه معاه. ارض سيناء حين تسلمناها من الاحتلال، وعلى فكره يوم 19 مارس القادم ذكرى العيد القومي، ذكرى رفع العلم المصري فوق طابه وتحرير اخر منطقه من سيناء، ودي ايام كويسه جدا، ايام بتذكرنا بالبطولات والانتصارات، بروح النصر. هذه الروح القويه هي اللي تحكمت او هي اللي بتدير المشروعات في الست سنوات الاخيره، زي ما شفنا في كباري وفي طرق وفي مزارع وفي مصانع، وكمان فوجئنا ان سيناء كمان او شرم الشيخ هي محافظه زراعيه، بتنتج فواكه وبتنتج خضروات وبتنتج حبوب وخلافه. يعني المشروعات اللي تمت يعني نقلها للناس كما هي على ارض الواقع، وحضراتكم بالكاميرات وبالكلمه كل واحد بيشوف عينيه، وما حدش بيقول له اكتب او ما تكتبش او انقل، الكاميرا دي صادقه جدا ولا تعرف الكذب. فالناس شافت المشروعات اللي تمت في سيناء في الست سنوات الاخيره وتعادل عشرات ما تم عمله في سيناء في كل على مدى فترات التاريخ. سيناء على وجه العموم وشرم الشيخ بوجه خاص فيها مشروعات كثيره جدا، وزي ما احنا عارفين ان هي تقريبا 6% من مساحه مصر سيناء، محافظه الشمال ومحافظه الجنوب، وفي خريطه استثماريه كبيره معده بدقه وبيصرف فيها المليارات. يعني خلال سنوات قليله ان شاء الله سيناء هتبقى قاطره من احدى قاطرات التنميه والاقتصاد المصري، هتساعد كثير في استقبال اعداد كبيره من السكان ونتخلص من الازدحام اللي موجود في الوادي وفي الدلتا. فهنا البنية الأساسية اللي معمولة دي للمستقبل والأجيال القادمة. تضمنت عملية تطوير التعليم الأساسي والجامعي والتطوير الصحي وبدء العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي، وكذا تطوير مراكز الشباب والنوادي الرياضية والطرق الداخلية للمحافظة والمحاور الرئيسية لتظهر بشكل يليق بمصر أمام مختلف جنسيات العالم التي تزور المحافظة. لا ده انجاز، وانجاز تاريخي، ويحسب الرئيس عبد الفتاح السيسي ان لا في تنميه في سيناء، وسيناء اختلفت، جنوب سيناء اختلفت عن ما سبق. لا العهد ده لا موجود، التنميه موجود، الثقافه موجود، الوقت تقريبا عندنا بنسبه كبيره اللي كنا بنعاني منها وقال جنوب سيناء اللي هي الجامعات. الجامعات لا دلوقتي موجوده عندنا، ودلوقتي في طرح نازل لانشاء جامعه حكوميه تخدم اهل جنوب سيناء، لانها عندنا مشكله كانت في التعليم، كانت الطلبة كان كلها تنزل المحافظات برا، فطبعا كان بتواجهنا مشكلة التوظيف، لأن التوظيف كان بيقول لك من درجة امتياز حسب تقديرك في الجامعة وانت نازل. طبعا الطالب مش تحت عينين أهله، كان بينزل تحت، فلما يجي يقدم في وظيفة لا ملوش فرصة. لا دلوقتي الوضع اختلف تماما، لا موجود الجامعات، موجود عندنا الزراعة، موجود عندنا المشاريع الاسكان، اسكان اجتماعي او اسكان بدوي او اسكان تعاوني، لا موجود. لا الوضع اختلف خلال الست سنين اللي فاتوا، لا سيناء بقت لها وضع ثاني خالص. حلم كان بيحلم بيه ابناء محافظه جنوب سيناء وابناء سيناء ان يبقى عندهم جامعه تقدم الخدمات التعليميه المتطوره ويبقى فيها تخصصات متطوره ابنائها يقدروا يشتركوا فيها. هذا الصرح وهذا الانجاز هو شاهد على حجم التنميه وحجم التطور اللي شهدته محافظه جنوب سيناء. احنا بنتكلم النهارده في معدلات وميزانيات ومبالغ مهوله عرضها السيد المحافظ النهارده والاجهزه التنفيذيه عن مدى التقدم والتطور اللي حصل خلال الست سنوات اللي فاتت. احنا شايفين تنميه حقيقيه، شايفين فعلا تواكب مع خط سير الدولة المصرية في معركة بناء الإنسان المصري ومعركة التنمية. محافظة هي مركز للسحر والجمال،
حباها الله بطبيعة برية ومائية خلابة، وها هي الدولة المصرية لا تدخر جهدا لتطويرها حتى أصبحت مدنها قبلة للسائحين من مختلف بقاع الأرض. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي. ترجع مع حضراتكم مرة تانية وضيف الكريم دكتور إبراهيم عشماوي. دايما كنا بنسأل، الأكل عندنا بسم الله ما شاء الله مفيش حاجة ناقصة يا جماعة، كورونا مرت سنة وداخلين اهو سنة وشهرين دلوقتي، سنة بالظبط والحمد لله كل حاجة موجودة، هي الحكاية دي اتعملت ازاي؟ هو مصر وبنصدر كمان، يعني الحمد لله اكتفاء ذاتي وايضا بنصدر. خلينا نسأل دكتور إبراهيم، اولا برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك احمد بيه والسادة المشاهدين. حققنا هذه المعادلة ازاي واحنا عندنا بجد استقرار، ولا يعني الوضع ايه؟ بجد زي ما حضرتك قلت ان في فترة اللي كانت فيها الاسواق في الخارج ودي اسواق كبيرة، يعني الدول بتشهد معدلات نمو ودول مستقرة اقتصاديا، بريطانيا شهدت كثير من الازمات خلال كوفيد. مصر لم تشهد اي ازمة في اي سلعة، لم يحدث اي نوع من القصور في اي سلعة في أي حتة على مستوى الجمهورية، ولم تحدث تحركات سعرية. عشان نصل إلى هذه المعادلة وهذه الشكلة وراها بقى سلاسل إمداد وتنوع في الإنتاج وضمان استقرار المخزون، عشان لو حجم الاستهلاك زاد، تعرف حضرتك في مواسم حجم الاستهلاك فيها بيزيد، إحنا إن شاء الله مقبلين على شهر رمضان الكريم، عادة الاستهلاك بيتضرب في 2 من الشهر العادي. يعني أنا لو عندي شهر حجم الاستهلاك في سين، في شهر رمضان بيبقى 2 سين. اللي حدث في الكورونا ان حجم الاستهلاك زاد بقى 3 سين، يعني 3 اضعاف ما كان يستهلكه المواطن المصري. عشان الناس قاعدة في البيوت ولا ايه؟ لسببين. الخوف. انت عارف الناس لما بتخاف بتخزن. خزنوا. مش كده؟ نعم. ولما بتقعد في البيت بتاكل اكتر. فبتستهلك اكتر. نعم. تمام؟ يعني في كورونا استهلاكنا 3 اضعاف. نعم. ومع هذا لم يشعر المواطن المصري بأي نقص في أي سلعة أو أي زيادة سعرية في أي حتة. إحنا عندنا ما يقرب من 40,000 منفذ موجود من محلات البقالة وجمعيتي ومحلات أخرى لوزارة الزراعة وخلافه، لم يشعر المواطن بأي نقص في أي سلعة. وأتصور أن القاصي والداني يشهد بهذا الأمر. بس وراء الأمر ده مجهود كبير جدا، عشان أنت تقدر تنوع سلاسل الإمداد وتأمن الإمدادات بتاعتك من دول، مثلا القمح أنت بتاخد القمح من 5-6 دول، ممكن مواني قفلت مش كده؟ طب لازم يكون عندي مخزون. حصل بعض الاضطرابات في المواني، لازم يكون عندي مخزون. فأصبح لدينا مخزون آمن يصل إلى 6 شهور في 24 سلعة أساسية موجودة، وده بيمثل 70-80% من استهلاك المواطن المصري. يبقى أنا مأمن بالظبط كده احتياجات البلاد لست شهور. في بعض السلع عندي فيها 10 شهور زي الدواجن زي اللحوم. في تعاقدات الحقيقة مع السودان ودول أخرى. وإنك أنت تنوع مصادر الإمداد ده مهم جدا، عشان لما سوق يقف أو مينة تقفل يبقى عندك مجموعة من البدائل الأخرى. القمح مثلا، الزيت، السكر، يعني الحاجات الأساسية. قمح، سكر، زيت، رز، مكرونة، شاي، مسلة، منظفات، سمي كما تريد. هذه المقررات التموينية وهذه السلع الأساسية، وهناك متابعة يومية من فخامة الرئيس للإطمئنان على المخزون والإطمئنان على الأسعار بما فيها الخضر والفاكهة اللي هي خارج المقررات التموينية. وإحنا الحقيقة في الفترة اللي فاتت لم نشهد أي زيادات سعرية ولا حتى في الخضر ولا في الفاكهة. مش كده؟ فده وراء مجهود كبير جدا، ويشهد لنا القاصي والداني ان حتى بشهادات المؤسسات الدوليه ان مصر لم تشهد. ايه اللي حصل؟ طيب هقول لحضرتك. ما هو لازم نقول. ما هو لازم نقول للناس ونوعي الناس. بالظبط. مش كده؟ نعم. كان ناس بتراهن ان في ازمه كورونا هيحصل نقص في السلع. تمام؟ لان احنا بنستورد جزء كبير من استهلاكنا. فكانت لازم سلاسل الامداد بتاعتنا تشتغل مع المواني الخارجيه ومع مصادر هذه السلع في الخارج بصفه يوميه على مدار الساعه. هذه واحده. كل الشركات الصناعات الغذائيه في مصر بدل ما بتشتغل ورديتين بقت تشتغل 3 ورادي. ليه؟ لان عندي حجم الاستهلاك
كتير ضعف، فلازم يقابل حجم الاستهلاك ده حجم انتاج مكثف، سواء من الداخل او من الخارج. فالنتيجة او المحصلة ان مجهود سنوات في بناء احتياطي استراتيجي، خلي بالك بناء الاحتياطي الاستراتيجي ما هواش وليد لحظة او شهر او شهرين او مجموعة تعاقدات يومية، لا دي نتيجة عمل على مدار اعوام. وفخامة الرئيس كان دايما بيسأل محتاجين قد ايه عشان نكون احتياطي استراتيجي، محتاج قد ايه تمويل، يا وزير المالية وفر هذا التمويل لهذه السلع. ده كله ليه؟ لان عارف انا دايما بقول ممكن في المدارس يتم تعطيلها، ممكن في الصحة مستشفيات تشتغل بنص طاقتها، اما في الاكل فكل يوم انت لازم تاكل، كل يوم لازم تنزل تتسوق، تمام. واهم سلعة عندنا هي الخبز. احنا كل يوم الصبح اشتعرف مصر قد ايه عظيمة وحجم استهلاك كبير قد ايه، احنا كل يوم الصبح بننتج 275 مليون رغيف، ده كل يوم الصبح. اقول تاني الرقم؟ ايوه تاني، 275 مليون رغيف كل يوم الصبح بيتم انتاجه في 32 الف مخبز تمويني. انت عندك قلاع صناعية زي شركة السكر، احنا عندنا 75% اكتفاء ذاتي من السكر، مش كده؟ النهاردة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح بنزوده كان دايما شهر شهرين، النهاردة بقى 6 شهور او بمعنى اصح 5 شهور و7 من 10. الزيوت نفس القصة. فانت بتتكلم على محفظة اقتصادية هامة بتهم المواطن المصري. تكاليف قد ايه كل ده؟ شوف يعني لو انا بتحدث هقول لحضرتك ضخينا قد ايه عشان نعمل ده. هقول لحضرتك دايما بنبص على مقدار الدعم في موازنه الدوله. مقدار الدعم ما يقرب من 338 مليار جنيه في موازنه الدوله، جزء منه للمحروقات، جزء منه للتعليم، جزء منه للصحه، وجزء كبير منه للاكل والشرب. كام؟ التلت 90 مليار. يعني 90 مليار تقريبا هي مخصصات لدعم السلع ومشتريات السلع من الخارج، واهمها طبعا القمح. تعرف احنا من اكبر الدول المستوردة والمستهلكة للاقماح، فدي نقطة هامة جدا. فعشان نعرف قد ايه كان الدعم بيتكلم في كام؟ في 15 جنيه، النهاردة بقى اكتر من 3 اضعاف. فخامة الرئيس ادى تعليمات دعم يبقى 50 جنيه. الخبز خلي بالك الدولار بيجيب كام؟ كام رغيف عيش؟ بيجيب 300 رغيف عيش. اديني اي مثال الدولار ان شاء الله بيشتري 300 حجر، مش موجود. فانت عندك الدولار بيشتري 300 رغيف عيش، فانت عندك المواطن بيحصل على 5 ارغفة يوميا. القيمة الغذائية للخبز البلدي افضل من الخبز الاخر، القيمة الغذائية، الطعم افضل من الخبز الاخر، مش هقارن المخبوزات الاخرى. فالمواطن بيتحصل على قيمه غذائيه من الخبز تفوق اي قيمه غذائيه لنفس الخبز في اي دوله اخرى. المصريين بيصرفوا قد ايه على الاكل والشرب؟ طيب ده سؤال مهم جدا. خلينا نقول ان المصريين صرفوا قد ايه السنه اللي فاتت، صرفوا على كل حاجه سنه كورونا، سنه 2.1 تريليون جنيه. ايه ده اللي هو ايه؟ حجم استهلاك المصريين طبقا لتقرير فيتش عن السنة الماضية، هقول تاني الرقم، 2.1 تريليون جنيه. طب قد ايه اتصرف في الاكل والشرب؟ 700 مليار. اقول الرقم تاني؟ بنهاية سنة 2020 اجمالي ما تم انفاقه واستهلاكه من قبل المصريين 2.1 تريليون، تلتهم تم استهلاكه في الاكل والشرب، سلع غذائيه تقدر ب 700 مليار، ده انا شلت كمان الجزء بتاع التدخين. عندما يعني لو ضفناه يعني نتكلم في 120 مليار. لا خلينا التدخين بعدين، لكن بتكلم على الاكل والشرب. اللي هو الرقم 690 مليار جنيه. يعني مجازا 700 مليار. يعني رقم يبقى يتحفظ. 700 مليار جنيه ما تم استهلاكه وانفاقه على بند الاكل والشرب. طبعا كان حصل زياده في الاستهلاك في الاكل والشرب للاسباب اللي انا ذكرتها، يعني الحاله المزاجيه دايما
بتختلف مش كده، والقوة الشرائية بتختلف طبقا للدخل. فبالتالي ما حدث ان المصريين خلال العام المنصرم انفقوا واستهلكوا سلع غذائية تقدر ب 700 مليار. طيب السؤال بقى، وانتوا قدرتوا تلحقوا على ده؟ قدرنا نلحق على ده، فدي شهادة من كل المؤسسات الدولية. بنقول ان احدى المؤشرات الهامة في صناعة الغذاء هو قدرتك على تكوين احتياطات آمنة من السلع. بنعرف عندكم في الوزارة اكتر حاجة بنجيبها ايه؟ الناس بتشتريها ايه؟ لو انا عملت يعني تصنيف طبعا الاقماح والحبوب هي دي اكتر حاجة. الناس المواطن اكتر حاجة بيشتريها المواطن يعني في يعني صناعة حجم من ال 700 مليار دول كام مثلا على لحوم، كم على كم كذا يعني، هل عندنا ده؟ كويس، ودي بتختلف من محافظة لمحافظة يعني مثلا تلاقي محافظة اسكندرية حجم استهلاكها في الرز بيختلف عن حجم استهلاك محافظة اسيوط في الرز. تمام، فعندنا كل المؤشرات على استهلاك 24 سلعة على مستوى الجمهورية. يعني مثال في موضوع اللحوم والدواجن، المصريين بتاكل ايه؟ اسماك ولا دواجن ولا لحوم؟ دواجن ده يجي في المرتبة الأولى لأسباب عديدة ممكن نتحدث فيها. وبعد كده تيجي اللحوم. طب اللحوم الطازجة ولا المجمدة؟ تمام، وبعد كده تيجي الأسماك. ونتكلم على البروتين والبروتين ده لزاما يعني. طيب يعني لو تبص على حجم إنفاق بقى المصريين من الدخل بتاعهم على الأكل والشرب هنلاقي التلت. يعني تلت إنفاق الدخل على الأكل والشرب تمام. فده يدي لك الوزن النسبي والقيمة الهامة لموضوع الأكل والشرب. طبعا المصريين بيستهلكوا سلع أخرى زي ما قلنا، مثلا السلع الترفيهية أو السلع اللي فيها رفاهية ابتدت يبقى عليها زيادة خلال الفترة السابقة. تمام، ده بيبان من حجم المشتريات والتصنيف بتاع السلع في هذا المؤشر. فأما تيجي النهاردة تقول مصر دي سوق عظيمة جدا، عشان كده المستثمرين بيفضلوا مصر كوجهة للاستثمار. ليه؟ لأن مش بس حجم السوق اللي هو 100 مليون، القوة الشرائية بتاعت السوق كبيرة. مفيش حد زينا في المنطقة خالص. معدلات خالص. الاستهلاك مش كده؟ خالص. المنطقة لا مفيش حد زينا. أنا بقول لحضرتك خالص في الـ في الـ في, الـ في الأقماح أو في الخبز ده احنا بالرقم ده في دول ممكن 10 سنين مثلا ولا 20 مثلا، لا 100 سنة مثلا. 100 سنة حصلنا يعني يعني مش عايزين نسمي دول، انما انا بقول لحضرتك انت عندك سلة سلعية مهمة جدا بالنسبة للمواطن، ويجب الا نمس هذه السلعة من حيث الأسعار. والسلة دي اصبح فيها تنوع كبير. تمام، يعني انت النهارده عندك لحوم، عندك اللحوم مثلا موجودة في الجامعات الاستهلاكية بأسعار منافسة للغاية عن بقية السلاسل التجارية، سواء اللحوم طازة أو لحوم مجمدة. وممكن نتحدث على أسعار 65 جنيه وبنتكلم على 80 جنيه، 65 المجمد و80 جنيه الحي. فالنهاردة أنك أنت تقدر تلاحق على هذا الحجم الكبير من الاستهلاك في هذا الظرف، فأنت النهاردة أصبح لديك لا هو دايما الشهادة أنه ما فيش سلعة نقصت وما وقفناش طابور زي برة، ناس كانت تقف طابور وبيتخانقوا عشان ياخدوا حاجات، احنا ما حصلش عندنا ده في مصر. بريطانيا حضرتك الناس كانت بريطانيا وامريكا واستراليا عشان العيش كتير وفي فرنسا وفي المانيا صحيح، واحنا بنتابع هذه الاسواق وبنشوف اللي موجود وايه اللي مش موجود. طب النهارده هل في قريه او نجع على مستوى الجمهوريه حس بنقص اي سلعه؟ خلي بالك المواطن لو حس ان في سلعه على الرف مش موجوده فاحنا كان دورنا ان دايما في احلال لهذه السلع. اول ما يحصل مسحوبات كثيره على السلع بنعمل ايه؟ تعويض وضخ. تمام، فبنتدخل في الحفاظ على الاحتياطي والحفاظ على حجم المعروض بغض النظر عن حجم الاستهلاك. عندنا المخازن استراتيجيه نقدر نقول كده. ده بقى نقطه مهمه جدا. التوجيه فخامة الرئيس ان احنا نعظم حجم الاحتياطي السلعي. احنا قلنا متوسط عندنا ست شهور. توجيه فخامة الرئيس ان احنا يكون عندنا احتياطي يصل الى 9 شهور و10 شهور. طب عشان يبقى عندك احتياطي يبقى انت عايز مساحات تخزينية. طب هل المخازن اللي عندك تستوعب ال9 وال10 شهور؟ فاحنا خدنا قرار ان احنا نعمل حاجة اسمها مستودعات استراتيجية.
على مستوى 7 محافظات بحيث كل مستودع يخدم على 4 محافظات تقريبا. فطرحنا مجموعة من الاستودعات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، المرحلة الأولى كانت 4 مستودعات. خلي بال حضرتك المستودع الواحد بيكلف كام؟ من 3 لـ5 مليار. أقول تاني، المستودع الواحد الاستراتيجي بيتكلف من 3 لـ5 مليار. طب هل الدولة، احنا ولا حد معنا شركاء؟ لا احنا بنطرح على القطاع الخاص. وعشان اجذب القطاع الخاص قلت للقطاع الخاص ايه، انا هأجر منك 30% من هذه المساحة. يبقى ضمن القطاع الخاص كاش فلو او تدفقات نقدية من الحكومة ان هي هتخزن في هذه المساحة 30%. وده كان طرح الحقيقة عظيم عشان نقدر ان احنا نحفز القطاع الخاص لبناء هذه المستودعات. زمان مثلا في الصوامع تعرف دايما كنا بنقول ايه، نحن في احتياج للقمح، نحن نستورد مرتين حجم انتاجنا المحلي. طب القمح ده لما نجيبه كنا بنحطه في شوان، الشوان ديت الطيور بتاكل القمح، بتتسرق، نصها بيضيع لما فخامة الرئيس جه بعلاقتنا السياسية مع الإمارات تم بناء 35 صومعة إضافة إلى 40، فأصبح عندنا صوامع 75 صومعة في القطاع الحكومي لدى الشركة القابضة للصوامع. طيب تقدر تخزن قد إيه؟ الشطارة بس إنك مش أنت تستقدم الأقماح، استخدام الأقماح شيء وتخزينها شيء آخر. نعم. فبقى عندنا ساعات تخزينية تصل إلى كام؟ 3.6 مليون طن، اللي هي تكفينا قد ايه؟ 6 شهور. كان زمان عندنا الساعات التخزينيه كام؟ 1.2 مليون طن. يبقى انت في اربع سنين عملت 3 مرات حجم الساعات التخزينيه اللي موجوده كانت. ودفعت في الدعم 3 اضعاف ما كان الامر علاش. تعرف بس ان الملف الاقتصادي ده ملف يهم كافه المصريين. هو كام واحد بيدعم في هذه الدولة؟ نعم 60-70 مليون. 72 مليون في دعم الخبز و 64 مليون في دعم السلع التموينية أو المقررات التموينية. فأنت الحقيقة عندك زخم وعندك قواعد بيانات وحصل تصفية وتنقية وتعمل محددات عشان يصل في النهاية الدعم إلى مستحقيه. فخدت بال حضرتك المنظومة، سلاسل إمداد، استيراد، تخزين، انتاج محلي، تنويع مصادر الإمداد. ايه اللي فرق عندنا في الانتاج المحلي؟ طيب ده سؤال عظيم جدا. الحقيقه ان القطاع الخاص، ودايما فخامه الرئيس بيقول ان احنا ندي مساحه اكتر للقطاع الخاص. فلقينا الحقيقه مشاركه القطاع الخاص في الصناعات التجاريه او الصناعات الغذائيه بينمو بمعدلات كبيره. اقول لحضرتك معدلات النمو وصلت ل 12%. 12% احنا عندنا كيانات في الصناعات الغذائيه ليس لها مثيل في الخارج. كنا دايما زمان بنتكلم على قهوه ادفينا. فاكر حضرتك قهوه وعلامه التجاريه بتاعت قهوه ادفينا وتغزو الاسواق الخليجيه وخلافه. النهارده عندنا اصبح سله من السلع الموجوده لدى القطاع الخاص، انتاج القطاع الخاص، وبتصدر الى الخارج واصبح ليها تواجد على الارفف الخارج. خلي بالك عشان تزاحم المنتجات الخارجيه وتصل الى الارفف الخارجيه. طب انا هدي لك مثال حضرتك. عندنا سلسله تجاريه كنا بنفتتحها امبارح، احدى السلاسل الهامه اللي قررت تضخ في مصر، وخلي بالك من الرقم، نص مليار دولار في سلسله تجاريه في صناعه التجزئة. وافتتحنا الهايبر بالأمس، وحضرتك أشرت في التقرير بالأمس. السلسلة دي أكبر سلسلة في الخليج وفي الشرق الأوسط، وكان ليها هنا في مصر متجر واحد بس. النهاردة بتستهدف في مصر يكون ليها كم متجر؟ 16 متجر. انتهت من 3، وقبل نهاية هذا العام 3 تانيين، والعام القادم هتضاعف حجم المتاجر. داخلين معاها كوزارة؟ احنا بنطرح الاراضي وبنخلي هيئه المجتمعات هي تبني هذا المتجر، وبعد كده هو بيأجر هذا المتجر في 19 سنوات او اكثر. ومش كده بس، خلي بالك كل ما السلاسل التجاريه دي تتواجد وتتوسع انت بتزود حجم اتاحه المنتجات. يعني ايه حجم الاتاحه؟ يعني بتزود حجم المعروض. لما حجم المعروض بيزيد الاسعار
نعم بتنخفض. طب لما السلاسل التجاريه دي تتواجد في كل المحافظات تبقى عايزه مناطق لوجستيه. نعم. لان المنتجات دي بتيجي منين؟ من المنطقه اللوجستيه ومن المخازن بتاعتها. الفروع هتبقى خارج القاهره يعني في حاجات مثلا محافظات اخرى؟ نعم. يعني احنا بنستهدف لهذه السلسله ان هي تتواجد في 7 محافظات غير القاهره وغير اسكندريه. تمام. فاحنا بنديهم هذه الاراضي بنطرحها عليهم وبنرفق الاراضي ديت وبيجي مطور او مستثمر يبني المتاجر ديت وهم اداره وتشغيل. نفس القصه هتسمع حضرتك في ابريل ان شاء الله على اسواق جمله للخضر والفاكهه مع الجانب الفرنسي. احنا تعاقدنا مع الجانب الفرنسي ودي اكبر شركه اداره او اكبر شركه اداره لاسواق جمله متخصصه في العالم في باريس. تمام. وهينتهوا من الدراسه الفنيه ونقدر نقول مصر في احتياج كام سوق للخضر والفاكهه على مستوى الجمهوريه ومساحات قد ايه ومواقعها فين. لان الحقيقه احنا في اسواق الجمله للخضر والفاكهه يمكن عندنا 28 سوق جمله منظم وعندنا طبعا مئات من السويقات الموجوده على مستوى المحافظات حتى في القاهره. احنا عايزين ننظم هذه الاسواق بشكل احترافي. فتعاقدنا مع شركة فرنسية. تعرف زي في الفنادق يا أحمد بيه، الفنادق أنت ممكن تعمل فندق عظيم جدا بس إدارته وتشغيله مش بكفاءة الأصل. فبتستقدم المتخصصين في إدارة هذه الأسواق. وده الحقيقة اللي احنا بنعمله النهاردة في أسواق الجملة الخضر والفاكهة. هتسمع عن أسواق بنعمل سوق واحد ولا بنعمل النهاردة. النهاردة عندنا أكثر من 4-5 أسواق بيتم تنفيذهم في أكثر من محافظة. وإن شاء الله يمكن في الطرح احنا يوم 31 يناير الماضي ده حاجة زي سوق العبور ولا حاجة مستوى تاني أو لا بالظبط زي ما حضرتك بتقول نفس الحجم بتاع سوق العبور. خلي بالك هي كل محافظة استهلاكها مختلف طبقا للكثافة السكانية والقوة الشرائية وخلافه. فبالتالي ممكن في العبور مثلا عندنا 300 فدان ممكن اروح اسكندرية اعمل 50 فدان ممكن اروح على سوهاج اعمل 25 فدان وهكذا. يبقى حجم الاسواق بيتناسب مع الاحتياج والكثافة السكانية. مثلا في جنوب سيناء سيادتك كنت اشرت في التقرير اللي هو خالد فود. احنا النهاردة طرحنا 10 فدان في مدينة الطور على أساس ليه مدينة الطور؟ طيب جنوب سيناء كل الفنادق والمنتجعات اللي شرم موجودة الشيخ. في شرم الشيخ وخلافه ودهب بتجيب احتياجاتها منين؟ من القاهرة. شوف المسافة بقى اللي بتقطعها عشان تجيب الخضر والفاكهة والأثاث. طب أنا لو عندي منطقة لوجستية في الطور هتبقى المسافة كام؟ 80 كيلو في حين المسافة للقاهرة كام؟ فده بيعلي الأسعار. يبقى كل ما يكون في منطقة لوجستية في ظهير المحافظة كل ما الأسعار تقل تنخفض كل ما حلقات التداول تقل. تمام؟ وطول ما أنت بتعمل كده الجودة بتحافظ عليها لأن ما يجي لك الخضار من سوق العبور ويطلع على شرم الشيخ على الفنادق هناك كم الفاقد والهدر واللي يبوظ قد ايه والاسعار بتاعته بنزين. فخدتوا ارض في الطور خلاص. فاحنا الحقيقه تم تخصيص يعني وانا بشكر سياده اللي هو خالد فوده ان هو خصص وتشاركنا على 10 فدان وهيتم تنفيذها كسوق جمله للخضر والفاكهه في محافظه جنوب سيناء. نفس القصه في الوادي الجديد عشان الناس دايما بتقول ايه طيب معلش السوق ده هيبقى خاص ولا الوزاره؟ لا ده احنا بنعمله اللي بينفذ السوق وبيديره القطاع الخاص. القطاع الخاص. انما احنا ما بنبيعش الارض بعد فتره 25 سنه بتقول الارض وما عليها للدوله. فما بنبيعش الاصل. احنا بنطرح الاصل لنظام حق الانتفاع. وبينتفع بيه المستثمر او المطور وبيدفع جعل سنوي للدوله وحصة من المبيعات بتقول إلى الدولة. يبقى مين اللي استفاد؟ الدولة استفادت. هل استثمرت؟ لا هي إدت الأصل للقطاع الخاص لتطويره وتنميته وتشغيله وإدارته وأنا باخد عائد وإنت بتاخد عائد. يبقى أنت ما استنزفتش يعني أنا حاجة وحيدة اللي عندي الأرض هي اللي شاركت بيها بس الشطارة بقى أنك أنت تعظم قيمة الأرض. نعم. ودايما بقول المعادلة الصعبة انت ممكن تكون عندك ارض وتقول ولا بتاكل ولا بتشرب. بس هل دي بتجيب لك عوائد ولا ما تجيبش عوائد؟ هل بتوظف ناس ولا ما بتوظفش ناس؟ هل بتضيف قيمة اقتصادية للاقتصاد القومي ولا لا؟ يبقى طول ما الارض موجودة فقط فهي لا تضيف. حضرتك بتتكلم على الوادي الجديد؟ الوادي الجديد طرحين 100 فدان لمنطقة
لوجستية متخصصة في صناعة التمور. احنا اكبر دولة في العالم منتجة للتمور. بس ما احناش اكبر دولة في العالم مصدرة للتمور. واحنا عندنا تنوع في التمور سواء في الخارجة او في الداخلة. ورحت الجيزة الواحات. الحقيقة انت عندك السكري وعندك البرحي وعندك عندك انواع كثيرة جدا. المحزن كان يا احمد بيه. شمال افريقيا دول شمال افريقيا بتاخد التمور بتاعتك بقرش. كويس. وبتنتقيها وبتعيد تصنيعها وتحشيها وتبيعها في متاجر اوروبا. يعني لو قلت لك بمية ضعف او 150 ضعف يعني هكون يعني متساهل. طيب لو انا عملت منطقة لوجستية وعندي تلاجات وعندي فرز وتعبئة وتغليف للتمور ديت، يبقى هتزود القيمة التصديرية، هتزود الجودة، هتشغل ايدي عاملة، هتضيف للاقتصاد القومي. بس هو بيعملها لك علبة شكلها ايه والشياكة ايه وحاجات ايه. برافو يعني عليك. اللي هو تدخل تشتري. ده مهم جدا. أنا بقول لك هو اخراج وتسويق والسياسات البيعية. حتى لو مش بتاعته هو اديها لك على انها بتاعته. بس انت يعني انا كنت يعني في احدى الدول الاوروبية وبشتري هدية لصديق راح ازوره. فالحقيقة قلت احلى حاجة اجيبها علبة تمر وكانت محشية شوكولاتة. وفاجأ ان موجود ان التمر ده سورست او جاي منين؟ من مصر. ومش عايز اقول رقم العلبة التمر دي اللي هي كانت نص كيلو بكام. بس هو واخدها منا العلبة دي. انا عايز اقول لحضرتك لا يتعدى سعرها كتمر 5 جنيه. اتفرج بقى مضاعفات القيمة اللي حصلت عليه. ده في كمان النهاردة السكر بيستخرج من التمور وده اكثر سكر صحة. يعني انت احنا دايما عندنا قصب السكر. وعندنا البنجر. دلوقتي في بلجيكا في مصانع بتستخرج السكر من التمور وده افضل وانقى انواع السكر اللي موجوده في العالم. طيب لو احنا قدرنا ان احنا نجذب استثمارات في الوادي الجديد وننمي الوادي الجديد، احنا جايبين شركه يونانيه بتاخد 10,000 فدان بنظام حق الانتفاع. خلي بالك انا دايما بقول ايه؟ بنظام حق الانتفاع. تمر ولا زيت؟ ديت زيتون. الشركة اليونانية هتشتغل في الموالح. موالح. تمام؟ يبقى أنا يكون عندي صناعات تحويلية، عندي مناطق لوجستية، عندي تلاجات، عندي تخزين، عندي فرز وتعبئة وتغليف. ما ببيعش الأرض. لا. إحنا بنأجر الأرض. وتقول بعد هذه الفترة مرة أخرى إلى الدولة. عشان هيجي يقول لك بص باعوا فين وادوا ايه والشركات ايه وعملوا ايه. لا. هتلاقي ده. احنا بنتشارك عشان نجذب استثمارات. وخلي بال حضرتك من اكثر القطاعات التي شهدت استثمارات في الفترة الماضية هي قطاع التجارة الداخلية. كام؟ عندنا 18 مشروع بيتم تنفيذهم في 11 محافظة باجمالي استثمارات 50 مليار. اقول تاني الرقم؟ 50 مليار في 18 مشروع في 11 محافظة. إن شاء الله يخلصوا كلهم كمان سنتين. يعني احنا ابتدينا. خلي بالك انت بتعملش متجر صغير. انت بتعمل مناطق تجارية. ومراكز ولوجستيات وخلاف. والميزة ان احنا خرجنا بره القاهرة واسكندرية. فهتلاقي في محافظات الصعيد. هتلاقي في الفيوم، في بني سويف، في الأقصر. هتلاقي في محافظات الدلتا، في المنوفية، في الشرقية، هتلاقي في البحيرة، هتلاقي في الغربية. فبيحصل تنوع. فاحنا بنحاول نجذب استثمارات في هذه المحافظات. لان خلي بالك عربية ولا اجنبية ولا اتنين مع بعض؟ مصرية. ايوه. وعربية. واجنبية. اجنبية. وليس هناك اي تمييز في جذب الاستثمارات ما بين استثمارات محلية او اقليمية. بس سهله ايه عشان يجي لي؟ ايه اللي بديه له؟ ده كويس قوي. ده سؤال كويس جدا. اولا الـ 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 القوة الشرائية في السوق بتخلي المستثمر يجي وان هو يعزز موقفه الاستهلاكي. يعني ايه مثلا؟ هدي لحضرتك مثال. السلسلة التجارية اللي جات وحطت 500 مليار. دي بتعمل ايه؟ في واحد يقول لي ايه؟ الله، هو انت بتشجع على صناعة الاستهلاك؟ ما هو صناعة الاستهلاك بتؤدي الى معدلات نمو كبيرة. السلسلة دي بتاخد 300 منتج من مصر بتصدرها للسلاسل التجارية بتاعتها في الخليج. طيب السلسلة التجارية دي لما تيجي تعرض السلع. ده الاتفاق. ايوه يا فندم. الاتفاق كده. ده بيضخ نص مليار دولار. وبياخد سلع. وبياخد سلع يصدرها للخارج. والسلع دي ايه؟ مصرية. مصرية. طيب لما يعمل هذه المساحات الكبيرة
يبقى انا عايز انتاج، عايز سلع عشان تملى، يبقى المصنع ايه؟ نشتغل اكتر. مصنع يشتغل اكتر يعني عماله اكتر. صحيح، مش كده؟ فهي سلسله. طب وليه التجاره 10 مليون مصري يعملوا في قطاع التجاره من اجمالي قد ايه؟ 30 مليون. يبقى هذا القطاع بيوظف تلت الايدي العامله في مصر. اقول تاني، تلت الايدي العامله في مصر تعمل في قطاع التجاره، والتجاره مش بس صناعات غذائيه، ملابس والكترونيات وخلافه. نعم، مش كده؟ نعم. طيب ابتدينا نتكلم على اسواق متخصصه، وانا عارف حضرتك عايز تتكلم الدهب. على وانا هتكلم على مدينه الدهب، ممكن نتكلم كمان على عندنا شركه الحقيقه لبنانيه هتحط 300 مليون دولار في صناعه الملابس، وبتعمل سوق للملابس في العبور على مساحه 100 فدان، وبتستخدم مدرسه موضه عشان نطور الذوق. خلي بال حضرتك اللي انت بتعمله، انت بتغير ثقافه المجتمع في المأكل والمشرب والزي والتسوق. يعني النهارده تشوف المولات الشهيره اللي موجوده، الناس بتجيها من الارياف ومن المحافظات وتقضي اليوم، لان ما عندهمش النمط ده فين؟ صح. في محافظات. احنا بقى ابتدينا نوطن الانماط التجاريه دي فين؟ محافظات. في المحافظات. في الغربيه النهارده حضرتك روح اتفرج، بدل ما يجي ويتحمل المصاريف وتكاليف انا بعمل له عنده. وهو بتثري تجربه التسوق وبتغير في المزاج العام بتاعه. نعم، مش كده؟ نعم. بدل ما يجي لك الجمعه والسبت ويأجر عربيات وتيجي من المحافظات على التجمع الخامس ولا 6 اكتوبر ولا، طب ما انا احط له الانماط دي. احنا عندنا في الغربيه واحنا بنتحدث النهارده على 83 فدان فيها الاتي: اسواق، مخازن ولوجستيات، مباني إدارية، مركز تسوق يفوق مراكز التسوق والمراكز التجارية اللي عندنا، قاعات سينمات، نادي، فندق. طب هو أنت كنت في أي محافظة حضرتك بتروح تلاقي فنادق ممكن تبيت فيها؟ كنت بتضطر ترجع تاني إلى القاهرة. نعم. مش كده؟ نعم. طب لو هل أنت عندك مباني إدارية؟ لا، كانت كل الناس أي شركة تلاقيها موجودة فين؟ في مبنى سكني، في عمارة سكنية. لا، النهاردة بقينا نعمل مباني إدارية للشركات. مش احنا برضو اللي بنعمل؟ مين؟ نعم. اللي بيعمل؟ القطاع الخاص. القطاع الخاص واحنا بنتشارك معاه بإيه؟ بالأرض. الأرض. مقابل الأرض بيدفع إيه؟ نعم. حق انتفاع وجعل، بس هو بيتطور وبيشغل وبيدفع ضرائب. فحضرتك بتقول لي شركة لبنانية دي في العبور، مليون دولار في العبور، في العبور على مساحة 100 فدان في سوق نص جملة، ده إضافة كبيرة جدا. نعم، مش كده؟ نعم. لما الاقي اليونانيين رايحين على الوادي الجديد بياخدوا 10,000 فدان وهيضخوا ما يقرب من مليار جنيه، 10,000 فدان، ده 10,000 قابله للتمديد ل 50,000 فدان. كويس. نعم. وده بيطور صناعات المحافظه سواء صناعات زراعيه او خلافه. وخلي بالك في حاجه كمان اسمها المؤشر الجغرافي، يعني مثلا تلاقي بعض الجبن الفرنسيه مشهوره بالاقاليم والمنشا بتاعها. احنا عندنا النهارده في حلقه بقى ان شاء الله هقول لحضرتك على مستوى المحافظات السلع اللي احنا بنسجلها بمنشاها. يعني عندنا عجينة الياسمين في إحدى المحافظات، تعرف عجينة الياسمين اللي احنا في إحدى المحافظات ديت بتمثل 70% من مدخلات البرفيومز والكولون على مستوى العالم. الجبن بتاعتنا، مش عندك الجبنة الدمياطي فليكن، عندك التمور بتاعت سيوة والخارجة والدخل. يبقى إذن أنا مهم جدا أن أنا أسجل هذه المنتجات بمنشأها، لأن دي بتدي قيمة اقتصادية كبيرة جدا في التصدير. البورصه السلعيه، البورصه السلعيه احنا بنتكلم عليها من زمان. انت عارف كان زمان عندنا بورصه البصل. نعم. والحقيقه ويمكن ابتدينا نتكلم على بورصه السلع كان في 2004. بس ما حصلش حاجه، كانت الناس بتتحدث عن بورصه سلع وخلاص. يعني ايه بورصه سلع؟ والناس مش، هل هي مزايده؟ هل هي مزادات؟ يعني مثلا لما بتروح حضرتك سوق العبور ان هوت بتلاقي الناس بتجيب السلع بتاعتها وتزايد على السعر، تلاقي التاجر الكبير جايب السلع ويقول لك ابتدينا المزاد، ويحصل نوع من المزايدات. نعم. تمام. طيب ايه اللي بيحصل على الارض؟ ديك مثال حضرتك النهارده، لو انا كمزارع بزرع موز ببيعه على راس الارض للتاجر الكبير بجنيه، وحضرتك بتشتريه ب 12 14 جنيه. نعم. طب مين الحلقه اللي هنا في النص؟ مين الوسطاء اللي خدوا؟ عندهم بنسميها عندهم جيوب واسعه، ديب بوكيتس. مين المضار؟ المزارع، مزارع البسيط المواطن اللي اشترى بجنيه، والمواطن اللي اشترى اللي ادير ان هو خد السلعه غالي ب 12 ضعف سعرها. طيب لو انا سمحت لمزارع الموز ان هو يخش على
منصة وتطبيق على الموبايل ولا على اللابتوب ويقول أنا عندي مثلا طن موز بدرجة كذا وموجود في المخزن الفلاني بجودة كذا بسعر كذا، وهتلاقي كل تجار الموز يخشوا كمان على المنصة عشان يعرضوا البضاعة بتاعتهم. مين اللي هيشتري الناحية التانية؟ مستشفيات وفنادق وأسواق. هيشتري بكام؟ اللي بجنيه ده مش هيبيعه بجنيه، هيبيعه مثلا بتلاتة جنيه عشان يستفيد. والطرف الآخر ده اشتراه بكام؟ بخمسة جنيه. طيب هيروح بقى للمستهلك النهائي بكام؟ بستة سبعة جنيه. يبقى بدل ما كان بيروح ب 12 و14 هو انا اللي عملته شلت الوسطاء من التجار والحلقات الوسيطه من هذه المنظومه، وبقت علاقه مباشره ما بين المنتج او المزارع والمستهلك. خدت بال حضرتك؟ طيب يبقى اذا في البورصه ديت انا ببيع سلع، بس شرط ان هي السلع تكون موجوده فين؟ في المخازن. نسميها بورصه حاضره. بورصه حاضره هي سوق منظم لتداول سلع على منصه الكترونيه، والناس تخش تعرض السلع بالكميات وبالجودة وبالسعر اللي هي حطاه، في المقابل هيكون في مجموعة من المشترين على الطرف الآخر. فده انت بتعمل يعني بنسميها باللغة الإنجليزية game changer، يعني بتغير في ثقافة تداول السلع على مستوى الجمهورية. طيب لما انا اتكلم على مناطق لوجستية ومخازن وبورصة صناعية وأسواق، انعكاس ده على المواطن البسيط ان هو هتحصل على السلعة بقيمة أقل من 40% عن اللي هو موجود. يبقى هي دي العناصر الرئيسية اللي بتمثل البنية التحتية للتجارة الداخلية. لأن أنا بعمل إيه؟ بزود المعروض، بعمل إيه؟ بشيل حلقات تداول، بشيل الاحتكارات، بشيل الوسطاء. فالمهم هيوصل السلعة للمستهلك بقيمة أقل، لأن مراكز التكلفة اتغيرت، وبالتالي تحصل على سلعة جيدة جدا. أقول تاني، جيدة نعم جدا، جيدة جدا نعم، وبسعر أقل من ما هو معتاد عن 30 و40%. مش كده دايما بقول إيه؟ أهم شيء في أي دولة إن هي تنمي التجارة الداخلية، تنمي التجارة الداخلية. عشان تنميها أنت عايز بنية أساسية تحتية، هو ده المطلوب. ممكن نقف هنا نطلع فاصل؟ فضل. أرجع مع حضراتكم وضيف الكريم دكتور إبراهيم عشماوي. من كام يوم كده سيادة الرئيس مدينة للذهب، والناس بدأت تسأل إحنا مصر هنعمل مدينة للذهب إزاي وفين وهنعمل وليه هنعمل مدينة للذهب، محتاجينها ولا لأ؟ طيب إحنا كنا بنتحدث عن أسواق متخصصة لسلع بعينها، زي ما قلنا سوق للمنسوجات، سوق نص جملة مش عارف ليه، سوق لمواد البنى، سوق للإلكترونيات. الحقيقة طرحنا على فخامة الرئيس ان يكون هناك سوق للذهب. خلي بالك صناعة الذهب عندنا قديمة جدا وهامة. ليه؟ المصريين دايما بيشوفوا الذهب هو وعاء ادخاري ووعاء استثماري في ذاك الوقت، مش كده؟ ادي لحضرتك رقم مهم قوي. السنة اللي فاتت المصريين تجروا بيعا وشراء في مشغولات ذهبية تقدر ب 250 مليار جنيه. ايه؟ ايه؟ المصريين ايوه السنة الماضية تبادلوا بيعا وشراء في مشغولات ذهبية تقدر ب 250 مليار جنيه. خلي بالك زمان الناس كانت بتيجي عندنا تنزل الصاغة من الدول العربية وتشتري المشغولات الذهبية، واحنا الحقيقة عندنا باع كبير جدا في صناعة الذهب. كويس؟ فلما هو بتكلم على سنة واحدة، ده سنة واحدة، سنة واحدة يعني انا بتحدث تقريبا على 240 طن ذهب تم تداوله خلال السنة الماضية. اوكي طيب لما تيجي تنزل تروح على الجمالية وتنزل تروح على صلاح الدين وتنزل تروح على ميدان الجامع وتلاقي المتاجر الذهب. طب احنا عندنا كم متجر ذهب كده يعني عشان نقول للناس؟ عندنا ما يتعدى 4000 متجر ذهب بيبيع مشغولات ذهبية، وعندنا مجموعة من مصانع الذهب. يبقى عندنا مصانع وعندنا متاجر وبينهما ورش. تلاقي كده كل متجر ذهب كده عنده في الدور اللي فوق ورشة
بتصنع الذهب، المشغولات الذهبيه البسيطه. فلما الموضوع طرح على فخامه الرئيس، ففخامه الرئيس دي الارقام الجامده دي مش كده؟ ايه ده؟ لا مصر يعني شفت انا قلت لك حجم الاستهلاك وحجم التجاره في الذهب حاجه عظيمه جدا. 240 طن ذهب، 240 طن ذهب تم تعويضه. عرضت على سياده الرئيس قال ايه؟ فتوجيه فخامه الرئيس قال طب ليه ما يتعملش مدينه للذهب؟ طب مكونات السوق تختلف عن مكونات المدينه. طيب نتكلم على مكونات الصناعه بتاعت الذهب، وزي ما بقول لحضرتك صناعه الذهب هي صناعه عريقه في مصر، وعندنا اسطوات عظماء في الذهب والمشغولات الذهبيه. طيب وان شاء الله هكلم حضرتك بقى ازاي كمان يتم تداول الذهب على منصه البورصه السلع، بس خلينا ده المرحله الجايه. ان شاء الله. نعم. فخامه الرئيس وجه قال طب ليه ما يبقاش مدينه، في مدينه طالما هناك هذا الحجم طبعا. وهذا الزخم من التجاره داخل مصر. وخلي بال حضرتك بيجي لنا اشقاء من الدول العربيه بيشتروا ذهب كتير. والذهب المصري معروف بجودته وبصنعته. خلي بالك المكسب في الذهب مش ممنوع؟ لا 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 خالص مش ممنوع. لا ممكن تطلع وتاخد مشغولات ذهبيه او تسافر عادي عادي جدا. طيب بس لازم يكون معاك شهاده. فايه مكونات هذا المشروع؟ ان يكون عندك متاجر، بدل ما انت عندك في الجماليه وعندك في ميدان اسماعيليه في صلاح الدين وعندك في مش عارف في ميدان الجامع وخلافه. المحلات دي هتفضل؟ هتفضل، بس احنا عندنا اقبال كثير. تخيل بقى انك يكون عندك مصانع ومتاجر وورش ومدرسه ومتحف وفندق وقاعات عرض وحاجات، وقاعات عرض من الطراز الاول، مكان واحد، في مكان واحد يصل من 100 فدان الى 120 فدان. احنا كنا رايحين بكام؟ ب 20 فدان. 20 فدان سوق. رايحين بسوق، رايحين بسوق، خرجنا من 100 ل 120 بمدينة. فدان مدينه يعني ست اضعاف. وهتكون فين دي؟ هتكون في العاصمه الاداريه. كنا بنعمل مفاضله، كان في اجتماع بحضور معالي وزير التموين والتجاره مع دوله رئيس الوزراء، وكان في مفاضله هل تبقى في العبور ولا في بدر ولا في العاصمه الاداريه. فان شاء الله هتكون في العاصمه الاداريه على مساحه 100 ل 120 فدان، هيكون اكبر مدينه للذهب في العالم. كام فلوس؟ احنا لسه بندرس تقريبا يعني حطينا الارقام وحطينا بنتكلم احنا بنتحدث في مليارات. مليارات يعني مليارات كتيرة يعني. بس هي الفكرة ان احنا تمويل هذه المدينة هيجي من القطاع الخاص، فلازم نعمل مجموعة من التسهيلات للقطاع الخاص عشان يشتري او يأجر هذه المتاجر وهذه بس احنا اللي هنبني كدولة. على فكرة انت ممكن اللي يبني القطاع الخاص ممكن زي ما احنا بنطرح بتديله الارض وبتديله تسهيلات وبتديله مزايا اخرى بحيث ان هو يجي يبني، وممكن في النهايه نصل الى شراكه ان الدوله تبني. رقم مبدئي كام؟ يعني مش عايز اقول الرقم مبدئي، ولكن يعني انا بقول لحضرتك تتعدى ال 20 مليار. 20 مليار ده يعني ده في الجزء الاساسي بس. كام واحد تقريبا يبقوا موجودين في المكان؟ لو انا بتكلم على مدينه احنا كنا بنتكلم في السوق على 400 متجر. النهارده بنتكلم على 10 اضعاف هذا الرقم. 10 اضعاف. والورش وانك انت يكون عندك الحرفيين ومدارس للذهب وتعمل معارض وتعمل. خلي بالك ان طب كده انا هضر الناس اللي شغالين في وسط البلد ومصر الجديده والسيده والجماليه، هيفضلوا شغالين شغالين زي ما هم. بس انا عايز اقول لحضرتك مش هم شغالين زي ما هم، هيجوا يشتروا في مدينه يبقى له مكان هناك. ممكن هو هيحب يسيب الدكان بتاعه بس يحب يتوسع. ده الاصل بتاعه. انت عارف المتر هناك ب 120,000 جنيه. لما بص على الجماليه هتلاقي المتر هناك ب 120,000 جنيه. لو انا هدي له المتر هناك ب 2000 جنيه هيجي ولا مش هيجي؟ نعم. هتلاقي بقى الناس من الدول العربية هتيجي كمان عشان تخش في هذه التجارة العظيمة زي ما قلت، لأن يعني مفتوح للاستثمار أيضا. نعم. سواء محلي أو عربي، إقليمي أو أجنبي تمام. وزي ما أقول لحضرتك إحنا من أشهر الدول في صناعة الذهب على مستوى المنطقة. وحجم تداول الذهب زي ما بقول لحضرتك السنة اللي فاتت وصل إلى 250 مليار جنيه،
240 طن. مين عامل زينا مدينة بس صغيرة؟ حاجة بتقول لي أكبر في العالم؟ لا في أسواق. في أسواق يعني مثلا هتلاقي في أبو ظبي في سوق للذهب، هتلاقي في السعودية في أسواق طبعًا. للذهب نعم. في الهند نفس الشيء. إنما لو بتحدث وبتكلم عن مدينة أنت هتبقى يعني one of your kind، أو لا مثيل لك أنك أنت تعمل هذه المساحة. يعني فخامة الرئيس دايما سباق في الأفكار والتوجهات، يعني زي ما اقول لحضرتك احنا خدتوا المكان ولا لسه؟ المكان هيخصص من العاصمه الاداريه ويخصص من وزاره الاسكان ومن هيئه المجتمعات العمرانيه وده هيعمل زخم تجاري في هذه المنطقه الحقيقه. وانا بقول لحضرتك ان احنا مشهورين بالصناعات بتاعه المنتجات والمشغولات الذهبيه، الذوق بتاعنا يعني يضاهي ايطاليا، يعني من اكثر الدول تقدما في الذوق العام وفي المشغولات يمكن إيطاليا. في خلال وقت قد ايه نقول عندنا خلاص؟ يعني ياخد من سنتين ثلاثه، من سنتين لثلاثه. انت عارف حضرتك كل حاجه دلوقتي مضغوطه، بتبقى من سنتين مضغوط. لثلاثه. واحنا بدانا دلوقتي انتاج ذهب احنا بننتج عندنا بعض الحقيقه الاماكن يعني اللي بتنتج ذهب. واحنا الحقيقه زي ما اقول لحضرتك القيمه المضافه ايه؟ القيمه المضافه لمدينه الذهب انت بتعمل ورش عملاقة، بتعمل مصانع عملاقة، الصناعة اللي ممكن تندثر لان الاسطوات بتاعتها يعني بيروحوا خلاص. فانت هتعمل بس عندنا مدرسة دلوقتي تعليمية. عندنا معهد عندنا معهد. انت عايز تعمل مدرسة عايز تعمل فندق عشان الناس لما تيجي تجار الجملة تشتري هذه المشغولات الذهبية سواء من الداخل او من الخارج. تعرف انت النهاردة مثلا تلاقي حد جاي من فندق داخل المدينة طبعا يخدم على اللي جاي من اللي جاي عايز يبيت. وخلي بال حضرتك اللي بيجي النهاردة عشان يشتري جملة محتاج مكان يبات فيه، فما يبقى في مدينة الذهب عايز يقضي يوم او يومين عشان يبص على المشغولات الذهبية. تقدر تحكم الصناعة سواء في دمغ الذهب وانك تاخد الرسوم المستحقه للدوله لان ثلاث ارباع بيتم تهريبه والربع بس اللي بيدمخ. كام يعني؟ يعني من ال 240 طن 60 طن بس هم اللي بيتم ده تبغوهم، وال 180 طن الحقيقه بيتهربوا. على فكره يعني يتهربوا؟ يتهربوا يعني مش مدموغ، مش مدموغ او تقلد الالم اللي بيدمغ الذهب. واحنا دلوقتي استغنينا على الالم وفي عندنا حاجه الباركود، يعني يبقى في باركود مكتوب اسم المصنع والوقية بتاعته او يعني النوع بتاعه والحجم بتاعه، ويبقى مختوم بباركود زي 18 وعيار 21، فيبقى موجود اسم المصنع والعيار بتاع الذهب والوزن بتاعه. وبتلاقي الحقيقة كتير قوي من المشغولات الذهبية المصرية في دبي وفي السعودية، يمكن اللي بينافسنا الهند شوية في هذه الصناعة، ولكن احنا التنوع اللي موجود عندنا في صناعة الذهب كبير. في الهند ليهم منطقة في لندن مشهورين جدا فيها، حتى في بريطانيا انت عارف حضرتك وحتى في الأسواق الخليجية بتلاقي دايما ان الناس اللي بتشتغل في هذه المهنة او تمتهنها هم الهنود. انما احنا الحقيقة لينا الذوق بتاعنا، لينا ذوق خاص. وعشان كده برضو توجيه فخامة الرئيس ان نعمل مدرسة متخصصة للصناعات، وعشان في نفس المدينة وعشان نحافظ على الموروث بتاعنا هيكون في متحف للمشغولات بتاعتنا. يعني المتحف الكبير هيبقى فيه متجر لحاجات ذهبية فيها الطراز الفرعوني. خدت بال حضرتك؟ نعم. واحنا شاطرين جدا احنا في هذه الصناعة وعندنا باع كبير جدا في هذه الصناعة. قبل ما اختم، التسجيل العلامات التجارية تحدث على موضوع وموضوع مهم اللي هو نادي القرن، أهلي زمالك، إيه اللي حصل في هذا الأمر؟ وصلنا لفين؟ شوف، عندنا موضوع العلامات التجارية ده بدأ سنة 1939. كان عندنا مصلحة اسمها مصلحة التسجيل التجاري، مش السجل التجاري، السجل التجاري ده حاجة تانية. نعم. إنما التسجيل التجاري، إن حضرتك بتروح تسجل العلامة بتاعتك. طيب، من 39، من سنة 39 إلى يومنا هذا، يعني بنتكلم تقريبا على 81 سنة، تم تسجيل 500,000 علامة تجارية. 500,000 علامة تجارية. إيه اللي بيحصل في العلامة التجارية؟ حضرتك بتجيب العلامة بتاعت صدى البلد وتتقدم إلى جهاز تنمية التجارة عشان تسجل العلامة. بتاخد إيصال إنك تقدمت بتسجيل ولكن لم تسجل ولم تعتمد بعد. كويس؟ نعم. طيب، بتقدم
على هذه العلامة بتاخد إيصال من جهاز تنمية التجارة إنك أنت تقدمت بطلب تسجيل. وبكرر تاني نعم. طلب التسجيل لا يعني التسجيل. نعم. ليه؟ لأن ما أنت بتقدم الطلب ده لتسجيل العلامة بيخش بقى المتخصصين أو الفحصين بمعنى أصح وبيبصوا في قواعد البيانات عشان ما يكونش في تعارض ما بين هذه العلامة المراد تسجيلها وعلامات أخرى تتعارض معها. كويس. يبقى أول حاجة إن إحنا بنطمئن إن هذه العلامة المطلوب تسجيلها مش موجودة، لا تتعارض مع علامات أخرى، علامات أخرى على قاعدة البيانات عندي. كويس. وخلي بالك من النص مليون دول، من النص مليون بس. كويس. خلي بالك بقى أنت ممكن تقولي أنا عايز أسجل في مصر وممكن تقولي أنا عايز أسجل في العالم. في العالم. فعشان كده أنا بشارك قواعد البيانات مع المؤسسة الدولية للملكية الفكرية وببحث عن هذه العلامة. القانون بيقول لي الحد الأدنى لتسجيل العلامة قبل نشرها 6 شهور. ست شهور. نعم. فبيجي مثلا نادي الإسماعيل يقول لك أنا عايز أسجل العلامة كذا. يبقى أنا هخش أفحص في قواعد البيانات من خلال المتخصصين والفاحصين وتأكد إن هذا الاسم مش موجود او هذه العلامة مش موجودة في قواعد البيانات. لو انت عايز تسجلها عالميا ما هيش موجودة على قواعد البيانات على الدول المشاركة في اتفاقيات الملكية الفكرية. كويس. طيب لو انا ما لقيتش العلامة ديت موجودة بنشرها. نعم. ممكن بعد النشر تيجي شركة تانية او جهة تانية تعترض. او نادي تاني تعترض. يبقى انا هديك فرصة كمان للاعتراض. كويس. طيب لو انت اعترضت بنبص الى هذا الطلب ومين اللي له حق، مين الاول، الاسبقية في التقديم للي تقدم الاول. طيب انت بتقول لي انا نادي القرن او نادي العالم الاهلي، معاك وثائق تدل انك انت اكتسبت بطولات وسميت هذه الاوراق بنادي القرن. لو اثبتت بهذه الاوراق ولم يوجد في قواعد البيانات وان انت ليك الاسبقية في هذا الامر بنطلع لك العلامة وتبقى مسجلة باسمك. يعني مثلا النادي الاهلي مسجل ما يقرب من 120 علامة. 120 علامة. نادي الزمالك مسجل ما يقرب من 80 علامة. علامة تجارية لنادي الزمالك و120 علامة تجارية للنادي الاهلي. اذا تيقن لنا ان ده هو له الاسبقية في الطلب في التسجيل وما فيش تعارض ولم يعارضه أحد عقب النشر في الصحيفة، إذن فالعلامة تسجل للنادي اللي هو له. مين جالكوا الأول، أهلي ولا زمالك؟ خلي بال حضرتك، ما ممكن نادي يجي الأول بس في تعارض فما طلعلوش التسجيل. فممكن نادي يسبق الآخر في طلب التسجيل، تمام، بس ألاقي نادي تاني فحصت الورق ودرست الحاجات اللي تقدمت. لا احنا بقى خلاص، يعني احنا قاب قوسين او ادنى في البت في هذا الموضوع اسابيع شهور. لا يعني انا بتصور مثلا شهرين ثلاثة وننتهي من هذا الامر ونطلع باعلان من هو نادي القرن، من هو نادي القرن بناء على ايه. ايوه. بناء على الاوراق وعدم تعارض وعدم تشابه واسبقية ووثائق. موضوع مش سهل. هتبقى حقيقة في ناس بتتصور ان هي علامه وخلاص. لا ده ليها اجراءات، والاجراءات دي نظمها القانون، وفي معارضات وفي اجراءات تقاضي كمان. ممكن حد يروح يشتكي في المحكمه الاقتصاديه. طب الناس كلها بتقول يعني ايه علامه؟ لا العلامه دي ابل لوحدها، شوف النهارده قيمه شركه ابل في علامتها التجاريه. يبقى الاصل بتاعها ما عندوش مصانع، ابل ده ما عندوش مصانع، انما قيمته مش عايز اقول لك الرقم 3 تريليون، يعني ده قيمة العلامة. أحد البنوك سجل علامته، لما بتيجي تفحص العلامة بيطلع لها قيمة، والقيمة ديت بتساوي كتير. فالموضوع ما هوش، وفي ناس اتلخبطت قالك طب هو النادي ده راح التموين والتجارة هو مال التموين والعلامات. صحيح مش كده؟ نعم. لا لأن التموين فيها أنشطة اقتصادية كثيرة، ما ننساش إن هي وزارة التموين والتجارة الداخلية ولديها جهاز للتجارة الداخلية. كل نادي قدم الورق، فكل نادي طلب التسجيل وقدم الأوراق وسيتم الفصل، وسنعلنك أن البرنامج عند حضرتك يكون أول من يعلم عن من هو صاحب هذه العلامة. دكتور إبراهيم شرفتنا. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. نشوفكم بكرة إن شاء الله.
تصبحوا على ألف خير.